الو 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 الو، ما اعرفش بقى اذا كان في صوت. ما اعرفش يعني، هي والله يعني موضوع الصوت ده معظم الايام بيكون بسبب ان انا ما بشغلش جهاز الصوت، لاني بكون يعني طول اليوم عمال اتخانق مع الفيسبوك وعلى اليوتيوب ومع البهايم ومع ده ومع ده عشان اعرف اطلع لكم ببث مباشر، ولما بطلع بث مباشر بكون ناسي الصوت ان انا اشغله، لاني لما بيدوني خاصيه البث بروح دايس على الزرار عشان اطلع بالبث على طول. فسامحوني، ما اعرفش بقى عدى كام، احنا بقى بنبث كام دقيقه من غير صوت، ودي حاجه غريبه يعني، وبتحصل معايا دلوقتي بقت كتير خلاص، بقى جل من لا يسهو ولا يظهر ان احنا عجزنا يعني. فتاني هكرر الكلام اللي انا قلته، احنا قلنا القنوات بتاعتنا على اليوتيوب خلاص تم اغلاقها، في قناتين موجودين، قناة حظرت بدون ما اعرفش ليه، فجأة كده صحي من النوم وقال لك امك يا بهجت وابوك يا بهجت واللي خلفوك يا بهجت، مفيش بث مباشر عليه. والقناة اللي انا ببث عليها دلوقتي اللي هي مصارع الفيران دي برضك هتتقفل في اي لحظة. ففي قناة جديدة اقول لكم اسمها ايه دلوقتي، بهجت صابر بالعربي كده، بهجت صابر نافخ السيسي، وجنبها كلمة بهجت صابر بالانجليش. هذه هي القناة الجديدة، انا بعتها لكم على الواتساب، عليها دلوقتي خليني اقول لكم عليها كام، عليها 330 سبسكرايبر، عليها 330 سبسكرايبر، وعليها فيديو عامل 658 مشاهدة، عامل 658 مشاهدة. احنا حضراتكم هتتوقفوا عن المشاهدة على القناة اللي انت موجود فيها او على الحساب سواء فيسبوك او يوتيوب او اي وسيلة تواصل تاني انا باسس عليها دلوقتي، عشان تروح لهذه القناة. القناة دي اسمها، انا خليني احاول انزلها للناس اللي على الفيسبوك مؤقتا، وبعدين انزلها للناس اللي على اليوتيوب. تمام، لا عايزين نكون منظمين شوية، نسأل الله ان احنا نعرف نكون منظمين، لان يعني حرام عليكم. انا يعني اوبا شفتوا، مثلا تخيلوا ان البث المباشر على الفيسبوك بتاعي على حسابي الشخصي عليه اتنين بس، بيتفرجوا على البث بتاع بهجت بتنجانة، بهجت صابر يعني، بهجت صابر اتنين بس بيتفرجوا عليه، يعني دي برضك حاجة غريبة. ليه الفيسبوك مش عاوز يبعت الحساب، مش عاوز يبعت بقالنا 5 دقايق بنبث، بقالنا 5 دقايق بنبث، عشان تعرفوا الحرب علينا قفلها. فلو سمحت اللي موجود بيتفرج دلوقتي، يمكن واحد اللي موجود بيتفرج دلوقتي، لو سمحت اهم بقوا 7 دلوقتي، لو سمحت شير واعمل حفل. احنا ممكن نكون، ممكن نبقى 20 و30 الف لو انت اردت، لو انت اشتغلت وجبت الناس وقلت للناس يشتغلوا، هنقدر ان احنا نتغلب على الـ الشغل اللي بيتعمل علينا دلوقتي. احنا مش ضعفة، احنا غير منظمين وغير مخلصين في شغلنا دلوقتي، بقينا 17 واحد، حاجة غريبة يعني، قعدنا 5 دقايق كنا واحد او اتنين، بقينا 17 واحد دلوقتي. الو 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 يا حبرام، الو ايوه يا حبرام، سمعني؟ سامعك كده يا حبيبي، خير؟ يا باشا، البث اللي انت عامله على حسابك ده معمول للفانس بس، للاصدقاء بس. ما هو انا كنت عامله بابليك عادي، انا مظبطه من بابليك، انا مظبطه بابليك، لا هو طالع ماشي، ظبطته تاني اما نشوف هيستمر ولا لا. يعني طيب ماشي، حتى لو للفريندز يعني، ما فيش حد من اصدقائي صحيين من ال 2600 ولا حاجه ولا 2700 الموجودين؟ ما هو ده بقى دي المشكله، وده اللي احنا بنتكلمه للناس. وخلاص دلوقتي بقت هم خانقيني قوي يعني، النهارده الصفحه بتاعت الصفحه الرسميه لبهجة صابر تم حظرها، وبيتكلمونا على اساس عاوزين يقفلوها. فادينا بنحاول معاهم، ما فاضلش غير بتاع مصارع الفيران ومتهيألي واخدة سترايك وبيتكلموا عايزين يقفلوها برضك، بس سابونا نبث عليها النهارده. في قناة جديدة أنا عملتها، معرفش بعتها لك بس أنت ما شفتها ولا لأ، اسمها بهجة صابر نافخ السيسي، أنا بعتها على الخاص.
بهجت صابر نافخ السيسي، ده مش هنقدر نبص عليها النهارده. لو قدرنا نكمل 1000 ولا 2000 النهارده عليها سبسكرايب، من هنا لبكره ما نقدر نبص عليها، ربما يسمحوا لنا نبص عليها. ف يعني العمليه في ايديكم انتوا، والله في ايديكم انتوا، سهله مش صعبه، سهله 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 مش صعبه. بس هنقول ايه؟ انا ما يعني هنقول ايه؟ اقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ما اقدرش اقول غير كده والله، ما اقدرش اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، لان انا في النهايه انا فرد، مش حسبي الله ونعم الوكيل في السيسي، لا في كنتو في الناس اللي يعني كل واحد عمال مأجل الشغل مأجل الشغل، كاننا احنا يعني مثلا. ما ينفعش والله يا جدعان، ما الثوره دي مش بتاعت ميتين امنا يعني، انا مقتنع انها بتاعتي الشخصيه، بس في النهايه انا الواحد مش هقدر اعمل حاجه، ولا اي حد الواحد مش قادر بدونك. انت اللي سامعني، ما تبصش حواليك، انت اللي هتقدر تصنع الفارق. وما و... 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 ما انت احنا حاطك كده، ما اعرفش، مش عاوزه تيجي ليا، الدنيا ملخبطه بردك، الصوت مش ظاهر بتاعك، ما اعرفش ان هو وانا ما ظبطتش الاصوات، من الاصوات ما ظبطتهاش، يعني طلعت على طول اول ما اداني بس طلعت، فمش متاكد اذا كان في اصوات ولا لا. الواتساب، الواتساب على التليفون الجديد، في تليفون جديد على الواتساب انا هحطه لكم دلوقتي. لازم اعمله جديد، لازم اعمله جديد. خلاص بقى مش لازم توصل للماسنجر، خلاص ما دام المول واصل الواتساب وكده خلاص. ما اعرفش، انا ما اعرفش، هعرف دلوقتي. ما هو الناس متخيلة ان انت بتدوس على زرار، الناس متخيلة ان انا بدوس على زرار وبطلع. لا والله والله انا حتى النهاردة حتى ما ظبطتش، لخبطت الاسلاك، لاني لما اتلخبطت ولقيت ان قافلين القنوات، حاولت اعمل قنوات جديدة، وبعد ما عملت روح قافلينهم لي كلهم. النهاردة على اليوتيوب عملت 13 قناة، بعد ما فتحتهم راحوا قافلينهم كلهم. فكان انا دائما عندي ايميلات قديمه موجوده، فقعدت ادور على ايميل قديم وكده، بحس ان الايميل ده، الايميل ده بيبقى بتنشل، يبقى بيه قناه تقدر تعمله القناه على طول، فالايميل بقى له فتره، فمش هيقدر يقول لك بقى ده هو ده بهجت ولا مش هو ده بهجت، هو ده ام حسن ولا ده ام علي. عملناها، مش عملناها، فاكر انت قلت لي هنعمل قناه، قلت لك لا ما تعملش حاجه، خليني ادور في القديم. فدورت في القديم، ما هو اهو قناتين، القناه بتاع مصارع الفيران شغاله، والقناه دي شغاله، وبكره ان شاء الله هقلب الدنيا واشوف الدنيا ماشيه ازاي، واشوف الدنيا ماشيه ازاي. فالناس لازم تتعاون معانا شويه، الناس لازم تتعاون معانا وتتعاون معانا باخلاص. المهم ان الاحداث كتيره قوي، خصوصا ما يحدث في امريكا. الناس بتسال هل هي امريكا بقى هيحصل فيها انقلاب؟ لا، الامريكان مش مصريين، لا الامريكيين، لا الامريكان مصريين، ولا الامريكان اماراتيين، ولا قطريين، ولا كويتيين، ولا ليبيين، ولا توانسه، ولا جزائريين، ولا عراقيين، ولا سوريين. الامريكان شعب حر، انا اسف، مع احترامي لكل الشعوب دي، الامريكان شعب حر. ربما تلاقي الواحد منهم ربما في ناس بتشتكي بتقول الصوت، صوت صوت ايه يا جدعان؟ ما الصوت كويس، الصوت رجع، الصوت رجع، الصوت رجع. وفي حد بيقول الصوت على بهجة صابر مصارع الفيران مش شغال، لا شغال يا استاذ. طب بص على مصارع الفيران،
يا ريت بس كل واحد يكون موجود يعمل شير ويعمل حفلة ويعمل ده لغاية بس ما نوقف البسات على رجليها، لأن خلاص يعني أنا النظام اللي أنا اشتغلت عليه عشان أطلع على 100 صفحة و150 صفحة مرة واحدة وقناة نبقى مغرقين السوشيال ميديا بحيث يوقعونا، مهما يوقعونا هنكون شغالين وموجودين كده. أنا يعني المجهود بتاعي بيجي على الفاضي. واحد بيقول صوت المتصل، لا يا سيدي احنا صوت المتصل ما كانش على السيستم، صوت المتصل ما كانش على السيستم، صوت المتصل ما كانش على السيستم. تمام، انا حتى ما اعرفش اذا كان طيب الاسلاك مش واصل. والله العظيم يا جدع انت، والله حكايتك حكاية بهدوطة يا بهدوطة يا بهدوطة يا بهدوطة. طيب كده هنجيب هنا الصوت المتصل، هنا الصوت اللي رايح. تمام، الو 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 يا طيب يا استاذ، يبقى انت مش طيب. نشوف ده وصل ولا وصل، متصل وصل ولا لا. طيب صوت المتصل، صوتي انا بس بتاكد، بحاول اتاكد اني عموما. الو الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا وسهلا. باشا، اخبار حضرتك ايه؟ انا تمام يا فندم، الحمد لله. الحمد لله يا فندم. لو سمحت بس الساعة عند حضرتك كام دلوقتي؟ الساعة عندنا 5 6 إلا 10 المغرب، بعد المغرب العشاء يعني، داخلين على العشاء. طب يا استاذ باشا حضرتك، يعني احنا الساعة عندنا دلوقتي يعني داخلة على 4، داخلة على الساعة 4، الوقت 4 4 صباحا. نعم، فلو سمحت يا استاذنا، لو سمحت بس لو البث يبقى بدري عن كده بتسي، ركز احنا معايا دلوقتي المفروض ركز نكون معايا. نايمين. يبقى انت ما سمعتنيش كويس وانا بتكلم، يبقى انت ما سمعتنيش كويس وانا بتكلم. انا كل ده بتخانق، لا يا استاذ، ركز يا معايا، استاذ انت باهجت مش عاوز والله تسمع والله ليه، اصلا مش عاوز تسمع ليه الصوت اول الفيديو، يا استاذ. بقول لك الصوت انا اول الفيديو والله كان قاطع. اتفضل ماشي، انا اتفضل. بتخانق مع الفيسبوك ومع وسائل التواصل الاجتماعي عشان اخرج ببس كل يوم على الله. الشغلانه المنيله تمام بنيله دي، يا اما بكون فعلا عند دكتور في مشوار تمام في حاجه وراجع متاخر فبطلع متاخر، والايام العاديه اللي هي معظم ايام الاسبوع بتوعي بتخانق مع الفيسبوك ومع اليوتيوب ومع وسائل التواصل الاجتماعي عشان يسمحوا لي اخرج لكم. ليه؟ لاني انا ايد لوحدها ما تمام بتسقفش. ما هو حضرتك يعني بتيجي تسمع البث، يعني بتتفرج على البث، تمام ده مش كفاية، لازم تشير ولازم تدعو الناس ولازم تعمل تفاعل على القناة، تقول لي انا والله يا بعمل استاذ، لايك. وده بنعمله وده تمام مش كفاية، انت تمام انا والله. وانت مش والله احنا كفاية، بنعمله يا استاذ محتاجين باشا، كل الناس تتفاعل معانا، محتاجين فعلا كل الناس تتفاعل. تمام يعني يا استاذ، يعني هقول لك كل يوم. تمام يا استاذ، الف شكر. تكرم يا غالي، معلش انا بعتذر لكم. تمام بعد يا كده ان شاء استاذ، الله هنعملها بتوقيت 9 ولا حاجه بتوقيت مصر، هتكون عندك 9 تمام يا تقريبا استاذ، عندك، او هتكون عندك 10 9 كده بتوقيت مصر ان شاء الله. فدعواتك، الكلام ده مش هيتم. لو بتويت مصر يا فندم 9، عندي انا 11. تمام جو كده، تمام حلو، يعني ان شاء الله هتكون تمام، يعني تمام تمام ان تمام شاء الله، ان شاء ان الله شاء رب الله، العالمين. الله المستعان، الله ربنا المستعان، يجاوبك يا استاذنا، الله ومعلش المعين. بس يعني على الطلب ده. ده يا حبيبي، لا مش معلش، ما اتفضل انا عاوز اتفضل اعملها اتفضل. والله، انا عاوز اعملها. طيب الناس، يا ريت الناس توقف، تمام يا ريت الناس تروح، الناس تطلع على القناة اللي احنا بنبث عليه، على القناة الجديدة بهجة صابر، اسمها بهجة صابر نافخ السيسي بالعربي، ومكتوب جنبها كمان، يعني بتكتب بهجة صابر نافخ السيسي وبعدين بهجة صابر بالانجلش، هي دي القناة بتاعتنا، هتلاقيني عليها استاذ صورة لو سمحت بس، نعم.
لو سمحت بس القنوات اللي حضرتك عاملها، لو سمحت بس يعني لو تحط كل رابطها تحت وصف الفيديو بس، والله بندور عليها دلوقتي واحنا معاك مش لاقينها. يعني انا دلوقتي كتبت بهذا الصادر ناسخ السيسي مش لاقينها. لو سمحت بس لو تقدر تحطهم كلهم تحت في رابط الوصف. انا هعمل تمام خالص يعني. انا هعمل حاضر 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 والله حاضر. معرفش انا كنت المفروض عملتها ما عملتهاش ليه مش تمام يا استاذ. في عمري يا غالي. تمام يا استاذ. تمام. اتفضل يا استاذ. تكرم يا سيدي. يلا يا شباب. وانا ما عارف اسمها ايه. طيب والله ما عارف اسمها ايه القناة بتاعت بهجة صابر. نسينا القنوات. طيب يا حبرام، انا لو سمحت يا حبرام انا هبعت لك اللينك بتاع القناة، هبعت لك على حسابك الخاص تنزلها، تنزلها دلوقتي على ده اللينك بتاع القناة يا حبرام. انا بعته لك اللي هو بتاع بهجة صابر القناة الجديدة. انا بعت لك الفيديو اللي انا نزلته. يعني لو سمحت يا حبرام نزل الفيديو ده في التعليقات. اللي عامل اشتراك في القناة دي نزل الفيديو على في التعليقات. نزل الفيديو في التعليقات. يا ملك شوفي لي ماما تجيب لي برشام للصداع يا ملك لو سمحت. يا ريت بس يا حبرام تنزل لهم القناه دي دلوقتي، احنا هنقف لمده دقيقه ولا دقيقتين، سواء اذا كنت انت موجود على الفيسبوك على اي صفحه بنبس عليها او على يوتيوب الصفحه الوحيده اللي موجوده القناه الوحيده. لو سمحت روح اعمل سبسكرايب اشتراك في هذه القناه واتفرج على الفيديو ده دقيقه ولا دقيقتين. لو انت قاعد على الكمبيوتر شغله والغي الصوت على اساس اني تعمل تفاعل عليها، واكتب كومنت اعمل حاجه. لازم تعمل حاجه، ما تسيب لهمش. لازم اهو انا دلوقتي دخلت على هلغي الصوت، لغيت الصوت. القناه دلوقتي عليها 426 سبسكرايب. القناه دلوقتي ممكن معموله بقى لها ساعه او اقل، لان انا مش عارف ابعتها للناس، انا مش عارف ابعت القناه دي للناس. ف صفحات الفيسبوك مقفولة، اليوتيوب متبهدل، كل حاجة متبهدلة، لكن الحمد لله قدرنا نعمل 426 في 426 واحد دخل عمل سبسكرايب لهذه القناة. ولا تنسى تفعيل الجرس، ما تنساش التعليق. يعني عندي 57 كومنت، اتفرج على الفيديو 765 واحد وعندي 57 تعليق. ليه ما يكونش عندي 2000 تعليق؟ ده كل ده بينشط القناة وبيخلي اليوتيوب يبعت القناة، وبتكون قناة جديدة. فالخوارزمات بتاع الكمبيوتر بتحطها في احتمالية ان هي تكون قناة واعدة، فحتى البلاغات ما تأثرش فيها. يا جدعان والله احنا يعني انا خلاص بقيت يعني عبال نطلع لكم المجهود اللي انا ببذله وبيطلع عين اهلي فيه عشان اعرف اطلع لكم بيصدع دماغي وبيصيبني بالاحباط. عبال ما اطلع ما ببقاش عارف انا عاوز اتكلم في ايه، لان ببقى مخنوق. الطاقه بتاعتي بستنفذها كلها في ان انا ازاي اعرف يعني اطلع لكم اوريكم صورتي وتسمعوا صوتي. تخيل بقى حضرتك ان انا طاقتي بستنفذها كلها واحد بيقول لك لايك لبهجة الكذاب. واحد على قناة اليوتيوب بيقول لك ده لايك لبهجة الكذاب. ما هو انا يا ابني كنت لما وعدت امك، لما خدت امك تحت السلم ووعدتها بالجواز كنت كذاب فعلا، لان انا مش ممكن اتجوز من عاهرات. يا ابن العاهرة يا ابن ابو بدر يا خاول. معرفش انا ده بقى هرد عليك ازاي يا حاج محمد.
يا محمد قفل على الاتصال دلوقتي يا محمد لغاية ما الاقي استنى لما اعرف اظبط البتاع، لان انفصلت النيلة، كل الاتصالات مفصول، مفصولة ومتنيلة بنيلة، نيلة 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 نيلة. يلا وطني والله لو كان مش عارف ايه لفشخته، لكن خلاص هعمل ايه، انا هعمل ايه، لو كان مش عارف ايه لفشخته، من قائل هذه العبارة؟ يعني الراجل بيقول لك لايك لبهجة صابر الكذاب، يبقى يعني واحد ابن وسخة بيقول لك اعملوا لي لايك وانتوا مش عايزين تعملوا لايك؟ لا بقى، ده تبقى يعني ادي يا ابن ام بازرة ولا ابن ابو بازرة. الولية ببازرة والراجل ببازرة، هتنتظر ايه؟ اتصل يا محمد لو عايز تتصل معانا. مين يا استاذ؟ معانا مين؟ السلام عليكم، معك شركة نيدا للصيانة من الدولة الصهيونية إسرائيل، حابين نركب لك سخان لو سمحت. سخان عندنا، سخان عليه خصم 50%. مش ساكن في نيويورك أنت صح؟ عليك سخان، عندك سخان عليه خصم 50%. طب ما تحطه في طيزك، يعني انت الاولى بالخصم ده متناك، يعني انت عندك السخان. احنا دلوقتي احلى شركه، عندنا شركه نيدا يا دي متناك، مش انت عندك السخان فيه خصم 50%؟ دخله في طيزك هيكون حنين، يدفيها يا دي يا ابن المره المتناكه يا خاوه. معانا مين يا فن؟ الو الو، ايوه يا فن، استاذ بهجي اهلا وسهلا. عامل ايه يا استاذ بهجي؟ زي الخرا والحمد لله، ما بعد ما سمعتكم يعني لازم اكون خرا و60 خرا، بس خرا نحل، خرا نحل، خرا حلو، عسل معسل. اهلا وسهلا. الو الاجنة استاذ بهجي، اهلا وسهلا. بقول لك هو اللي حصل في امريكا ده يا استاذ بهجي؟ انا مش فاهم حاجه ولا حاجه حصلت. واحد حب يعمل انقلاب عسكري، الامريكان فشخوه وطلعوا كسومين ابوه. امريكا مش مصر، امريكا مش مصر. ترامب بعت شويه بلطجيه يعملوا انقلاب، مش انقلاب عسكري بقى، انقلاب عادي، ان يعني ما فيش امريكا ما فيهاش انقلابات عسكريه، لان الجيش في خدمه الشعب مش في خدمه الحاكم. على الرغم ان وزير الدفاع لسه هو اقال وزير الدفاع وعين وزير دفاع معرس ليه، لكن ما يقدرش يحرك عسكري حتى وزير الدفاع ضد المواطنين الامريكان. فدخل الكونجرس اللي المفروض يدي يعتمد نتيجه الانتخابات، ظنا منه انها تحصل فوضى وتحصل كده، والله اكبر والله الحمد والخونه، وبعدين يروحوا قابضين على شويه الناس المعارضين لترامب والرئيس الجديد لامريكا، ويقول لك تخابر مع حماس وتخابر مع قطر وتركيا والحاجات دي، وبعد كده بقى هو يقعد يعني. استاذ باجد اصلا فنكون في الاعلام، انا عارف ايه الاوضاع الديمقراطيه اللي في امريكا وما في امريكا، فانا بسال يعني ما نعرفش ايه اللي بيحصل هناك. لا مفيش حاجه، ما فيش حاجة يا حبيبي، أمريكا مش هيبقى فيها حاجة عموما، لكن أمريكا مقبلة على فترة إن لم يرضعوا ترامب ويدفعوا الثمن ويرموه في السجن ويدفعوا الكلاب ولاد الشرموطة المتعصبين بتوعه الثمن، أمريكا مش هتفرق كتير، كلها كمان 10 15 سنة وتبقى زي مصر، ولا 20 سنة زي مصر أو دولة، أي دولة موز ولا حاجة، لأن هي بتبدأ بكده، لما يعني واحد يحاول ينفخ البلد ويسكتوا عليه، اللي بعد منه بتنجح محاولته محاولتين ثلاثة ويحولوها لدولة موز إن شاء الله. ماشي يا أستاذ بهجي، شكرا يا غالي، تحياتنا ليك. معانا مين يا أستاذ؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ بهجت، إزي حضرتك؟ أنا تمام يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي يا فندم أنا معلش في نقطة عايز أوضحها لك تتكلم فيها. نعم؟ في نقطة بس عايز أوضحها لحضرتك تتكلم فيها. اتفضل يا فندم. كلم حضرتك عن المرور والرخص غليت جدا، الرخص ترخيص النمر غالي جدا. يعني لو انا معايا موتوسيكل ولا عربيه بعد كان مثلا السنه ب 300 والثلاث سنين ب 600 وب 700، دلوقتي بقت السنه بقت بالضعف. وانا شايفه 300 جنيه، وانا عاوز اسال سؤال، هو ليه يعني بياخد منك 300 جنيه؟ ايه الخدمات اللي بيقدمها لك؟ ما بيعمل الشوارع، هو مطلوب انه يعمل الشوارع، مش بياخد منك ضرايب، بياخد منك ده،
بص يا فندم، دلوقتي رخصة القيادة كانت بتطلع ب 300 جنيه و 400 جنيه، دلوقتي ب 1200 جنيه. كل سنة بيطلعها كل سنة ولا كل كام سنة؟ قفل. طيب احنا عندنا رخصة القيادة هنا في أمريكا بتطلع كل 10 سنين، وتاريخ التجديد بتاعها يوم تاريخ ميلادك عشان ما تتنسيش. يعني هما دائما كده يخلوها كل 10 سنين يوم تاريخ ميلادك يجددوا لك تعمل رخصة التجديد. العربية، رخص العربية اللي بتبقى كل سنتين، عشان العربية لو فيها مشاكل، موتورها مفوت، موتورها ده، يعني تجديد رخص العربية باستمرار بيبقى كل سنتين. إنما رخصة القيادة بتاعتك بكل 10 سنين بتجددها، وبيبقى رقم فلوس اللي بتدفعها حاجة بسيطة كده زي رسوم ملهاش أي لازمة. معرفش كنت بتدفع كمان تاني ولا لأ، والله أنا ما فاكر. إذا تجديد رخصة العربية بتدفع لها رسوم، لكن رخصة القيادة بتاعتك مش عارف بتدفع لها كلام فاضي ولا ما بتدفع لهاش، أنا مش متذكر صراحة عشان ما بقاش يعني بتكلم كلام مش مظبوط معاكم. فدي أمريكا، إنما مصر أقول لك محتاجين. لكن عاوز أعرف، عاوز أسأل سؤال، هو ضابط الجيش لما بيجدد الرخصة بيدفع فلوس؟ ضابط الشرطة لما بيجدد الرخصة بيدفع فلوس؟ سيادة الوزير بيدفع فلوس؟ السيسي وعياله بيدفعوا فلوس؟ أعضاء البرلمان بيدفعوا فلوس؟ عاوزين نعرف، يعني الحاجات دي مهمة جدا نعرفها. معنا مين يا أستاذ؟ السلام عليكم أستاذ بدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش هاخد منك دقيقة، هاخد منك دقيقة عشان أقول بس الناس القناة الجديدة، القناة الجديدة إحنا 494 واحد عامل سبسكرايب الآن. عيب قوي القناة دي يكون بقالها أكتر من ساعة وكل السبسكرايبر اللي عليها 494. أنا عارف إن العدد محدود اللي بيتفرج، بس ليه ما يكونش 2000 واحد دلوقتي؟ لأن في ناس، لو أنا جمعت الناس اللي بتتفرج على الصفحات المختلفة، لا إحنا ممكن نوصل 4 5 آلاف. العدد محدود جدا. أه طب على الأقل خلوا نص الناس دولت يروحوا، يعني ربعهم لهم قنوات على اليوتيوب أو حسابات على اليوتيوب. لو ما عندكش خش اعمل إيميل على جوجل واعمل سبسكرايب للقناة، لأن القناة الجديدة لازم نبث عليها بكرة، لازم نبث عليها بكرة، لأن احتمال القناة اللي أنا ببث عليها الجديدة دي برضك تتقفل. فالله يكرمكم، يعني حرام عليكم ما تجيبوليش نقطة وشلل. يلا بقى اتفضل يا أستاذ. السلام عليكم. كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الحمد لله. أهلا وسهلا أستاذ بهجت. الصفحة الرسمية على اليوتيوب لسه شغالة أعتقد؟ الصفحة الرسمية محظورة، محظورة، وبعت لنا إشعار بالإغلاق. آه خلاص، يعني ردينا عليهم فموجودة. ما هي أصلك، ما أنا قلت لكم، يعني هم إمتى الصفحة هيسيبوها؟ يعني الصفحة الرسمية دي لو كان عليها، حطينا قدرنا نحط عليها 30 40 50 ألف سبسكرايبر في أسبوعين ولا حاجة، كانوا ممكن أقول لك دي قناة واعدة، وممكن طبعا في بلاغات شديدة عليها دائما. يعني هم من ضمن البلاغات أني أنا جماعة إرهابية. آه والله، أن أنا عندي جماعة إرهابية، كاتبين بلاغ يعني من ضمن البلاغ عليها ان احنا جماعه ارهابيه، جماعه ارهابيه. طب جماعه بتتصلوا بالبوليس؟ الناس الارهابيين ما بتتصلوش باليوتيوب يا اولاد الوسخ، بتتصلوا بالبوليس مش باليوتيوب. لكن هنقول اهو النظام بيدفع فلوس، ودلوقتي السيسي مش بيدفع فلوس عاديه، ده بيغرف وبيدي للعاملين في اليوتيوب، بيغرف وبيديهم، بيغرف وبيديهم. فاحنا احرار بقى، ومع ان عندنا القدرة الان ان احنا نطلع على 50 من 100 ل 150 قناة وصفحة بين الفيسبوك واليوتيوب وتويتر وتويتش. الجهاز اللي جاي لي النهاردة 7 جاي لي جهاز يوم 10 تقريبا او 9، ده اللي هي ده اللي انا هعمل، هركبه واظبط التوصيلات النهائية عليه. عندي يعني شوفوا، يعني مثلا زي الاجهزه الاتش دي ام اي دي، عندي 4 5 منهم، عندي 4 تاني، يبقوا 6 منهم. دول كل دول هيستخدموا وهجيب عليهم تاني، بس لما يجي الجهاز الاساسي ده، ده ماتريكس، بقدر اعمل يعني تقدر توصل، يعني بس كل جهاز من ده هيتوصل بالماتريكس. فكل جهاز من ده ليه من 4 ل 5 او 6 او 8 اوبشن، فكل واحد منهم هيقدر يشيل 8 من ده، هيقدر يشيل 8 صفحات او 8 اتجاهات للبث. فانا لو عندي او 4 يا 4 يا 8، فانا لو عندي 6 من دول هيدوني تقريبا 50،
الجهاز اللي جاي انا طلبت اتنين، في واحد جاي اربعة ماتريكس بالاربعة يعني يقدر الجهاز يودي يدي الاربعة من دول، وبعدين يقدر الاربعة يديهم نفس الصورة، وبعدين يقدر الجهاز يدي لكل جهاز من دول صورة مختلفة عن التاني، وبعدين يقدر الجهاز يدي لكل جهازين، المهم تبديل وتوافيق. ده في النهاية هيخلي البسات بتاعتنا ما تبقاش سيم كوبي. يعني ايه؟ انا مش عاوز البس ربما يعني مش عاوز البس يكون نفس الصورة، يعني ما يجي واحد مثلا هنفترض ان الفيسبوك هيدور علينا بقى خلاص، يعني اتفق مع مارك وقال له مارك الواد لقرع الكلب ده لازم تقفله، فمارك لازم هيبدأ يدور عليا، فممكن يدور عليا بالصور بالصورة وبالفيديو، نفس الفيديو هيبقى نفس الكوبي نفس الصوت نفس ده نفس ده، يروح يوقفه. لا انا هدي نفس الصورة مختلفة، والصوت كمان في معظم الصفحات هيروح في اختلاف، فهو هيروح ممكن هتسمع نفس الكلمات لكن الصوت اللي رايح هيكون رايح، الخوارزميات بتاع الصوت اللي رايحة هتختلف عن الصوت اللي رايح، بس هي نفس الكلمات اللي انت هتسمعها، ربما الصوت يكون متغير شوية لكن الصورة لا، انا باستمرار هغير الصورة، ممكن انا صورتي دي اللي انت شايفها تكون صورة صغيرة وفي صورة تاني كبيرة، او تكون الشاشة مقسومة، او تكون الشاشة مقسومة نصين، نص غامق ونص فاتح، نص ابيض واسود، وانا نفس الشخص، يعني ممكن تلاقي نص كده واحد نص ابيض واسود والنص التاني ملون، انا اقدر اعمل كل الشغل ده، اقدر اعمل احط نفسي في دايرة احط نفسي في كابي، فده هيبقى مفصول ما بين الاجهزة اللي بتبس، ولو كل جهاز بس على خمسة ستة خمس ست منصات يبقى احنا كده نقدر ان احنا نخلي عبد الفتاح السيسي والجانو كلها شغالين علينا، فواحد يعني نقدر نسحب الهيت من القنوات نخلي الناس التانية تعرف تشتغل. اتنين، اني انا عاوز اشرك ناس، يعني الناس اللي بتشتغل في البسات عاوز اشركهم في هذا النظام، بس هم يعملوا صفحاتهم، يعني هو يقدر يعمل صفحة واثنين وثلاثة وعشر ويسيب وانا هديله الوسيلة اللي يقدر يبس عليهم مرة واحدة، وانا بقول له ابدأ بيها حتى لو واحد بس بيتفرج على المنصة، كون ان الايام اللي جاية هم عاوزين يخرصوا الاصوات، وما تقلقش الناس هتدور عليك، وبعد كده سهل هنعلم الخوارزميات بتاع الكمبيوتر بتاع الفيسبوك بتاع اليوتيوب بتاع تويتر بتاع تويتش بتاع كل الاماكن دي ازاي تلاقينا. ليه؟ لان احنا هنكون اكتر من الهم على القلب، يعني مجرد كده ما تكتب هتكتب مثلا بهجت صابر ولا حاجه هتلاقي لك يظهر لك بسات بالهبل شغاله في نفس الوقت، وممكن تلاقي الصوره مختلفه شويه. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك، شكرا لجهودك، يعني انت يعني ما شاء الله قاعد يعني بتبذل جهد عن جد، الله ان شاء الله الكل يكون شاكر لك ان شاء الله. طبعا الشغله الثانيه، انت جبت كانك جبت رقم على الواتساب جديد صح؟ انا جبته لسه ما مش منزله انا للناس. طيب والله انا راجل عادي، يا ريت لو تنزل على الشاشه اسهل للمتصلين طبعا. طيب الشغله الثالثه استاذ بهجت، طب احنا شو مثلا سبب الحظر؟ دائما هو في اسباب، دائما اليوتيوب او الفيسبوك لما بده يحظر قناه او يحاول انه يمسحها في بيكون سبب صح؟ احنا ليش ما نشتغل مثلا على هذا السبب، نحاول مثلا انه نعمل له افويد، يعني نحاول انه مثلا نتلاشى، يعني ما فاهم علي؟ لانه في كثير مثلا معارضين، ركز معي علي، في كثير معارضين قنواتهم ما شاء الله عليها 300,000 و400,000 ومتابعين وصلوا 200,000 و300,000 فاهم علي، بيجيهم وبيجيهم بلاغات كثير، بس اليوتيوب والفيسبوك ما في يعني عذر مقنع. بص يا استاذ ركز معي بقى عشان تاخد بالك، انا كنت زمان لا عمري شتمت ولا عمري قليت ادبي ولا عمري قلت كلمه كده ولا كده، لكن كانوا بيوقعونا البسات، بيوقعوا البسات بحجه دعوه للارهاب، دعوه للقتل، دعوه مش عارف للايه، مع اني ما بقولش حاجه، لكن اللغه اللي انت بتتكلم بيها هم مش عاوزينها توصل للناس. يعني انا مثلا لما تيجي تقول ايه، هنفترض يعني هل النظام كافر في مصر؟ قلما تلاقي اي حد يتكلم في كفر النظام، لكن هل مؤيدينه كفرة؟ مش هتلاقي ولا واحد بيقول مؤيدين السيسي كفرة، مؤيدين بشار الأسد كفرة، مؤيدين ابن زايد كفرة، مؤيدين ابن سلمان الآن كفرة، مش هتلاقي الناس دي، لأن كل واحد يقولك لا 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 أنا ما أقدرش. ما تقدرش إيه؟ هو أنت اللي بتكفر؟ ده رب العالمين يا ابني هو اللي حاطط
القواعد والشروط لكفر هؤلاء البهايم. الأنعام دي هو ربنا اللي كفرها مش احنا. احنا ما بنذكر الناس بس ان السيسي كافر واجهزته كافرة واللي بيعاونه كافر واللي بيأيده كافر. حتى الساكت عن ظلمه دون ان يسعى الى التغيير يعلم الله. بقى ده انا لازم ننظر للحتة دي ربما يكون كمان، لان عندما تستسلم للظالمين بدون ما تحاول، يعني مثلا بدون ما تحاول تسقط بشار الأسد، بدون ما تحاول تسقط السيسي، بدون ما هو تسقط السيسي وتسقط بشار وتسقط الناس دي في شروط معينة يجب توفرها في المحاولة بتاعتك. فدون ما تحاول ان انت توفر هذه الشروط عشان تسقطهم وبعدين تركن وتقول لا يا عم دول ظالمين ودول اقوياء ومعاهم الجيوش ومعاهم الدول، اسقطهم ازاي يا ابني؟ هو انت حاولت؟ يعني الناس اللي في مصر دول يقولك شفت السيسي قتل وحرق الناس، قتل وحرق الناس، هل الناس اللي قتلهم وحرقهم حاولوا يسقطوه؟ ابدا ما حاولوش، هم تلموا في مكان ليعترضوا على ما يصنعه السيسي بهم وبأوطانهم. بس احنا مش موافقين على اللي انت بتعمله فينا وفي الوطن يا سيسي، لكن هل هم حاولوا يسقطوا السيسي ودولته؟ لم يحدث. يعني محدش لمؤاخذة منهم شال حديدة ولا سكينة ولا مدفع رشاش ولا قنبلة عشان يفجر طيز السيسي ولا يفجر طيز مؤيدينه ولا يفجر طيز الشرطة ولا الجيش ولا اي ظالم ابن ظالمة موجودين في مصر. لو الناس ساعت لكده والسيسي قبض عليهم وقعد يقتل فيهم ويصلب فيهم ويغرق فيهم ويغتصب فيهم نقول الناس حاولت، لكن الناس ما حاولتش. الناس اجتمعت في رابعه واتقتلت، راحت الحرس الجمهوري اتقتلت، راحت المنصه اتقتلت، راحت رمسيس اتقتلت، دخلت مسجد ربنا الفتح قتلوهم، دخلوا مسجد رابعه قتلوهم ولعوا فيهم. مظبوط. اتظاهروا في الميادين في اسكندريه قتلوهم، في الجيزه قتلوهم، في النهضه قتلوهم، في الصعيد قتلوهم، في بحري قتلوهم. صح. فانت بس راجل رايح متظاهر سلمي، والدين بتاعنا قمة السلمية في الدين الإسلامي وهي أن تدافع عن مالك وعرضك وحياتك وقبلهم دينك وأوامر ربك ثم دستور البلد المستمد من دينك اللي انت عايش فيه. لازم، إنما انت بتعملش كده ومخرج يقولك ايه قاتل يا سي. طب يا دي خول تعالى يلم 10-15 واحد ويسجنهم ويقتلهم ويذبحهم واللي بعده قاتل اللي بعده، لكن حد فهم. في حضرتك طرف الشيخ محمود شعبان، يعني اي واحد مثلا كلمه حق يعني حاليا سبحان الله. فاكر انت محمود شعبان ده اللي اتهموه بقتل ولد؟ وطبعا احنا بنتكلم بنقول ليه، احنا ليه بنقول الكلام ده انت نرجع بقى للحته بتاعت اشمعنا احنا بيقفلونا القنوات، لان احنا ما بنتكلمش الكلام اللي هم السيسي عاوزنا نتكلم. أنا عندي فكرة مثلا ممكن هاي إنه تضبط، ما بعرف، راح أعرضها عليك. تفضل. مثلا عندك نفس الأربع قنوات، أوكي عندنا أربع قنوات إلك تمام؟ تنتين منهم قويات مثلا، تنتين منهم فيهم مثلا 15-20 ألف سبسكرايب، أوكي؟ وفي عندك تنتين ضعاف منهم، مثلا نعمل واحدة قوية وواحدة ضعيفة، هذول نخصصهم مثلا للحلقات اللي أنت مثلا بدك تطلع تعمل فيهم كالتكفير أو مسبات أو فاهم على أساس هذول اللي نعرف فيهم باليوم هذا، في اليوم اللي انت حتطلع فيه لايف وتعمل مثلا تكفير تحكي فيه موضوع تكفير او مسبات او كذا، نعرضهم بس على القناتين هذول. لا ركز معايا بقى، الايام العديد هو رايك كويس، رايك كويس، بس لازم تاخد بالك من حاجه، قرارات الاغلاق والحظر ما بتكونش مرتبطه باللي انا بقوله او الشتيمه او المسبات او كده اكتر من الاحداث او من سخونه الوضع. يعني إذا كان الوضع ساخنا ومقبلين على أحداث زي 25 يناير كده هيقفلونا، هيقفلونا، فلازم إحنا نكون شغالين ومجتهدين وبيكون في تفاعل، بحيث إن النظام مش لازم يكون متفق مع إدارة الفيسبوك، النظام ممكن يكون متفق مع موظفين جوه الفيسبوك أو ضاغط عليهم. يعني أنت لو أنت مصري شغال في الإمارات أو شغال في إدارة الفيسبوك في أمريكا هنا حتى وضغط عليك النظام، بعت لك واحد بص احنا عارفين انت بتشتغل في قسم ايه وعارف معلوماتك وعارف ان انت تستطيع ان انت توقف واحد زي حالتي، الواد ده انا عاوزك يا عم، هيقول له طب بس اديني سبب، ما انا ما اقدرش اقول للاداره هقفله كده، هيقول لك انا بعت لك شويه كلاب ولاد وسخه خنازير يعملوا بلاغات وانت خد واقفل ماشي. ما هو ما يقدرش يقول له لا،
ده هو بالمقاييس بتاعتنا. اذا كان احنا لما تكلم الواحد مننا ويقول لك اللي بيدعي الحريه ويقول لك انا ما اقدرش اعمل عشان اهلي عشان مش عارف السيسي هيعمل ايه عشان انا مش عاوز اكشف، امال العلق اللي همه على بطنه وهمه على طيزه وهمه يحوش وهمه يعمل فلوس لما سيسي يهدده هيعمل فيه ايه؟ ان لم يكن سيساوي الهوى او سيساوي بالقلب او كاره الوطن اللي هو فيه وعاوز يشوف الناس بتتعذب وعباره عن سليفز وعبيد. في ناس عرب بينبسطوا من هذا الامر ان هم يشوفوا اوطانهم عايشين في فقر، ولما ينزلوا اجازات شايف بقى هو بالميداليه الشيك والتيشيرت ولا البدله ولا السنيكر ولا العربيه ويروح يصرف له في الاجازه بتاعته كام دولار حلوين كده كام الف دولار، الولا بان كانه يعني لا مؤاخذه يعني بيل جيتس عنده اموال الدنيا كلها. استعبد الناس وحتى اهله بيتعالى عليهم. فيعني نسال الله ان ربنا يعني سيدي والله بس الموضوع والله يعني جد بقهر. يعني طلع المعارضين الثانيين يعني ما حد يعني مثل الاستاذ صابر مشهور ما شاء الله يعني الله يزيده طبعا. لا صابر مشهور عانى في الاول، صابر مشهور طلع عينه في الاول، بس صابر مشهور احنا ما شاء الله احنا انت ما شاء الله بتعاني لك تقريبا 4-5 سنين. ما هو صابر مشهور برضك في النهايه خد سكه الإعلام، يعني إيه خد سكة التثقيف بيثقف ويعلق على الأحداث. لكن صابر مشهور في عنده، لو صابر مشهور عمل اللي أنا بقول اللي أنا بعمله ده دلوقتي وفتح تليفون وبدأ يستقبل المكالمات ولقوا عشرات الألاف بيحاولوا التواصل معاه يوميا، لا ده صابر مشهور ده ممكن يغتلوه لأنه قاعد في تركيا، اغتياله سهل قوي انا بقولها لك هيغتلوه. لاني مش غير استاذ بهجت صابر خير غير استاذ مش صابر مشهور، في كمان في الشاب الجديد هذا اللي نازل اسمه علي مهدي او شيء زي هيك برضه مرات بيعمل مكالمات ولايف يعني ما لسه شاء الله. علي لسه يعني علي انا ما سمعتوش كويس ما اعرفش هو بيقول ايه، بس علي لسه بيقول السيساوي يا اخويا واخوك. انا بقولها لك والله، ما هي بص طول ما انت ماشي في القصه دي لسه اخويا واخوك وباقي على العشره ومش عاوز دم. لاني بص انا مش بص حبيبي الدم هذه سنه الله في كوني وهذه سنه الدساتير، يعني عشان كده سنوا عقوبه الاعدام والسجن والعقاب والتغريم والهدم، ده من القوانين. فانت لما تطلع لسه بتقول طالما السيساوي اخويا واخوك والعسكري الغلبان ده ابن عمي وابن عمتك وجيش مصر لا جيش عظيم وبتاع وما فيش الا كده، فانت كده في مأمن منهم. لما تبدا تفهم الحقيقه ان مشكلتنا في العسكري الغلبان ومشكلتنا في اخويا واخوك، ما هو اخويا واخوك ده لما نيجي جنب الجيش يقول لك لا العسكري الغلبان ده اخويا واخوك، لكن لما نروح لعامل المجاري ولا الكناس في الشارع اللي بتدوس عليه العربيه وبيموت من الجوع وبتلبسه امراض الدنيا كلها وعايش بياكل من الزباله، ده مش اخويا واخوك. لا مؤاخذة يعني نوصل لمرحلة السيساوي ده مش أخويا وأخوك، إزاي يا عم ده أنت أخوك سيساوي. أخويا وأخوك عندما يأتي الأمر يتعلق بالشرف يقول لك طب أنت لو ظبطت أخوك مع مراتك في الأوضة ما بيعملوش حاجة قاعدين على السرير بيرغوا بس، تبص تلاقي السيساوي لك هذبحه. طب ما هو لا مؤاخذة بياخدوا البنات يتحرشوا بيها في السجون ويمكن بيغتصبوها كمان، بياخدوا الشباب بيفعلوا بيهم. لو أخوك ده مسك ابنك ذبحه وقتله دون سند لا ده انا هقتله. الدليل على كده ان انت بتتخانق مع اخوك وبتقتل اخوك عشان الميراث شويه، ابوك ممكن يكون شاب لك ملاليم او شويه دولارات ما لهمش اي لازمه، ممكن تقتل اختك ولا اخوك نزاعا في على الميراث، وبعدين لما تيجي تقول له العسكري ولا الضابط سارق اموالنا ومجوعنا ومشحتنا يقول لك بس هو اخويا واخوك، ما انت قتلت اخوك يا ابن الكلب عشان الميراث، ده الظالم ما هو واخد اموالي واخد اموال ابنائي واخد المستقبل بتاعي. نهيب يقول لك لا اصل ليه؟ لان يعني هو اتعود كده طالما لم يقع عليه الضرر المباشر خلاص. حتى كمان وصلوهم لحاله خرجوهم من بيتهم وهدوا بيوتهم اللي شايين، يعني تلاقي السيساوي ده بيبيع طيزه وباع كل حاجه في الدنيا وتلاقيه سرق وعمل سواء بقى جابهم من حلال ولا من حرام عشان يبني حته بيت، يجي سيسي يهده في 5 دقائق ولا في ساعه ولا في ساعتين. هنا بقى تلاقي السيساوي بيقلب عليه. طب ما كان من الاول يا حبيبي، ما كان من الاول. لكن هنقول كلامك كله مظبوط استاذ بهجت واحنا كنا معك واستمر والله يكون معك وعوننا ان شاء الله، وما بدي اطول على المشاهدين اعطي فرصه ثانيه للمتصلين
وشكرا لك. شكرا يا غالي. شكرا شكرا. شكرا يا غالي. معايا مين يا فندم؟ الو؟ معايا مين يا استاذ؟ معايا مين يا استاذ؟ الو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ بهجت؟ الحمد لله. حضرتك يا استاذ بهجت دلوقتي انا عندي سؤال واحد بس. يعني انت اللي طالع تسال مش طالع تجاوب على ماشي اسال. نعملها اسئله النهارده. بهجت هو اللي بيتسال النهارده. اتفضل يا فندم. حقك. اتفضل. ماشي يا استاذ بهجت. دلوقتي يا استاذ بهجت انت طالع تقول ده كافر وده كافر وده كافر. لا انا قلت ده كافر وده كافر وده كافر. يعني البلد دي ما فيهاش مؤمنين خالص، كلكم ولاد متناكه يعني، كلكم ولاد شرموطه يعني، ما فيكمش واحد مؤمن يعني، ولا واحد موحد بالله ولا مؤمن بالله. ماشي يا سيدي كافر وكافر، بس انت ما سالتش نفسك ليه انا بقول ده كافر وده كافر وده كافر. سالت نفسك السؤال ده ولا لا؟ طب استنى يا استاذ. اتفضل يا استاذ. انت دلوقتي بتسب الدين صح؟ انا اسب ديني الكفره والملحدين اللي بيسب. لا بتسب الدين يا دي يا عبيط يا اهبل. انا اسب دين الكفره ما انا لو انا لو قلت عليك كافر وسبيت دينك انا لا اسب دين الاسلام، انما انا اسد دين الكفر والعهر اللي انت بتمارسه. دلوقتي هتسب دين ولا لا؟ لو انا ايه؟ لو انا دخلت شتمتك دلوقتي هتسب الدين وانت يعني يا قص امك هتشتمني ليه يعني؟ الا اذا كنت من الملحدين والكافرين يا ابن المره المعوره او المعيبه او المعوره او المقوره او المقصوصه او المخرومه او اي خرا سميها زي ما تسميها. انت طالع تشتمني ليه يا ابن المره؟ اديني سبب ليك اسمع يا ولد، اقنع الناس يا دي يا ابن العبيطه، اسمع يا دي يا ابن الكلب، يا دي يا ابن الوسخه، قول للناس انت طالع تشتمني ليه؟ وبعد ما تقول رايك يا ابن الوسخه وتقنع الناس حتى لو لم يقتنعوا يبقى اشتمني يا ابن الوسخه، انما طالع تشتمني على طول فانت معور مخزوء مخروم ببزر ابن متناك. صح يا لا ولا لا؟ صح ولا لا يا ابن الوسخه؟ اللي بعده يا قصمه. يلا يا ابن المتناكة يا خاوة، عرفت بقى كصمك أنا بشتمكم ليه وبقول عليكم كفرة وملحدين يا ابن المرة المتناكة؟ أو تعلم الآن لماذا ألقبك بلقب الكافر الملحد يا ابن المتناكة؟ لأن دينك 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 إيه ده؟ ما بقاش دينك يا ابن الوسخ. لأن دين رب العالمين دين محمد الدين الإسلامي يخرب حيث تعيش يا ابن الوسخة. عاوزين يعملوا دين جديد يا ابن الشرموطة وانت متبعهم، فانت على دينهم كافر ملحد. معنا مين يا استاذ؟ الو الو. طب فشخ. ايوه يا فندم. استاذ بهجت. ايوه يا فندم. علي صوتك. الو. متاكد؟ ولا انت قاعد لوحدك في الاوضه ولا قاعد ولا في حد قاعد معاك مشغول معاه؟ لا قاعد لوحدي. طب ما بتردش ليه؟ انت بتاخد وقت طويل عبر ما ترد ليه يا حبيبي؟ مخطوب؟ ممكن اطلب من حضرتك طلب لصالح؟ لا طلب ايه واحنا في طلبات؟ لا انت قاعد معايا ولا انا اعرفك ولا تعرفني. اي طلب عاوز تطلبه اتفضل يا فندم. يا الله يا سيدي يعني فتحناها باب الطلبات. تفصل الصوت بس عن البس دي واحده صح؟ مش هقدر افصل، لو فصلت الدنيا هتبوظ. لو في حاجه تقدر تقولها للناس اتفضل. هو في حاجه مهمه انا عايز اقولها لحضرتك بس مش اكتر يعني. لو ينفع اكلمك حتى بعد البس. ماشي كلمني بعد البس يبقى ربنا يكرمك. شكرا يا عزيزي. تحياتنا ليك. لان دي حاجه مهمه جدا والله لحضرتك. ماشي يا فندم. شكرا. شكرا.
اخ الله خرب بيت كده يا اخي، كل ما اجي اعمل ميتين ام بتاع انا بس بحاول اجدد احط الرقم الجديد يا جدعان، سامحوني معلش متنح، على كل ما اجي اكتبه اكتب رقم القديم. الحب وسنينه بحبك عزيزي. بحبك عزيزي. في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ معنا مين يا أستاذ؟ هلو؟ معنا مين يا فندم؟ يا أستاذ؟ خليك معانا يا أستاذ. هلو؟ معنا مين يا أستاذ؟ هلو؟ يخرب بيت كده، الله يلعن ابو امك يا سيسي، الله يلعن ابو امك يا سيسي. انا كان مالي ومال وجع الدماغ ده يا سيسي يا ابن الوسخه، ما كنت مستمتع بالحياه. الله يلعن ابو امك يا سيسي واللي بايدك يا سيسي، عيال كلكم ولاد وسخه شراميط. ايوه يا باجي، اهلا وسهلا، معنا مين يا فندم؟ ازيك يا باجي؟ تمام، معاك معاذ من تونس يا استاذ باجي. استاذ معاذ بتتصل بيه على التليفون ولا على ايه؟ على الواتساب الرقم الجديد. لحظه لحظه بس، عشان في حاجات فتحت مع بعضها كده، عشان بس اعرف مين اللي بيتصل بيا. كيف حالك؟ سلام، خليك معانا يا استاذ استاذ اللي على التليفون. طيب استاذ معاذ خليك معانا، الناس الثانيه تخليك معانا. معانا مين يا فندم على التليفون؟ معاك اخوك خالد من عمان. اهلا يا استاذ خالد من عمان، انت اتصلت بيا قبل كده خالد من فتره؟ اه. انت بعت لي حاجه قبل فتره؟ لا، انا كلمتك من حوالي 6 7 شهور. اه لا مش انت، ماشي انا خلاص جبت صوتك، مش انت، اصل في حد كان بعت لي حاجه من 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 فتره وبدور عليه مش عارف اوصل له، تليفونه راح وكل معلوماته راحت من عندي. اتفضل يا استاذ. اتفضل. حضرتك بتشوف عمرو اديب والكلام اللي بيحصل في مصر الايام دي على التطبيع اللي بيعملوه القطر، انا اشوف ايه رايك في الكلام ده يعني؟ والله انا ما شفتش، بس عادي يعني، سمعت الناس بتكتب بوستات، لان هو ده المتوقع منهم يعني. اسمعني يا فندم، هو دلوقتي المصريين، انا سمعت ان ان هم عايزين يطبقوا القطر زي السعوديه، وكان في قاعده والسعوديه قعدت فيها عشان وهيحصل مع القطر. وهيحصل، حصلت اوريدي، وهيطبعوا وهيعرصوا وهيقلع عمرو أديب ويفلق اسود وتيزو لكل قطري، وهتبقى موزة والأمير تميم أفضل ناس في الدنيا وأجدع ناس في الدنيا، لأن هكذا الساقطين والعاهرين. لما تيجي تكلموا عن الشرف
لما تيجي تقول لها انا مش متجوز مثلا، تلاقيها يا سلام يا سلام تتنقب وتتحجب وتكلمك عن العزة والشرف واول ما تصرف نظر عن الجواز تلاقي عاوزة تقلب المحفظة بتاعتك، تعالى وتقلع وتبقى مالت وتفرجك على السكس وتعملك افلام سكس فري عشان تجيب اللي في جيبك. هم دول ولاد الشرموطة، مفيش مبدأ، ما عندهمش قاعدة. واحنا بنقول الكلام ده للسوية ولاد المتناكة اللي بيدعوا الفضيلة. يعني يعني ما احنا قلنا احنا مثلا من 3-4 ايام كنا لسه خونة وبنقبض من قطر، نفس ولاد المتناكة اللي كانوا بيقولوا لي انت بتقبض من قطر، هم اللي خرجوا قالوا بقى صابر هيموت هيموت عشان علاقتنا هترجع مع قطر وهنبقى حلوين. يا دي يا ابن الوسخة، مش قطر دي خاينة وعميلة وبتكره مصر وعاوزة تدمر مصر وعاوزة تحتل مصر؟ فجأة يا ولاد الكلب نسيتوا كل حاجة كده؟ فجأة نسيتوا كل حاجة وبقت في قطر حلوة وجميلة؟ لا وهن يقول لك دول إرهابيين وهم دول بلاد الإرهاب. ده اللي مصر بتقوله هتيجي، يعني دول بلاد الإرهاب. ما هو ما هو عشان كده ما عشان كده احنا بنقول للناس إياكم وأن تعولوا على أحد. الثورات لا تعول على دول ولا أنظمة، خصوصا الدول والأنظمة اللي عايشة في المجتمع أو في الشرق الأوسط العربي. دول كل الأنظمة دون استثناء عاهرين يعني ما لهمش أمان، يعني ما لهمش أمان، ما لهمش أمان. ماشي هسيبك. شكرا. تحياتي ليك. معنا مين يا فندم على الواتساب؟ معاك معاذ من تونس. اهلا استاذ معاذ، اهلا بيك حبيب القلب. ازيك يا اخويا؟ اول حاجه استاذ باجد انا عايز احكي على حاجه حصلت لي. يعني في الجروب ده اللي اسمه جروب مميز باجد صابر مميز، عارف انا اشتركت فيه طبعا وبتفرج. ما هو في جروبات مش كلها تبعي يعني. ايوه لا انا عايز اقول لك على حاجه دي، بس انا الفيسبوك حضرني مره بتاع 7 ايام وقبلها 3 ايام علشان اكتب معنا بقول موقفي. في خبر في الجروب ده مميز قالوا باجد صابر يقبض، قبضوا على باجد صابر في امريكا وحيرحل لمصر. انا كتبت كومنتار، والله انا كتبت كومنتار بس من مش قاسي. يعني كتبت باجد صابر فوقهم، فوق يعني باجد صابر فوقهم وفوق كل خول من بني سلمان وسيسي. حضروني 30 يوم اقسم بالله يا استاذ باجد 30 يوم عندي توا من 24 ديسمبر مش قادر لا بعمل جام لا بعمل مش قادر اعمل كومنتير. ده الجروب المميز حضروني عقوبه 30 يوم الفيسبوك. بص قلت باجد صابر فوقهم وفوق كل خول من بني سلمان والسيسي. ما هم الجروبات دي معمول، اللي حصل الانظمه فشلت توقفنا، فبداوا يعملوا ايه؟ يعملوا جروبات يلموا فيها العوأ بتاع المجتمع ويلموا فيها الشباب الضايع وشباب المخدرات والشباب بتاع الدراسه اللي بيدور على اي حاجه يشغل بيها نفسه يتريع على خلق الله. تلاقيه مثلا ينده لصاحبه يقول له قص امك، وبعدين يا ابني انت بتشتمه ليه؟ لا ده محبه يا عم، دي مش شتيمه، ده انا بحبه. فهم حطونا في مجتمع الشباب ده. سامحني استاذ باجد. وعملوا الجروبات عشان تيجي تحاربنا. فتخيل جروبات بعشرات الالاف مهمتها تتصل بيك عشان تهزقنا بس، وممكن يكون بيحبك ويطلع يشتمك بس عشان تشتمه وياخد الفيديو يفتخر بيهم قدام اصحابه ان باجد صابر شتمني. يخرب بيت امك، يخرب بيتك وبيت امك. والله يا استاذ باجد 30 يوم صدقني عندي من 24 ديسمبر توا لسه ما مش قادر اتحكم. وحتى الكونت بتاع الفيسبوك ما عندي فيه باج، معنا عندي فيه صفحة رئيسية بشتغل عليها، يعني مش قادر معنا أعمل حاجة فيها. هتيجي معلش يا خير، هي لله. معلش حبيبي، هي لله. بالنسبة ثاني حاجة أستاذ باجد، بالنسبة للصفحات بتوصلنا معنا، حتى الصفحة الجديدة اللي بعثتها على الواتساب على الرقم الجديد وصلتنا، اللي اسمها بهجت صابر الصفحة الجديدة اليوم. نعم بعثتها دي. نعم وشغالة دلوقتي انا بتفرج عليها. بس شوف يعني الناس يعني مصارع ثيران بتشتغل كمان، ما فيش مشكلة والصوت طيب ماشي. الصفحة دي ان شاء الله احنا عليها دلوقتي 546، عاوزين حتى نعدي الالف النهاردة الليلة وعلى الصبح نكمل الالفين عشان نبدأ يسمحوا لنا بالبث عليها. يا جماعة الموضوع يعني، وبعدين طب البث يعني للجميع، الناس يشتركوا، لازم الناس الكل يشتركوا. احنا انا اول ما جيت اشتركنا استاذ باجي عشان ما تغيبش علينا، احنا بنتابعك دايما. وفي حادثة عايز أقولها لك أستاذ باجد، تفضل. والحادثة دي حصلت في تونس الأيام دي وحتكون معنا عبرة لازم المصريين يسمعوا، يعني إخوانهم في تونس لما بتيجي من حاجة أمني ولا حاجة
الشعب بيتحرك فيها حاجه ليله راس السنه استاذ باجد في بلد مكنين في مكنين هذه بلاد حصلت حادثه يعني في شابين مروحين كانوا يسهروا معنا فهمتني وقفهم الشرطه وقفتهم الشرطه ما وقفوش العون الامن اطلق عليهم الرصاص واحد انصاب في كتفه وواحد انصاب في رقبته اللي انصاب في رقبته مات اليوم مات الله يرحمه لا محال الامنيين في تونس اللي في الولايه دي عملوا عشان هبطت قبل ما يموت الشاب ده بثلاثه ايام وزاره الداخليه في تونس بعثت برقيط ايداع بالسجن لهذا الامني الذي اطلق الرصاص الامنيين عملوا مظاهرات استاذ باجد عايزين يخرجوا زميلهم يعني فهمتني عندهم نقابه تحميهم وكل شيء الامنيين نظروا وقت الظهر استاذ باجد الامن يضا يدخل في كما يقولوا في حاله هستيريه وقالوا ازمه حاده وهزوه للمستشفى الامن يضا الشاب مات اليوم الشاب معنا بعد 6-7 ايام تقريبا من اطلاق الرصاص عليه مات اليوم وغدوه الجنازه بتاعته والبلد المكنين توا الحاكم استاذ باجد والامن الكل كان محاصر الانهج والطرقات والشباب وغاز وكر وفر والدنيا معناها استاذ باجد الطرقات الكل تسكرت عشان الواحد اللي انصاب بالرصاص ومات اليوم فهمتني يعني مش قضيه عويس الله يرحمه اللي سكتوا عليه الشعب احنا طلق رصاص من انسان خالف القانون والدنيا اتقلبت استاذ باجد والناس طلعت والناس متظاهرين وغدوا الجنازه نتاعه والداخليه مستنفره معناها فهمت لا وبعثت مئات السيارات للبلاد هذه عشان يأمنوا غدوة الجنازة وما تصيرش ماذا مشادات بين الأمن والمشادات بدأت أستاذ باجد رغم حظر الجولان والكوفر فيه العامين يعني هذه الحادثة هذه حبيت نقولها للشعب المصري عشان المصريين اللي بيشافوا اللي بيشوفوا أخوانهم بيموتوا بالرصاص الأمن مش على خطر المخالفين من غير سبب لما عويس ضرب أبوها ودافع عن أبوه وقتل من ضابط ما فيش حاجة تحركات بسيطة بس ثقوا يا شعب مصر وخذوا العبرة من أخوانكم في تونس ومن أخوانكم في بلاد الحرار واعرفوا أن الروح أستاذ باجد الروح ما فيهاش معناها الإنسان وقت يموت له شخص الناس كل تتقلب وتتسكر الدنيا كلها أستاذ باجد الروح عنا بالدنيا وذي ثمرة الحرية أستاذ باجد احنا عملنا ثورة وبإذن الله ناجحة وقدم دخلوا في الإمارات وحاولوا بشي فشلها الثورة التونسية وبإذن الله صامدة الثورة التونسية وبإذن الله سنقتلعوا هالبؤرة ذي متاع بن علي ومتاع المجموعات اللي قاعدة تدور فيها في الإمارات والسعودية وكذا وإن شاء الله تكون عبرة فهمت الله للشعب المصري ويتحرك الشعب المصري ويقوم الشعب المصري فهمتني يزي مقتلهم من الناس اللي ماتت في مصر بالكورونا من استهتار هذا النظام فهمت الله الفاشي نظام الفاشي القاتل اللي متسمت في الشعب المصري استاذ مجيد يبيع في معنا انبوبات الغاز فهمت الله وصلت 3000 جنيه و4000 جنيه و5000 جنيه والروح في مصر قاعده تموت كل يوم بينما احنا استاذ مجيد حادثه بسيطه فهمت الله مات عليه شخص صحيح الدنيا صحيح. استاذ مجيد هكذا هي الشعوب الحره يا سيدي والله هذه الشعوب الحره والله وربنا معاكم وان شاء الله الشعب المصري يتحرك ويا بهجت انت بمليون مصري عندي يعني والله بمليون مصري ربنا يطول في انفاسك ويقويك عليهم استاذ باجد اللهم امين يا رب اللهم امين تحياتي لك يا خالد شكرا يا معاذ شكرا معنا مين يا استاذ معنا مين على التليفون عليكم السلام اهلا وسهلا صحيح استاذ باجد الحمد لله الحمد لله ازي حضرتك يا استاذ اللهم لك الحمد اهلا وسهلا الأخبار كله تمام تمام يا فندم تفضل هكا كنت قايل اللي انت حتى ان شاء الله بتعمل استوديو كده وحضرتك بدأت فيه ولا لسه في الايه في الاستوديو ما احنا شغالين فيه يا فندم بس عندنا الصفحات مشكلة الصفحات لا شغالين فيه ان شاء الله يطلع منه شغل زي الفل ربنا معاك ان شاء الله يا استاذ بهجت وان شاء الله على خير باذن الله يعني نشوف شغل حلو باذن الله ان شاء الله تواصل معايا على الخاص ونشوف تقدر تساعد بيه يا ريت انا بعت لك بيبال اصلا من بال الاسبوع اللي فات طب كويس انا قبلتها ولا لا نعم حضرتك قبلتها جبت طيب. اسمي قلت اسمي طيب. على ممتاز. اللايف قبل كده ممتاز طب المهم بقى شغل العضلي شوف تقدر نساعد بيه ان شاء الله ويعدلها ربنا ان شاء الله حياتنا ان شاء الله باذن الله وان شاء الله قريب هبعت لك تاني ان شاء الله شكرا يا فندم حياتي ربنا يعينك شكرا معنا مين يا استاذ ربنا يتقبل يا سيدنا
معنا مين يا استاذ؟ الو، معنا مين يا فندم؟ الو الو. ايوه الو ايوه الو يا فندم، استاذ بجد؟ ايوه فندم. استاذ والله ما مصدق ان انا معاك. ها؟ استاذ انا عايز حضرتك تتكلم عن التعليم، عشان التعليم بجد بايظ. هنتكلم عن كل حاجه، حاضر، تستقر الامور. والله يعني انا اسمي عمر نشأت، اسمي عمر نشأت سالم، بجد احنا في التعليم هنا بايظ بايظ جدا. يعني احنا هنا بص، يعني بص طول السنين بتذاكر ومش عارف انت هتمتحن فين، ومش عارف انت هتمتحن ازاي ولا ايه. اصلا احنا طلاب ثانويه هنا بيجلدونا بمعنى الكلمه، يعني هم بجد. هل في تعليم عن بعد؟ يعني هل هم بيعملوا برامج في التلفزيون، برامج على الانترنت؟ برامج التلفزيون تمام وكل حاجه، بس انا بيبقى عندي اسئله حضرتك، عشان اسال اسئله لازم ادفع فلوس. اوه، عشان اتصل. بياخدوا منك فلوس ليه؟ مش الحكومه المفروض عشان تعلمك عن بعد؟ اتصل اتصل. طب ماشي، مفيش حاجه اسمها عادي، ده التعليم عن بعد حقك انت كطالب، ده من حقك. ده دي القنوات اللي على التلفزيون الاونلاين كل شويه يطلع لنا ويقول لنا قنوات الاونلاين نفتح بنك المعرفه، ما فيهوش حاجه. ماشي، ما هو سواء كان تلفزيون ولا غير تلفزيون، ده على حساب الدوله هي اللي المفروض بتوفرها. ليه بتاخد منك فلوس؟ ده انت طالب بتسأل سؤال ربما بيساعد الطلبة التانيين عشان يفهموا المسألة، بيفتح يعني. ده ايه التعريض ده؟ انا هتصل، استنى استنى افهم حضرتك، انا هتصل بالتليفون، يعني المفروض ان انا هتكلم الو، اسأل الاستاذ سواء هو بيشرح هو مين، يعني الو حضرتك الدقيقة بجنيه ونص، فاهم؟ نظام بقى، يلا يلا منى. يعني طبعا بيخليك على الانتظار. انا يعني انا شاحن عشان اتصل بحضرتك، والله انا يعني هو ممكن لما تيجي تتصل بيوصلك للمدرس على طول ولا بيحطك على الانتظار؟ طالما الدقيقه بيجي يعني هو والله بيحطني على الانتظار. بقى يا جدعان انتوا بتحطوني على الانتظار ليه؟ كام بقى بيحطوكوا على الانتظار؟ كام ساعه؟ كام دقيقه مثلا؟ نقول يعني حوالي من 10 دقايق مثلا، 5 دقايق اكيد يعني. نقول دي كده جنون. مش انت بس اضرب بقى في جنون. لو حط 100 على الانتظار مثلا حاجه. ده لو حط 100 على الانتظار، مش 100 100 يعني، اصلا مش كله بيذاكر. اصلا مش كله بيذاكر، ويقول لك الامتحانات اونلاين، مفيش نت اصلا في مصر، مفيش نت، يعني النت مخرب امانه عندنا. يعني انا وصديقي اسمه صديقي اسمه حازم مجدي، والله ما بنعرف نلاقي معلومه. ربنا هو ان شاء الله اونلاين. واونلاين مش مفيش اونلاين في مصر يعني ولا دوله عندنا. هنتكلم في الحاجات دي ان شاء الله. انا مش عاوز اطول معاك في الحديث عشان يكون ليها كلام مخصوص، وهيكون لها ترتيبات مخصوصه اصلا، بس بعد الامور ما تستقر. والله انا كمان بفكر ان احنا نجيب مدرسين، لو خصوصا الناس اللي هربانين بره مصر لو بيقدروا يشرحوا المنهج للطلبه، انا مستعد اوفر للناس الادوات اللي يقدروا يطلعوا ويشرحوا بيها للطلبه، والطلبه يتواصلوا معاهم ويجاوبوا عليهم. هنحل مشاكل كتير قوي طالما تبقى عملت معانا واجب. والله يا استاذ بهجت، ربنا يكتب لك في ميزان حسناتك يا رب. ان شاء الله ما تقلقوش، انا يعني هحاول. يا جماعه اي مدرس عايش بره مصر عنده استعداد انه يعين الطلبه، خصوصا الطلبه بتوع ثانوي او اي مرحله، يا ريت يحاول يتواصل معايا. يتواصل معايا بقى عن طريق التليفون العادي عشان يكون سهل، يبعت لي اس ام اس مسج وهنحاول نتواصل مع بعض، لان ده بقى مهم قوي ان هنقدر نحاول نظبط لحضرتك ازاي تطلع وتسال، والناس الطلبه يطلعوا ويسالوا، ونعمل احنا التعليم عن بعد. طالما الدوله العاهره دي مش قادره تصرف، قادره معاها فلوس يعني تصرف على المؤتمرات، ومعاها الدوله دي والله يعني حظ الله نعمل والافلام والساده. حتى الواحد مش عارف لما يتخرج هيشتغل فين ولا يشتغل ايه. سيبك انت ولا بس الاول نعدي يعني وننجح وبعدين عبال ما تتخرج يكونوا كل دول في السجن ان شاء الله. ما تقلقش، تحياتي ليك. يعني انت لو خرجت، فانت لو يعني مثلا لو اتخرجت دكتور، انت معلش ضابط يقف في هينك. انت لازم تجمع ما بين علم وسلطه. اللي زيك تجمع ما بين ازاي علم وسلطه دي. اللي زيك عبال ما يتخرج ان شاء الله هيكون الناس دول ماتوا ان شاء الله. تحياتي ليك يا فندم. شكرا حبيبي. يا ميدو هعملها لك ازاي؟ انت عملتها ازاي يا ميدو كده؟ ما هو هابن يا ميدو.
خط. معنا مين يا أستاذ؟ ألو. السلام عليكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام. كنتاكي سموحة؟ نعم. كنتاكي سموحة؟ كنتاكي سموحة؟ لا كنتاكي أمك. عاوز إيه؟ عاوز حتة من الفخذ ولا من البز ولا من الصدر ولا من القفا؟ عادي يا قفا يا ابن الوسخ. اسمك إيه؟ اسمك إيه يا عل؟ ممكن أردر بليز؟ هتأردر يا هلا والله هتأردر. اسمك إيه الأول؟ محسن علي. محسن علي. ماما عايشة ولا ميتة يا محسن؟ بتروح وتيجي. مامتك بتروح وتيجي؟ بتروح وتيجي شقة مفروشة ولا بتروح تيجي تحت الكباري ولا بتروح تيجي فين؟ ترد يا ده خاول. وقع مني. ما قدرتش، ما استحملتش. ليه كده يا محسن يا علي؟ ما استحملتش انا. معانا مين يا فندم؟ الو. اهلا وسهلا. ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. كل سنه حضرتك طيب. انت طيب يا فندم. اهلا وسهلا. صحتك تمام؟ اللهم لك الحمد. يا رب دايما. إيه بقول لحضرتك يعني على موضوع الدروس وكده. اتفضل. هو المفروض ان هم منعوا الدروس مش كده ولا ايه؟ دروس ايه؟ ما المفروض يمنعوا دروس فيوفروا المفروض الوسيله التخاطب والتواصل بين الشباب وبعضها وبين الشباب والمدرسين، ووفرهم عمليات تعليميه صحيه بقى. ولا هم بيلغوا الدروس عشان هم يعملوا دروس اونلاين ودروس كده مدفوعه الاجر واسئله مدفوعه الاجر؟ سبوبه العساكر بيعملوا كل حاجه سبوبه، كل حاجه سبوبه بيعملوا، حتى الشخه بتاعتك هيعملوها سبوبه قريب، ما تقلقش. يعني هتخش هتدفع، هتشخ تدفع، هتاكل هتدفع، هتشرب كده، مفيش خلاص. حتى الهواء عاملين سبوبه يا راجل. الامتحانات تتاجل علشان خاطر ايه؟ ان مش عارف تذاكر وتعمل ايه ومش عارف ايه. المفروض ان الدروس على الاقل يعني احنا خلصنا مثلا المنهج، المفروض الدروس تقول لك ايه خلاص انت كمان احنا ناجل شويه وبعدين نيجي قبل الامتحانات بفتره نراجع لكم. إيه لا ده عايزين ياخدوا فلوس بقى، قالوا لا هنكمل زي ما احنا. ليه ياخدوا فلوس؟ اي فلوس تدخل وخلاص ياخدوها. يعني فاهمني ازاي حضرتك؟ يعني والله الدوله يعني جت قعدت تقول مش عارف ايه وايه في الدراسه وفي الاخر الموضوع فاشل 100%. طب لو ليك نصيحه بقى للناس تقول لهم ايه؟ يعني والله يعني لا نصيحه ولا حاجه والله، بس يعني انا زعلان من اللي حصل. تحياتي ليك يا فندم، ربنا يعينك ان شاء الله. بس دلوقتي بس كده حضرتك بقى ما فيش حل غير كده حضرتك ما فيش حل بقى غير ان كله يحط ايده في تيزه. في تيزك ولا في تيز السيسي ولا في تيز السيسي ولا في تيز انتصار؟ لا في تيز السيسي. في تيز السيسي؟ لا ده احنا هنحط حاجه تانية غير الايد. السيسي اصله خاول، ما انت لما تحط ايدك هناك بتبعبصه بيموت في كده اهو. فلازم تدوروا على حاجه تاني. ما ينفعش، ما ينفعش تديله اللي بيحبه. ينفع كده تعاقب المجرم بما يحب؟ صح. في صديق لي عايز يكلم حضرتك. اتفضل يا فندم. الو. اهلا وسهلا ازبجد. اهلا بيك. بقول لك ازبجد انت انا صاحب محمد صديق. اهلا وسهلا. طب ليه ازبجد انت حضرتك كلكم برضه بتتكلموا عن المدرسه برضه؟ يعني حد بيجيب سيره التعليم الازهري؟ احنا مثلا يا فندم هو التعليم تعليم بصرف النظر بقى، ما ازهري او غير ازهري. لا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا فعلا انا ازهري، صاحبي الثاني كان في ثانوي عام. يعني هو فعلا الازهريه الصراحه من اول ابتدائي اعدادي ثانوي الجامعي الضوء كله جاي عليه فعلا، كله مهدور حقه، الدكاتره الهندسه الكلام ده كله. انا حضرتك دلوقتي انا علمي ان شاء الله ناوي على الهندسه وكده، كل لما اقرا عن مثلا حد في هندسه كده فعلا بيتظلم، ولا في بعد ما يتعب يقعد خمس سنين في ثانوي وتعليم ثلاث سنين في خمس سنين في جامعه وثلاث سنين في ثانوي في الاخر نطلع من ايه شغل، يروح يسافر بره يشتغل زيه. هي المشكله مش مشكله الازهري ده، مشكله الدنيا كلها يا فندم. ما هو العساكر كده يعني بص، المواطنين الخليجيين ما عندهمش حريه، ما عندهمش انتخابات، ما عندهمش حريه حتى ممارسه العباده،
بما يرضي الله، لكن عندهم وظائف، عندهم أكل، عندهم شرب، عندهم مستشفيات، عندهم حد أدنى من مستوى المعيشة. طب ليه يعني الظلم اللي احنا عايشين فيه؟ يعني أنا دلوقتي من ناحية مش قادر أشتغل عشان دراستي، وبالآخر برضو ما بلقيش مقابل بعد ده لما أتخرج. ما هو الذل عشان أنت قابلت بالذل، مش أنت اللي قابلت بيه، هو لا مؤاخذة يعني. قابلت بيه، ما أنا مرغم بيه يا أستاذ. لا مش مرغم، لا هو لما يرغمك انت اللي بص خليك معايا. امتى يرغمك؟ اسمعني بس، ركز معايا يا حبيبي. متى يرغم النظام الشعب ان هو يقبل؟ لما الشعب يخرج عليه ويمسككم ويحبسكم ويقطعكم ويقتلكم ويعمل الشغلانه دي. هل خرج الشعب المصري على العساكر؟ يعني الشعب المصري خرج ليسكت العساكر؟ لا طبعا. يبقى لم يرغمكم العسكري، انتوا اللي خايفين وانتوا اللي بترغموا انفسكم وانتوا اللي قابلين بالوضع ده. امتى يبقى ارغام؟ لما بيجي واحد الناس اللي بتلعب مصارعه، الناس اللي بتلعب مصارعه اسمعني بس. انت حضرتك دلوقتي قصدك ان احنا مثلا انا وواحد واثنين وثلاثه هيجي ثلاثة واربعة وخمسة، يعني فهمني نقدر نجمع مجموعه، نجمع الاف، نجمع ملايين. ما هي الثورات دائما تبدا وتنتهي من عند العمليات النوعيه، تبدا وتنتهي من عند العمليات النوعيه. كل واحد ينزل يجيب حق. حضرتك تتكلم عن الموضوع ده انا بعد اذنك، يعني لو هيحصل يعني. طيب انا ما عنديش مشكله ان انا اعرف ده وده وده ونقدر نجيب شعوب وكده، بس الاحسن برضو ان احنا لما نيجي نجمع ونعمل كل ده نجيب مراتك. نجيب مراتي عشان تنتف لامك وانا بعد كده نكهه يكس امك؟ ما انا بعد ما نيكك ونيك ابوك ونيك مراتك ونيك هم، انت مالكش مرات يا ابن البنت ده، انت مارة اصلا. صح يا قص امك، وهنيكك وهنيك السيسي وهنيك اللي جابك يا ابن المره المتناك. حلوه قوي دخلت الازهر، وحلوه دخلت التعليم، وحلوه قوي ان انت معترف يا ابن المره الزانيه خول منك ليه انكم عايشين في خوف وفي رعب ومالكمش مستقبل يا ابن المره المتناكه. لكن الجديد ان انتوا بتحاولوا تنشروا الروح الانهزاميه يا اولاد المتناكه بين الشعب، هي دي اللي جاني الجديد، هو ده الاسلوب بتاع اللجان الجديد. احنا نتناك نتفشخ اهالينا يتناكوا اهالينا يموتوا من الجوع انما نخرج على العساكر لا، نبقى رجاله لا، نحاسب السيسي لا، نحاسب انتصار لا، نحاسب الجيش لا، نحاسب الشرطه لا، نتناك نتقتل نجوع نتشرط يطلع ميتين امنا نتعلم ونصرف الغالي والرخيص في التعليم وما نلاقيش حاجه يلا يا ابن المتناكه يا خاول، يلا يا ابن الزانيه. عن قصوم اللي جابتك كانت شرموطة صحيح. معنا مين يا فندم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. انا عايز بقى اشتم ولاد الشرموطة الزباني. لا ما تشتمش، خليني انا اشتمه، انت خش في المفيد عشان ما تبقاش مشتمة ونقلبها المشتمة، خلينا احنا نخش في المفيد. بس هم ولاد شرموطة. ماشي، ما هم ولاد شرموطة، هم عارفين ان هم ولاد شرموطة، انت متخيل ايه يعني؟ هو اللي يطلع يقول لك انا مستقبل ما فيش، تعليم ما فيش، الدنيا ما فيش، ده ما فيش، ده ما فيش، اول ما تقول له خليك راجل يقولك هنعمل في مراتك ونعمل في امك. طب ما تروح تعمل في انتصار يا كس امك اللي نهباك، روح اعمل في طيز السيسي يا ابن المتناك، روح اعمل في طيز اللواء وطيز العسكري اللي خارب ميتين كس امك يا خول يا ابن المرة الزانية. لا هنا وقف، دول اسيادنا، نحن العبيد بتوعهم. حتى العبد يا ابن المرة المتناك له حقوق في كل الشرائع والقوانين، له حقوق يا ابن المرة الزانية، انتوا اهدرتوا حقوقكم. هتقول له ابن المتناك؟ اتفضل يا استاذ. طيب انا كنت طالب اوردر وراجل اخ. طيب ماشي يا حبيبي، الاوردر ده عاوز فيزك ولا فيز امك؟ عادي انا ما عنديش مانع والله، انت عاوز فيزك ولا فيز امك يا ابن المتناكه يا خاوه؟ الاوردر عاوزه مين؟ يلا عاوزه فين يا كس امك؟ فيزك ولا فيز امك؟ يلا يا ابن الوسخ. ماشي يا كس امك. معانا مين يا استاذ؟ الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ باكت. انا مش عاوزك تحط اللي كنت في دماغك استاذ باكت والله. انا هحطهم في تيز انتصار يا فندم، هنحطهم في تيز انتصار يا فندم، في تيز السيسي. تقلقش انت، سيبك انت من باكت صابر ودماغ باكت صابر. باكت صابر ما فيهاش مكان يتحط فيها حد غير دماغ باكت صابر، بتتحط في الناس، لكن ما فيش مكان احط حاجه عندي انا. انا بحط دماغي في تيز الناس فعلا، خصوصا الشراميط ولاد الشرموطه. اهلا وسهلا يا استاذ. يا استاذ باجت، في طلع كده اشاعه استاذ باجت بتاع وزير التعليم ان عاوز يلغي تاجيل الدراسه ويرجع الدراسه من تاني عشان نموت استاذ باجت. عشان تموتونا؟ يا انت لسه هتموتوا؟ ما انتوا ميتين يا ابني، انت لسه هتموت. وانت عايش، انت عايش حبيبي،
وانت لا اكل فيه ولا مستقبل فيه ولا شرب فيه ولا تعليم فيه ولا صحة فيه ولا مواصلة محترمة فيه ولا باسبور تقدر تهرب من البلد بيه فيه، يبقى انت مش عايش حبيبي، انت ميت. ده انت بالعكس انت اسوأ من الميت، على الاقل الميت يعني ما بيحصلش، خلاص مات وانقطع عمله، انما انت لا مؤاخذه عملك اسود، شايف كل العذاب وكل الفقر وكل الاضطهاد وكل الخرى وكل الذل اللي انت عايش فيه، وشايف اهلك بيتبهدلوا ومستقبلك ضايع ودينك بيتلعب فيه ومسجدك بيتهد والدنيا بايظه ومش عاوز تتحرك ربنا بي. فانت في النهايه ان عصرت هذه الاحداث ولم تسعى الى التغيير او اماطه الاذى عن الناس عن العالمين، الناس اللي بتتبهدل وبتتفشخ، فانت رحت في 60 مصيبة يا استاذ، رحت في 60 مصيبة والله العظيم. انت بالعكس الموت ليك حق، الموت ليك ارحم يا استاذ باكت. انا اسمي محمد احمد شبرا استاذ باكت، يعني بلاش تتعصب عشان انت تعصبت لنا. قريتها هتخش في تيزك صح؟ شفتوا الجديد، شفتوا اللجان الجديدة بتعمل ايه؟ خش كلمك عن مشكلة حقيقية في البلد وعن معاناة حقيقية في البلد، اسلوب ما يا جماعة الموضوع موجه بطريقة يعني لا تتخيلوه. بص هيجي يقولك والله ده نعرف عايد مش لجنة وبتصل بيك برضه، ما هو بياخدوا الناس في السكة دي، هم لما بيعملوا جروبات فيها الاف الناس عشان يطلعوا يحاربون، يقولك مميز ام علي ومميز باكت صابر ومميز ام حسن ومميز ام خرى وام مش عارف مين وام وام وام. الناس دولت العملية مش سهلة، الناس دول موجهين يعني. تخيل خليك معانا يا أستاذ يا متصل، والله ما عارف أنا فين بتاع اللحنة بتاع دي، كنت هدخلها في تيز السيسي راحت فين، بتاع اللي المفروض تخش في تيز السيسي راحت فين، تيز السيسي يا تيز حب العزيز العزيز في طيز السيسي في طيز حب العزيز العزيز. معنا مين يا أستاذ؟ معنا مين يا فندم؟ ألو علي صوتك يا أستاذ، سمعني يا أستاذ؟ لا مش سامعينك. ألو ليك معانا يا استاذ، انت سامعني صح؟ بس انت صوتك ضايع يا استاذ، شوف الميكروفون عندك، انا معلي الصوت للاخر عندي هنا. لا ما هو ما انا مش سامعينك، هنسمع الحاجه دي بقى ازاي؟ نعم لا الصوت مش واصل. ده بلحظه، ده مشكله من عندي مش من عندك. الصوت من عندي مش من عندك. اتكلم كده يا استاذ. طيب ماشي. ملعون الناس العزاز اللي محبتهم قد تيز السيسي ده الامتياز. اتكلم كده يا استاذ. الو يا استاذ باكت، السلام عليكم. السلام عليكم. ايه وعليكم السلام. ايوه كده كان الكيبل فيه حاجه. تمام كده مش لو بعت لك فيديو ممكن تعرضه عندك على الشاشه ولا لسه مظبط؟ لا ممكن اجرب اعرضه. اتفضل ابعتهولي. ابعته على ايه؟ ابعتهولي يا استاذ، ابعتهولي على الماسنجر. طيب مش والله ما عارف توصل الجهاز ولا لا. شغله عشان انا عايزك تعلق لنا عليه. ماشي ما عارف افتحه كده و سمع لنا صوت. لحظة بس يا سيدنا، لحظة يا سيدنا، لحظة.
الجهاز ما كانش واصل، ما كانش واصل، ما كانش واصل. يا جدعان مش واصل ولا ايه؟ مش واصل الجهاز. في امكانيه افتح لك كاميرا من عندي؟ في لا انت لا الجهاز اللي انت معاك مش واصل. شغلوا صوت وخلاص؟ لا لحظه بس، لحظه. كل ما بنلعب في ال ملعون ابو الناس العزاز. فاكر البسات بتاعت زمان ايام ما كنت بتعمل مداخلات قصيره كده، كل واحد يقول كلمتين وتقفل وتجيب اللي وراه؟ عايزين نعملها بس شايف ما فيش صفحات، ما فيش. بس انت بص يا محمد، ركز معايا يا حبيبي، المشكله اني مرتبطه بالعدد، اللجان هم اللي بيتحكموا في الاعداد اللي بيوجهوها لك. زادوا على كده انه عملوا جروبات مخصوص الهدف منها، بيجمعوا الافات من الشباب في جروب، بيعملوا مميز، بيهزروا، بياخدوه ان هم تريقه وسب ولعن، ويقطعوا الفيديوهات الصغيره دي، وبعدين يجوا ساعه البث يروح منزلين بوستات كله هجوم هجوم. الجروبات دي لما بيبقى اول ما تبدا الاصوات اللي تبدا تتعاطف معانا وتقول لك اه الراجل ده بيقول كلام، قلع ده انتوا ولاد وسخه، صحيح ده هو بيقول كذا وبيعمل كذا، انتوا بتحاربوه ليه؟ يروحوا قافلين الجروب وعاملين جروبات جديده ومدخلين اللجان فيعملوا الشغل اللي انت شايفه ده. فالموضوع بقى الضغط على الاتصالات رهيب، الضغط على الاتصالات بقى منهم بقى رهيب، ما بين شباب جاي تهزر وايه. والمصيبه كمان اللي احنا بنعاني منها ان هم بقوا يجيبوا المشاكل بتاعتنا الحقيقيه وسقطات النظام الحقيقيه ويعلقوا عليها وبعدين يسفهوا منها في الاخر، ونحطها في تيزك، ونحطها في قصمك، ونحطها في قصم مش عارف مين، ونعملها في ايه ونعملها في ايه. فبقى عاملك كده انت زي البلياتشو، عارف انت البلياتشو اللي طالع بيسخر من احزانه، بيقتلك وبيضحكك. انا هقتلك بس اضحكك، فاهمني؟ فخلاص فقدت المشكله اللي موجوده والهيت اللي موجود اللي المفروض الناس تفجر فيه غضبها، اتحول الى خلاص. لما وبعدين يوصل واحد زيك واحد زيي واحد من الناس الاحرار اللي قاعدين يقولك بقى هو ده الشعب اللي انت مضيع حياتك ومضيع عمرك عشانه، ده ابن شرموطه ما يستاهلش، ده ابن مش عارف. الاسلوب ده مش ده اسلوب ممنهج متبع ساعه الزنقه. وفي الاول بينكر عدم وجود مشاكل، وفي الاول بيتهمك بالخيانه وبالعماله. طب هتهمني بالخيانه لمين دلوقتي؟ ما قطر اللي كان بيتهمني بالخيانه حط ايده وفتح الطيران وهيتلعب في طيزه وهيعمل كل حاجه. طب ما هو مين الخاين دلوقتي؟ فخلاص بقى، طب تعالى بقى ما ندخل حد نسفه من الكلام ده يضحكوا عليه خلاص، بدل الرساله ما توصل للناس والناس صدورها تولع عشان تنزل تجيب حقها. لا، الناس في النهايه يا اما هيفقد الامل فيك يقول لك يا عم ده بقى يشتم وبيشتموه وانتهت العمليه على كده، او يا اما تنتهي بان هو بدا يضحك على المدخلات دي وخلاص، بعبوس خدناه كلنا وخلاص. وحش انا يعني، هل انا كده يعني؟ انا مش عارف. في علي جمعه كنت عايز اخليك تعلق على علي جمعه. علي جمعه مين يا فندم؟ علي جمعه ده لوحده ترند. ترند ده معلم. مين علي جمعه ده؟ علي جمعه. من علي جمعه؟ فاكر الكلام بتاع علي جمعه؟ طبعا استنى اشتغله لك بس تسمع، عشان بس نذكروا الناس بمين هو علي جمعه، الناس المتابعين معانا. ماشي، انت شغال صوت بقى عشان في حاجه اكيد، في سلك ضايع من الاسلاك دي. ثواني بس اضبط المايك.
خلاص ماشي تمام يا سيدي الفاضل. طب استنى كده، استنى حبيبي، استنى حبيبي، طب استنى كده، استنى حبيبي، استنى. طيب انت طبعا حساب انت طبعا حساب اه تمام كده، ما اعرفش بقى هيوصل صوت وصوره ولا لا، معرفش بقى هيوصل صوت وصوره. قول لي انت بقى الصوت وصل، قول لي انت بقى الصوت وصل ولا لا. طيب ماشي، شغل بقى الصوت من عندك كده، شغل بقى الصوت من عندك. لا لا استنى ما تشغلش الصوت، شوف كده. لا لا استنى ما تشغلش في صوت علي جمعه، انت سامعه كده ولا في صوت علي جمعه انت سامعه كده ولا استنى. انا مش سامع، مش عارف هو بيقول ايه، انا مش سامع. طب شغله انت بقى من عندك. طبعا حساب وانا بقول انت بقى من عندك. طب نشغله، وانا بقول لك شغله معايا. شغله صوته خلاص. ماشي استنى 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 في في سماعه ثانيه عشان انا اسمع. سماعه ثانيه عشان انا اسمع. تسمعني كده؟ سمعني كده؟ استنى شغل الصوت. في صوت علي جمعه انت سامعه كده ولا في صوت علي جمعه انت سامعه؟ لا مفيش مفيش مفيش. هو لازم اخش اظبط تثبيت الصوت. هو لازم اخش اظبط تثبيت الصوت. انا عايزك هبعت لك برنامج كده، هبعت لك انا برنامج ادخل عليك من الجهاز عندك تمام، واظبط لك الدنيا وانا قاعد في البيت عندي. ماشي. انا مش في تطبيق كده المشكله اللي انت مش واخد بالك منها. النهارده انا فتحت الحبرام بالكاميرا وهو بيكلمني، ده جزء من فايض يعني مثلا، وانا ببث كده انا موصلك بماشين واحد تمام، صوت مش واصل، لكن انا ببث على اكتر من ماشين، فلازم الصوره دي توصل لكل الماشين والصوت. فانا لو دخلتك وسمحت لك بالدخول هسمح لك بالدخول على وسيله على كمبيوتر واحد. طب وبقيه الكمبيوترات وبقيه الاجهزه بتاع البث والتليفونات هتخش عليها ازاي؟ لكن هو ده بقى اللي انا عاوز اخد الصوره لكل الناس دي. هل هعمل زي تلفزيون؟ احنا نجحنا ناخد الصوت ما عندناش مشاكل. سيبك انت من الصوت اللي مش واصل هنا، مش عارف ليه في مشكله في الصوت اللي هو من خلال لحظه 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 انا عرفت دلوقتي. طب شفت 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 سهله 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 سهله، مش يعني مش هنتعب فيها. فين اللي شفت ناسي دي اهي، بس احنا المفروض الصوره كده شويه. فين من التوصيله يا جدع؟ انت فين يا دادع يا دي دهدتي؟ طيب نعمل اي حاجه، نجرب كده نشوف كده الصوت، بس نشوف الصوت هيوصل ولا لا. مليان اياك ان تضحي بافرادك وجنودك كده الصوت وصل تمام. انا لقيت لها طريقه تاني. ماشي يا عامله زي الزباكيتي. تعال يعني انا هقول لكم على حاجه والله عشان بس تعرفوا العذاب اللي انا فيه، بس طبعا مش هقدر اجيب الدنيا بايظه ازاي. هي كده شغال كده تمام. بصوا بص بص ده يعني ده شوف هنا الاسلاك دي، بص الاسلاك دي، بص الاسلاك دي دي اللي انا بدور فيها. طيب بس عشان الناس ما تملش، بس لما نعملوها انا وانت كده. بص الاسلاك دي دي لسه. طيب خلينا الموضوع يعني اللي انا عاوز اقوله لك مش زي انت متخيل ان حد هيخش. حد هيخش اقدر ادخل حد ويعمل يساعدني في الموضوع ده، بس مش بالسهوله اللي انت متخيل. مليان اياك ان تضحي بافرادك وجنودك من اجل هؤلاء الخوارج. طوبى لمن قتلهم وقتلوا، من قتلهم كان اولى بالله منهم، بل اننا يجب ان نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الاوباش. انهم لا يستحقون مصريتنا، اننا نصاب بالعار منهم.
طول يجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب. ريحتهم وحشة في الظاهر والباطن. يقولون الشرعية، أي شرعية؟ الإمام المحجور في الفقه الإسلامي ذهبت شرعيته. محجور يعني محجور عليه، يعني معتقل. والمصيبة أن أمره قد ذهب إلى القضاء فساقطت شرعيته إن كانت قد بقيت له شبهة شرعية. ولقد تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل أولياء الله. ايوه سيدي، ولا انت عاوزنا على علي؟ وط الصوت عندك يا استاذ، وط الصوت عندك يا استاذ. بتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل أولياء الله. دينا مشكلة مع الأستاذ. معنا مين يا أستاذ؟ أيوة أستاذ باجت. أهلا وسهلا أستاذ باجت. كنت أنا على فكرة من أكثر الناس. علي صوتك يا أستاذ، علي صوتك. سمعني أستاذ؟ سمعينك بس علي صوتك. أيوة أستاذ باجت. أيوة يا فندم اتفضل. أيوة أقول لحضرتك، أنا كنت أنا موافق حضرتك جدا في كل حاجة أنت بتقولها مبدئيا بالنسبة لتكفير السيسي وهكذا، يعني صح 100% في كده. واخد بالك أستاذ باجت؟ صوتك فيه مشكلة مش عارف، خلينا أركب السماعة الثانية يمكن دي فيها. اتفضل يا أستاذ. ليش حاول حاول أستاذ باجت، أنا والله بحاول على قد ما أقدر النت حضرتك. طيب. حاطط الموبايل كأنه في بوقي. اتفضل يا فندم. أيوه أيوه سامعني كده يا أستاذ باجت؟ أه أنا سامعك بس صوتك ضعيف شوية، اتفضل. أه فبقول لحضرتك انا موافق فكره حضرتك في كل حاجه وكده، بس عندي يعني تعليق، بس اتمنى ما نشتمش بعض والله، يعني زي ما قلت لك احنا واحد واخد بالك. ان حضرتك على طول بتسد الدين لاي حد بيشتمك، او يعني انا مثلا ممكن بص يا فندم خليك معايا، انت حضرتك ماشي مؤيد للسيسي؟ لا انا مش مؤيد، انا بقول لك انا موافقك في كل حاجه. اسمعني حبيبي، اي حد اسمعني حبيبي، اسمعني حبيبي، بس اسمع مني بس، اسمعني بقى، انت اللي تسمعني مش انت بتتهمني اتهامات انا ارد عليك فيها. انت حضرتك لو مش مؤيد للسيسي ومش من جماعة السيسي ومش من معرصين السيسي ولا سلمان ولا ابن زايد ولا المعرصين اللي بيسعوا لتدمير ديننا وحريتنا، هشتمك ليه؟ دي حاجة. الحاجة التانية، لو انا استشفيت منك ان انت مؤيد لولاد المتناكة دول وطالع ترسم علينا، فانت تبقى كافر ابن متناكة، أسب أمك واللي خلفوك وطلعوا ميتين أبوك. ظنا مني أن أمك كافرة زيك بتأيد السيسي يعني، لكن إذا كانت أمك معارضة للسيسي فجزمتها فوق دماغي. تمام يا حبيبي؟ أنا لا أسب إلا الكافرين الفاسقين ولاد الشرموط. أنت مش فاهم، تفضل يا فندم. مش فاهم، أنت مش فاهم. أنا مش بعترض على أي حاجة بتقول، أنت كلامك صح 100%، بس أنا بقول لك إن في ناس وأنا ممكن أكون منهم، يعني مثلا ممكن ناس زي دلوقتي مثلا بتكره السيسي وشايفينه كافر وسالم وكل حاجه، فاهمني؟ بس طلع على بيزاور الاستاذ بهجت عن طريق ان هو بيشتمه او بيضيع له وقت او بتاع. انت طبعا اول حاجه بتيجي في بالك ايه؟ ان الشيخ ده لجنه وبالتالي مؤيد للسيسي وبالتالي ايه؟ كافر والليله دي كلها، فانت بتسب له الدين مع انه ممكن يكون بيكره. لا يا فندم، لا يا فندم، انا يبقى انت الوضع سمعته غلط. ربما اكون انا مخطئ، ربما اكون اخطات في بعض المسائل، حصل ممكن يعني، العمليه مش سهله ولا صعبه يعني. مثلا لكن لو حصل حاجه زي كده مع حد، ممكن انت تكون من المرتدين لان انت خدت الدين. لا يا فندم، لا يا ما ربما اسمع ان شاء الله، ربما انا ما بقولش حاجه، نحن بنعتذر للناس وبنستغفر ربنا، لكن الضغط اللي احنا فيه وانا بكلمك كده مثلا بتلاقي التليفونات ما بتبطلش، يعني الرنات ما بتبطلش. فهل ممكن تخطئ؟ وارد الخطأ، وارد، جل من لا يسهو، فاهمني؟ لكن أنا سعي إن أنا أوضح هذه المسألة، أنا عاوز أقومك ونيمك وخليك تحلم بيها وتتعامل مع أقرب الناس إليك خلاف أمك وأبوك وتديله فوق دماغ، يعني مش لا أقصد اللي خلفوه يعني، أو تديله من المنق خيار، عشان يا إما تفوقه من الغيبوبة اللي هو فيها، يا إما تعطيه ما يستحق. يعني مثلا
لما يطلع واحد في عز كل المشاكل والحرب على دينه اللي مفروضة دلوقتي في عز كل الخرى والأمراض والقتل والسحل والضياع اللي في المجتمع بتاعنا الإسلامي عموما والمجتمع المصري خاصة, ويطلع لسه ابن الوسخة بيهرج أو بيتهمك أو عاوز ياخد الناس لحتة تانية أو لقصة تانية, ده ابن شرموطة ملحد, ده مش أنا ما أقدرش, لأن هو خلاص حتى النبي عليه الصلاة والسلام بيستهزأوا بيه. أنا أقول لك على حاجة من الحاجة إن هو معظم الناس اللي أنت بتقول عليهم لجان وممكن يكونوا لجان, مش برضه مش هقول كلهم لجان, في منهم غير لجان. أنا أنت برضك ما سمعتنيش من شوية, أنا ما بقولكش إن هم خدونا لحتة إيه. كان الأول النسبة العالية والكبيرة قوي أكتر من 90% المتصلين مننا لجان, وكانوا في ناس عاديين ما بيحاولوا يتصلوا يعرضوا رأيهم. أنا مؤيد للسيسي وأنت غصب عن أمك, يعني أنا مش مؤيد للسيسي بس أنا مؤيد للسلم المجتمعي اللي موجود. السيسي ينفخنا وينكنا هو والعساكر, إحنا نستحمل عشان مصر تعيش. أنا راجل عايش برا مصر وعندي استثمارات في مصر وعندي فلوس في البنوك في مصر باخد عليها نسبة قد كده ومطمئن وعشتي تمام وبنزل أعمل الأجازة بتاعتي. أنت عاوز تعكر حياة ميتين أمي ليه؟ لو جات الحرية أهلا وسهلا, ما جاتش الحرية كالصمها, ما أنا باشا بنزل مصر باشا بالباسبور بتاعي أو بالفلوس اللي أنا عاملها. فهو مش عاوز الميزان يختل, هو نفسه في جزء نفسه يبقى فيه حرية وديمقراطية وكل حاجة, لكن مش على حساب الأمن, مع أنه في النهاية الأمن ده دي جانا كلابس هيتهد إذا كان في أمن أصلا, لأن الناس الجعانة دولت هيبدأوا يدوروا على أكل, هيبدأوا يدوروا على شرب, يدوروا على المستقبل, يدوروا على كرامة, يدوروا على عدل. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أستاذ بهدك. أهلا بحك معايا. أهلا وسهلا. أيوة بعيدا حاجة يعني يعذرني إن أنا هخرج عن الموضوع اللي حضرتك تتكلم فيه يعني. تفضل. بس أنا دلوقتي أنا مش خايف من حد. أولا أنا اسمي محمد عبد المقصود وعندي 17 سنة. أهلا وسهلا. ومن مصر. أنا مش خايف من أي حد, يعني الكلام اللي أنا هقوله ده هو حقيقة. يعني عايز برضو أحسن صورة الشباب اللي في فئتي العمرية يعني بالنسبة لحياتكم بالنسبة للسادة المشاهدين, يعني إن كتير مننا مثلا يخش يشتم أو يخش يتريق. أنا اللي أنا هقوله بس عشان خاطر ضميري مش عشان أي حد, وأنا مش خايف من حد. إحنا كل اللي إحنا طالبينه من الحكومة إنها تنيكك إن هي تنيك السيسي ولا تنيك الصومك يا ابن المرة المتناك, يعني تنيك مين يا ابن المرة المتناك, تنيكك ولا تنيك الصومك ولا تنيك أبوك ولا تنيكك يا أبو بزرة يا خوال يا متناك ولا تنيك انتصار ولا تنيك السيسي, تنيك مين يا أستاذ؟ تنيك مين يا دي يا ابن المرة المتناكة يا خوة؟ تنيك مين يا كالصمة؟ يا بتاع الفئة العمرية؟ يا بتاع تحسين المظهر؟ يا دي يا ابن المتناكة, بدل ما تحسن الفئة العمرية حسن ظروف فتحة الشرك بتاعتك يا كالصمة, بدل ما تحلقها بالسكينة يا بسكينة المطبخ يا دي يا ابن المتناكة, ولما نيجي نحطهولك نتشوك وبتاع والبتاع بتاعنا يلتهب يا كالصمة. لا انتفها يا خوال زي امك كده ما بتنتفها بالحلاوة وتطلع تسرح يا ابن المرة اللبوة متناك عشان تجهز يا كسومك. تمام يلا يا ابن الشرموطة يا خاوة. ادي الاستاذ اللي كان لسه بيقول انت بتشتم, ما هو والله احيانا انت بتظن ان هم لا دول ما لهمش دعوه بالسيسي, لا دول بقولت لك الدخلة الجديدة ممكن ينزل يسفه من السيسي ويش من السيسي عشان يسفه العمل اللي انت بتعمله. معنا مين يا استاذ؟ اهلا وسهلا. اهلا فيك. الو اهلا عامل ايه يا استاذ باهك؟ انا الحمد لله يا عسل. تشرب ايه؟ اشرب من دمك. عاوز ايه يا خاوه؟ عاوز ايه يا عل؟ هتقول ايه يا خاوه؟ انت اسمك ايه؟ اه انا خاول يا اسطى. اسطى انت اسمك ايه يا خاول؟ بلاش يا اسطى دي بقى. ما هو انت ما انا عارفك يا حبيبي والله وحافظك يا معلم. عيب يا اسطى. عيب يا اسطى. انت بتشتغل ايه الاول؟ عيب يا حبيبي. انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ خلينا بقى نتكلم. ما هو ما انا بسالك اهو بتشتغل ايه يا اسطى؟ انا بشتغل معاك يا باك. تشتغل معايا معرس يعني مثلا؟ لا ايه ده وانا بشتغل معاك يبقى انت معرس؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. مش هو ده اللي انت عاوز توصل له يعني؟ ايه ده انت معرس يعني؟ لا انا مش معرس,
انا اللي بحطه في انا اللي بحطه في الطياز انا اللي بحطه في الطياز اللي زيك يا متناك يا خاوه. انا اللي بعمل الحوار وفي النهايه بحطه في تيزك اطلعه من بقك واسحبه من بقك ارجعه في تيزك تاني، واللجنه اللي بعد منك والخوه اللي المتناك اللي بعد منك لغايه ما لضمكم كده يا خوالات اعمل بيكوا سبحه تسبح بحمد السيسي يا ابن المره المتناكه منك ليه. وانا بحطه في يلا يا ابن المتناكه يا خاوه. معانا مين يا فن؟ ايوه عم بهجت. ايوه يا عسل. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا توتو عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا عامله ايه يا خوال يا متنك؟ ده عيب على عيب على صلعتي يا ابن الوسخ. مين اللي سرح شعر تيزك النهارده يا؟ مين اللي سرح لك قصه تيزك النهارده وقايفها لك يا ابن الوسخ؟ اللي بعده معانا مين يا فندم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. الحمد لله استاذ. مطعم حسن؟ لا، مطعم امك يا ابن الشرموطه. تحب اغرف لك منين؟ من فرجها ولا من طزها يا ابن الكلب يا خوة؟ أرغرف لك منين؟ من فرجها ولا من طزها؟ ولا أجيب لك حتة من بزها يا ابن اللابو يا خوة؟ أجيب لك منين يا ابن الشرموطة؟ أنا كل ده على فكرة والله كل ده تليفون عادي دولي، كل ده تليفون عادي دولي معاهم فلوس. بص معاهم فلوس ولاد المت... وانا برد عليهم وانا عارف ان هم الجان وبرد عليهم يعني ومش بيصرفوا عادي مفيش مشاكل. معانا مين يا استاذ؟ الو 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 يا ابو ايه؟ يا ابو قرع. يا ابو قرع ازيك يا ابو قرع؟ انت معجب بقرعتي يلا ولا يا ده يا خاوه؟ تردش ليه؟ ولا اسمك ايه يا توتو؟ توتو يا توتو يا توتو. الو اللي بعده معنا مين يا فندم؟ جالك يا بلدي ضل دايما جنبك على طول وذكريات كل اللي فات. معنا مين يا فندم؟ فاكرة يا بلدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تكرم يا غالي. تحية لك تكرم. أيها البطل. تكرم يا غالي. الغالي. تكرم يا طيب. أول حقيقة أنا فرحان كثير لأني بعد تقريبا حوالي 300 محاولة اتصال. الله ربنا يعينك. قدرت الحمد لله يعني أتواصل معك. أنا الشرف والاتصال تواصل معك. الشرف إلي يا فندم. حياتي لك. حياك الله. أستاذ بهجت، بخصوص مسألة الكفر النظام من عدمه أو الأنظمة العربية بشكل عام، أنا أعتقد إطلاق وصف أن إطلاق وصف الكفر على هذه الأنظمة سواء السيسي ولا آل سعود ولا بن زايد وناقص ومش عارف مين هو مدح لهم أكثر من كونه ذم. الله. لأن حقيقة وقد يختلف معي الكثيرون، هناك أنظمة غير مسلمة، أنا شخصيا أعيش في بلاد الغرب، أنظمة غير مسلمة أو كافرة يعني بمعنى غير مسلمة لا تفعل ما تفعله هذه الأنظمة. الله الله أحسنت أحسنت والله. يعني 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 هذه الأنظمة وصلت إلى الفجر. لسه أول البارحة هذه الصورة، هذه صورة هذه الممرضة المسكينة المرعوبة من مشاهد الموت. يأتي النظام بكل فجر وكل قباحة، يعني بدلا أن يحاسب المسؤولين يقول لك ممنوع التصوير. بالتصوير لا والألعن ده مش ده بيمنع التصوير كمان يعني ألعن من هذا. وزيرة الصحة بدل أن تستقيل راحت إلى ذهبت إلى حفل. ما هذا الفجر؟ ما هذا الاستهتار؟ نأسف حتى أن هنالك الكثير، أنا أعرف كثير من جماعة سيساوية يعني من المصريين يقولون إن أنا أتدخل في الشأن المصري رغم أني أتحدث في الشأن العربي بشكل عام، أتحدث بالشأن المصري. أفندم هم اسمعني يعني هم مثلهم كمثل العاهرة، لما تروح تظبط العاهرة ومتلبسة بالدعارة ومطبسة بالدعارة مع ابنك مثلا، يعني ممكن تغوت ابنك
وخليته لمؤاخذة يفعل معاها وسرقت فلوسه ولا عملت ولا من غير فلوس حتى، وبعدين تيجي تعنف هذه العائرة تقول لك وانت مالك، انت مالك ليك ده، ما تتدخل، روح اتدخل في فرجك وطيزك، انت مالكش دعوة بفرجينا يا دي يا عرس يا عرس، ده شأن انساني. وبعدين يجي ايه يعطي نفسه الحق ان ينتقدك، ولما تيجي انت يا جماعة وبعدين تقول له انت مسلم يقول لك اه امال ايه يا مش يا خوارج يا كفر، تقول له النبي بيقول المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ما قالش المصري للمصري ولا المغربي ولا السوري للعراق، قال لك المسلم للمسلم، فكونه مسلم فلك الحق وله الحق انه ينصرك غصب عنك، مش محتاج يستأذنك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم رجلا يضرب ظلما، ما قالش بقى راجل مصري راجل سوري راجل سعودي، رجلا يضرب رجلا رجلا بس. كل خيبتنا واحدة، يعني أنا لا أدافع عن حكومة بلدي، أنا صحيح. أقول لهم جزاكم الله خير انتقدتم حكومة بلدي، بالعكس أنا سأكون عونا لكم وأشكركم على هذا إذا انتقدتم حكومة بلدي، يعني لو كنت أدافع عن، ما احنا كنا خيبتنا واحدة، كلنا خيبتنا صحيح. للأسف واحدة كفي كشعوب عربية بشكل عام، يعني نعاني من أنظمة بالية وأنظمة سيئة ورديئة جدا لا تصلح يعني وظالمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم آمين اللهم آمين. أنا يا شاكر لك جزيل الشكر يا شكر أستاذ، شكرا يا فندم والله، شكرا بالتواصل معك وشرفت بك يا وعذرا على الإطالة. لا يا حبيبي ده انت ما شاء الله من اخف الناس الضيوف الطيبين، حياك الله تكرم يا الله. مع السلامة. مع السلامة. معنا مين يا فندم من خوالات السيسي يا استاذ؟ الو الو اهلا وسهلا. الو اهلا بيك. طب مستشفى؟ نعم مستشفى الولادة. مستشفى مين؟ مستشفى الجراء والولادة. لا مستشفى قصامك يا ابن الواس، اجيب لك اغرف لك، عاوز حقنه؟ عاوز حقنه شرجيه ولا عاوزها ايه يا خاوه؟ احطها من بقك ولا من طيزك يا شرموط يا عيل؟ اللي بعد. معنا مين يا فندم؟ معنا مين من مخارب السيسي يا فندم؟ الو الو اهلا اهلا وسهلا. انت لوحدك ولا انت لوحدك؟ الو ايوه يا خراشي على الالو يا خراشي. طب بص تعالى بعيد بس كده، تعالى ابعد عن الحمام، ابعد عن الحمام عشان تيزك. غسلت تيزك؟ استخدمت الشطافه كويس؟ مسحتها بعد الغسيل؟ لمعتها؟ نشفتها؟ تعالى بقى يا خاوه يلا خش على التسريحه بتاع عمك كده، هات شويه فازلين من اللي ابوك كان بيستخدمهم يا متناك لما يجي حد من الضيوف عشان يظبط الحاجه، تعالى لي هنا بقى يا خاوه عشان اظبطك، اطلع لي على الخاص يا ابن الوسخ. رحت فين يا عيل؟ رحت فين يا خاوة؟ انا عايز ما... اريك مرة. يلا يا ابن المتناك اللي بعده. بعدت امك يا خاوة ولا لا؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة يا ولاد المنتاك يا خوالات. معنا مين على التليجرام يا فندم ولا الواتساب؟ ده واتساب ده ولا تليجرام؟ معنا مين يا استاذ؟ الو انا التليفونات اختلفت عليا ولا لان ان البقره تشابه علينا الان. معنا مين يا استاذ؟ يا مهجد اهلا. كنت اتحدث مع حبرام على التليفون وقال لي ايش هذا الذي اسمه هلا، قال لي انه مرض مهجد. انه مرض مهجد بتجهز مراتك يا قصمك عشان مهجد بيحب ينكها، قال لك كده حبرام ان مهجد بيحب ينك مراتك يا ابن المره المتناكه يا خاوه يا ابو بزرة يا متناك يا شرموط يا عرس يا سلماني يا خول يا قحبة يا ابن العاهرة. يلا يا قصامك اللي بعده. معنا مين يا فندم؟ الو معنا مين على الواتساب يا استاذ؟ معنا مين على الواتساب يا فندم؟ وكلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. هلو
ما هو يعني يعني الناس اللي بتتكلم بنو كولر اي دي انا مش هرد عليكم يعني ما خلاص يعني انت ما وبعدين يقول لك يا جبان والله يتصل بيا من الرقم الظاهر يا جبان لو راجل انزل ماستر ياكل سمك لو راجل انتظر الرقم بتاعك لو لسه فيك حاجه يعني حتى لو فيك قلوط خرى يا ابن الوسخه اظهر الرقم بتاعك حتى ولا خدت كمان يا دي يا ابن الشرموطه انت ما حدش عارفك انت بتتكلم منين اصلا من طيز امك ولا طيز ابوك ولا من اني خراره يا ابن الوسخه معانا مين يا استاذ معانا مين يا استاذ الو معانا مين يا فندم الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ده مش غريب عليا معانا مين يا فندم معك احمد من انجلترا حبيب قلبي انت فين يا عم انت فين يا حبيبي انت فين احنا موجودين بنديك الصحه ربنا يديك الصحة مش موجود أحيانا أو تليفونك زي حبيبة عبد الحليم الصعب الوصول ما أنا عاوز أرتب معاك بقى من الفترة الجاية عاوز أرتب معاك يعني مش هينفع كده حبرم موجود وعارف طيب. أنا فين طيب يا حبرم يا رفو صلك يا شعب مصر جايين النهاردة عشان نتكلم تاني في أمر شعب مصر كنا من شهرين بنلطم عشان بيوت ومساجد شعب مصر اللي بتتهد وقبل منها بشهرين بنلطم لشعب مصر على النيل اللي راح وقبل منها بشهرين كنا بنلطم لشعب مصر على كورونا اللي بتحصد فيهم ورجعنا تاني لمحطة كورونا وكأننا ماشيين في حلقة مفرق. زي الحمار اللي شايل ايه شايل خرى والعياذ بالله على مصر أجمعين في الوقت اللي دول العالم كلها بتنظم نفسها فيها وزارات صحة وفيها ناس معنيين يعني عندك هنا مثلا في بريطانيا قالوا على شهر 2 الجاي هنكون حققنا 30 مليون مواطن اللي هم العواجيز اللي فوق سن 50% أصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية نص الشعب بالضبط على شهر 6 الجاي هنكون حققنا 30 مليون الجايين عشان نرجع البلد لطبيعتها ليه؟ لأن اللي بيدير هنا هو وزير الصحة ادوا في بداية الأزمة ادوا الجامعة أكسبورغ مليارات قالوا لها عملوا لنا مصل أي أقل مصل في الدنيا عشان المعامل اخترعه كان بياخد بالشهور جامعة أكسبورغ عملت لهم المصل 9 شهور ليه الحاجة أم الاختراع صحيح في فلوس والتمويل موجود والعلم موجود ما نشتغلش والناس موجودة طاقات البشرية الحاجة أم الاختراع يعني هو الألمان هتلر ما احتاج للمطاط ما منعوا عنه في الحرب العالمية الثانية العلماء اخترعت له المطاط الصناعي في دقيقة البريطانيين لما كان الطيران الألماني بخش يقصف لندن ويطلع ويدمرهم زي السلام عليكم اخترعوا حاجة كاز كده عمود صغير اسمه الرادار الحاجة أم الاختراع لكن عندنا في مصر عشان اللي بيحكمنا راجل أهبل حقير ملوش لازمة يقول لك يعمل إيه التعليم في وطن ضايع يعني. أنت فاهمني لا التعليم بينجد شعوب هو ونجد شعوب في الوقت اللي وزراء الصحة والمعنيين هم اللي بيديروا من الشعوب عشان خايفين على أرواح ناسهم إحنا اللي بيدير البلد عندنا ضابط المخابرات ضابط المخابرات أو ما ينوب عنه بيطلع يس يقول للناس اكذبهم مفيش نصيبة ولا فين دولة تشوف أبوك بيموت قدام منك تقول ده صاحي تشوفه بيتنطط قدام منك بيفرفر من كورونا تقول لا دي مش كورونا ده كان عنده كحة ولا كان عنده زغطة ومات منها وهنمشيها كده تقول لي في أكسجين مفيش أكسجين إياك تفتح بقك إياك الجراءة تاخدك وتطلع لفيديو ولا تفتح بقك وتتكلم بكلمة وهي كده طيب ماشي مفيش مشكلة المرة دي بنتكلم في صحتكم تاني نرجع تاني ونقول صحتكم وصحتكم ده هي بيتكم هيهدوا عليكم ولا هي ضريبة ولا هو ابنيه هيغليه عليك وهيرجع ياخده منك صحتك وصحة ابنك محدش هيبكي عليها غيرك انت ده ضابط المخابرات هيشغل باله بيك سواء عشت او مت بل بالعكس ده انت موتك مربح ليهم بياخدوا اي حتة ارض هم عايزينها ويبني لك عليها سور ويقول لك مقابر وبيبيعها لك بفلوس ياخد ارضك يبني لك عليها سور ويقول لك مقابر ويبيعها لك فموتك بالنسبة له مربح عن انه يجيب لك بقى اكسجين ويجيب لك الكلام ده كله ويعالجك فهتستنى ايه وصلنا دلوقتي والعياذ بالله ان شبه كل بيت في كورونا وكل شارع يعني كل يوم كده تقوم من النوم على السريخ في ايه في ناس متوت بكورونا
وكل جامع بيطلع بالستين جنازة. وده آه والله جنازة. الناس قالوا لي مرة جامع كان فيه حاجة وستين ولا ستين جنازة. العمري في اسكندرية 65 جنازة. أدوس في المحلة 40 جنازة. العسوي في المنصورة 55 جنازة. وقبل منا كان جامع في السويس. تحس إن الشعب ده بكأنه بينتحر. الشعب ده وقف الدور عشان يعني ينتحر. عشان ينتحر مش يموت. هم عاوزين يموتوا. ده اضحك يضحك من سخرية القدر. القزم بتاعهم اللي مسمي نفسه رئيس مراحل الأمم المتحدة يقول لهم تعالوا تعلموا مننا تجربة كورونا عملنا فيها ايه. اضحك. خلصنا كل مشاكلنا. البي بي سي طلعت تفضحها وتقول له انت في 3 شهور الصيف اللي عندك مات عندك 60,000 واحد. زيادة عن المعدل الطبيعي. زي ده 60,000 في الوقت اللي ايه اللي الدنيا حر وكورونا ما هيش نشطة. امال في الايام اللي الدنيا بردت فيها تعمل ايه؟ ويطلع لك مشي الدنيا. كام يا ابن الاصابات قلنا امبارح؟ قلنا يا فندم 1403 خلاها 1406. والميتين كانوا كام يا هلا؟ 50 خليهم 52. ويطلع لك تروبش من وزارة الصحة يقول لك هي ممكن تكون الارقام 10 اضعاف او 20 ضعف على اساس لو المجزرة اشتغلت والناس بدأت تموت زي الفراخ نقول لهم ما احنا قلنا الأضعاف. لو ما ماتوش نقول ايه تمت لأن كورونا خفت من رئيس الدولة استيادة الذكر اللي هم جابوه لنا. فما انتوا شايفين لها ايه يا شعب؟ انتوا شايفين لها حل؟ انتوا شايفين كده؟ انتوا شايفين ان باين لها بكرة مع الناس دي؟ 2021 بدأت. 2021 بقى هتختلف عن السنين اللي فاتت في حاجة. السنين اللي فاتت اللي انتوا شفتوها دي كانت السمان. اللي جاي ده بقى العجاف. سدد لي الديون اللي عليك. انت بعت مجمع صحيح. التحرير عشان يسدد. والله أعلم عايز يعمل ايه. باع. سمعنا ان هو باع. خلاص راح. ودلوقتي نزل ينصب على أهل القاهرة القديمة عشان ياخدها منهم بحجة تطويرها. فأكيد هي اللي عليها الدور. ما معهوش فلوس يسدد قروض يا بهجة. القروض اللي خدها دي هيسددها منين؟ فالقرض ما بيتسددش بيرجعوا على الأصل أو على الضامن. ده شيء طبيعي. البنك المركزي ضامن القرض مثلا باستنفاع منطقة الهرم السياحية 10 سنين. هينزلوا يستنفعوا بها 10 سنين وانت مالكش دعوة. طب هو دلوقتي عايش ازاي؟ ده كل يوم بيستلف قرض. طب القروض دي بياخدها بضمانات ايه؟ ولا الهوى ولا الهوى. يروح يعمل عيد ميلاده يجيب لكم مغنيه ب 60 مليون انجلو في حفله وترجع نمره من انجلترا. يطلع لكم عيله قليله الادب وسخه ملهاش لازمه تقول لك انا عايزك تبع على مؤخرتي واما بنعمه ربك فحدث. كل ده يا ابني ما هو ظابط المخابرات يا حبيبي هو اللي حاكمه. ضابط المخابرات في الوقت اللي الدول اللي بيديرها دلوقتي وزراء الصحة والناس اللي بتفهم في الطب انت اللي بيديرك عيل اسمه احمد شعبان ياخد امره من عباس كامل ومن محمود السيسي. ده بيقوم من نوم الصبحية يفكر في حاجتين. اطلع منك الجنيه ازاي وبخليك تموت من وتحب الموت. ووصلكوا دلوقتي ان كنتوا الموت عندكم بقى زي ضريبة بتدفعوها. زي مثلا 20 جنيه بتدفعوها زياده على عداد الكهرباء او على فاتوره الميه. ايه يعني اما نقوم ونقول جدنا مات الصبحيه بكورونا جدتنا. طب خلي بالك عشان كورونا اللي جايه بعد كده ممكن والعياذ بالله بعد ما تخلص على جده وجدته وماما وبابا تنزل عليك انت كمان فريزر. هتلاقي مستمر ما نتمناش والعياذ بالله ربنا يشفيكم. بس الإصابات عندك دلوقتي المعدل خرافي. يعني هتتكلم مع دكاترة شغالين تحت ناس في مستشفيات وعايشين معهم يقول لك الأرقام خيالية. ممكن تقول 7 مليون 8 مليون إصابات أقل واجب. والوفيات معدية 4-5-6 آلاف وانتوا لسه داخلين على أول الشتاء في اليوم. طب بتتكلم في اليوم مش كده 4-5-6 آلاف في اليوم. أيوة في اليوم. طب لطمنا عشان بيتك يا سيدي لو نمت في الشارع ما كنتش هتموت. لطمنا عشان نيلك وكان في شويه ميه في الحنفيه. انا لطملك المره دي علشان ايه؟ انا من قيمه يومين عملت بس عندي وقلت لهم انتوا بتقولوا الناس اللي بره ما بتجيب لناش حلول انا هجيب لكم حلول. عايز تتجوز اطلع على الواد كامل الوزير ساكن في قصر بس ب 50 مليون وعنده 3 قصور زيه وعنده اراضي زيها وعن ثروه كامل الوزير لوحدها بتاع 7-8 مليار. خدوهم منه يا شباب محافظه الدقهليه وروحوا اتجوزوا بيه. عندنا 50 لواء زي ده هم معاهم فلوس تجوزكم. عاوزين مشاكل البلد كلها تتحل نعلن تأميم الشركة العالمية للقوات المسلحة شركة مساهمة مصرية. احنا فكرنا لك هو بقى الناس اللي بره مين اللي هينفذ بقى 50 مليون بغي
كانوا بيحتفلوا لي على كوبري ستانلي بيوم الكريسماس يوم راس السنة الكريسماس اللي هو يوم 25 الجهلة اللي بقلدوا عن عامة كانوا بيحتفلوا بيوم 30 اللي هو يوم راس السنة ورشقوا لك دماغهم في دماغ بعض ما انتوا بتتنططوا وحلوين اهو فيكم الروح بقى وفيكم الصح اللي بره هم نفكروا لكم وجابوا لكم الفكرة لحد عندكم عايز تتجوز لو انت من محافظة الدقهلية اللي سرقك واحد اسمه كامل وزير ساكن في قصر بس ثمنه 50 مليون خد يا عم 50 مليون منه اقسمهم على 100 شاب كل واحد فيكم ياخد 500,000 يبدأ حياته ويتجوز واحدة ويعمل ذرية صالحة في واحد بقى تاني اسمه عصار مات في واحد تاني اسمه اللي هو الشريف ما عنده فندق بس ب2 مليار ده يعني ايه 50 لواء 50 لواء الواب محمود السيسي وابوه السيسي بس لوحده العيلة دي كان معاها فلوس تجوز الشباب القاهرة والزيادة عايزين تحرركم تأمين الشركة العالمية للقوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تاخد بلدك تاني تستردها من الاحتلال ومش بس هترجع فلوسك وهترجع اقتصادك ده انت هيتفتح عليك ريح التعليم وريح الثقافة الجدار اللي هم منعينه عنك جدار التعليم والثقافة والتنوير والبني تبقى بني آدم والحرية والديمقراطية انت بينك وبين أوروبا عرض البحر المتوسط عيد خشي طيارة بتعدي في ساعة لكن على الأرض 4 سنين ضوئية احنا مهما نعمل الناس اللي بره مش هنقدر نحل لك احنا ممكن نجيب لك حل ممكن نوريك اللي انت ما انتش شايفه لكن انت على الارض لا انت ناقص عدد ولا انت ناقص جراءه انتوا بتقولوا احنا جبنه لا انتوا بتداروا ورا الجبن كحجه انما والله انتوا ما انتوا جبنه يعني يوم ما طلعتم بقول لك كان في 2000 يا عم بهجت على كوبري ستانلي وشفناها على الفيديوهات بيحتفلوا بليله راس السنه ال2000 دول يا عم بهجت لو كانوا رفعوا ايديهم وقالوا حرام كفايه ما كانتش اسكندريه ممكن نزلت وراهم اه اتولعت الدنيا هناك طيب ال2000 دول يا عم بهجت كانوا نازلين وعارفين ان الكورونا بتموت في الناس ما خافوش من كورونا لا يموتهم قال لك احنا صغارين في السن ما بنموتش دلوقتي ما خافوش من ربنا قال لك عذاب ربنا مؤجل طب لو كانوا شافوا البوكس جاي يا عم بهجت كان كله هيدور الجري نطوا في البحر دي يبقى دي مشكلتك انت بقى هو انت عامل زي القطه ترمي لها خياره تشوفها تنط العلماء احتروا من الظاهرة دي انتوا بقى الظاهرة بتاعتكم انتوا اسمها ابن الدرة ورا الجبن انتوا حلوين اهو احنا نفكر لك احنا نشاور لك على الغلط اكتر من كده يا ريت لو اقدر انزل اجيلك كنت نزلت جيت ظهرت لك لكن من المطار وهنتاخد انت عارف اللي فيها او هيقول لنا ارجعوا من مطرح مديكم عشان معنا جنسية ماشي محمد مرسي في عهده ما كانت بتقطع الكهرباء كنت بسمع كلمة ظريفة قوي منك لله يا مرسي طب السيسي ما قطع عنكم الأكسجين مش هنقول له حاجة بقى براحتكم خالص بس أنا يعني يأسفني إن أنا أقول لك إن الأيام اللي جاية هبشر بخير كورونا بتنتشر وبتاكل فيكم زي النار في الهشيم هو اتفق على مصل وسخ ملوش لا أصل ولا فصل الصين ذات نفسها ما بتستعملوش ده راحت جابت مصل فايزر وهيحقنكم بيه بمزاجكم أو غصب عنكم اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت وهو وزيرته راحت اتفقت على لقاح فايزر النظيف قوي هتجيب منه شويه قليلين دول هيقول ليها وللواءات وللممثلين وللممثلات وانت هينضرب فيك الصين والدوله وكده وخلاص وانت هينضرب فيك الصيني ما اصل الصين ذات نفسها ما بتستعملوش الصين والله بتفكر بنفسها سخريه والله سخريه وايه لا وايه ده من السخ ده لسه عشان المهزلة تكمل ده راح خد قروض ومساعدات تعدي 40 مليار عشان أزمة كورونا ودلوقتي بيفرض على رجال الأعمال بالقوة والناس إن تتبرع عشان المصل اللي هيشتروا لهم اللي هو الصين وخصم من المعاشات من كل معاش ولية بتربي يتامى 100 جنيه في الشهر علشان كورونا وخصم من العمال والموظفين قبل كده 1% علشان كورونا وبعد كده ايه فوق كمان ده فوق كل ده ايه ده فوق كل دون مش فوق كل دون المصل بفلوس هتروح تطعم هيدفعك كمان فلوس عليه شوف كفر الراجل انتوا بالنسبه له سبوبه ومغلي عليك الكهرباء لسه بقالوش يومين مش هتشوفه منه غير كده يقوم الصبح ينحل فيك وياخد منك فلوسك ولو طال يموتك هيموتك نصيحتي ليكم حافظوا على الناس العواجيز في السن الناس الكبار في السن حافظوا عليهم الناس اللي عندها أمراض مزمنة بعدوهم خالص وحاولوا تعزلوهم في كمامة على وشك
وشوف مصلحتك. المرة دي احنا بنتكلم في حياتك، ما بنقولش بقى ده بيتك هياخده ولا مسجدك هيهده. اذا ما كانش عندك غير على وطنك ولا على عرضك انت حر يا سيدي. المرة دي حياتك وحياة ابنك. حتى الفيديو الموجة اللي فاتت كان بيسيب لك منفذ انك انت تتنفس وتقول ايه الحقوني امي الحقوني ابويا وتعمل فيديو. ووصلك بقى المرحلة دلوقتي ان اللي هيفتح بقه في فيديو مش هيتساب. فانت هتفضل مستحمل لحد كده امتى؟ المرض اللي جاي المرة دي ربنا بعته وتقدر تقول عقاب من عنده. مرض اعمى ما بيشوفش، ما بيميزش ما بين فقير وغني. الممثلين مرميين زي الكلاب، ولواءات ماتت وهتموت زي الكلاب. وانت المرض دوا مش هيمنعه عنك حد، ربنا بيصيره بالاسم. كل رايح لكل واحد بعينيه. بكرة ياما هنسمع أسامي. لحد النهاردة صائت 12 لواء جيش وشرطة وكلها أسامي تلعلع، وممثلين مرميين في الإنعاش. ربنا يورينا فيهم يوم كلهم، من وائل الإبراش اليسرى لغيره. ولسه ياما هنسمع عن أسامي. ما هو برضو حضرة اللواء وحضرة الضابط مفكر إن المرض ده زي المرض اللي قبله. قبل كده يا عم ما كانوا بيتزنقوا في كلى وكبد ولا كلى، كان بيسرق فلوسنا يا عم وروح يزرعها ويجي. المرة دي ربك يا بهجة مصير له مرض لا ينفع فيه مال ولا الدنيا فاضية هتزرع له فيه حاجة. هتروح فين تتعالج مين؟ اللواء اللي بيتلدع بين مكانه. فعلى الله معرضين أمل الدولة وضابط المخابرات اللي ممشيها بالطريقة دي ياخد موعظة، لأن ممكن يكون الدور عليك. هتبقى لواء وعاجنها فلوس وخاربها من المليارات وهتسيبهم لمراتك. الواد العسكري السيك هيجي ياخد مكانك. انت حر، انت عارف اللي فيه. وانتوا يا شعب المرة دي احنا بنتكلم في حياتكم، نبوس رجليكم، نبوس رجليكم. ما غيرتش على أرضك ولا غيرت على دينك ولا على عرضك. المرة دي مش المثل بقول يا روح ما بعدك روح، نشوفك هتعمل ايه في روحك اللي بطلعوها على البطيء. بس اوعى تفكر انك انت حكاية نقص الاكسجين دي هتكون اول مرة واخر مرة. اتمنى لكن للأسف مش هتكون اخر مرة. يا ما هيتقطع اكسجين، ويا ما هتولع مستشفيات، ويا ما هيمنع جثث ان هي تندفن. نفس اللي حصل الموجة اللي فاتت هيتكرر واشد كمان. ليه؟ لان اللي بيديرها مش دكتور. احنا عندنا مريض رايحين نجيب له ضابط مخابرات هو اللي يعالجه. فشوفوا هيعمل فيه ايه. شكرا، واتمنى ان ما كنتش طولت عليك. وحبرا معاك في اي وقت لو عاوزني. تمام طيب. ان شاء الله الله يكون في رعاية الله. مع السلامة. معنا مين يا استاذ؟ الو، معنا مين يا فندم؟ استاذ بهجت. استاذ بهجت اهلا وسهلا حضرتك. كنا عايزينك تتكلم عن مشكله ان الميه بتقطع. والله بجد الميه بتقطع جدا، يعني بجد بتقطع في مصر بطريقه رهيبه بجد. والله بتكلم جد، مش كمان من ساعه سد النهضه، ده من بدري. فشخ. ان شاء الله بعت لنا اللينكات وبعت لنا الحاجات اللي بتتكلم على كده، وان شاء الله نعملها يعني ان شاء الله. يعني هي بتقطع يعني في مدن كتير. يعني هي دلوقتي حاليا قطع، اللي ما عندوش مطار ما بتجيبوش. والمطار يعني اقسم بالله يعني بيشخر لنا وبيقول لنا كوس. بقول لك صمك صح. يا ريتنا يا ابن المنتاكه. معنا مين يا فندم؟ الو، معنا مين يا استاذ؟ الو، معنا مين يا استاذ؟ معنا مين يا استاذ؟ الو يا استاذ، المايك بتاعك مش شغال. لحظه يا فندم، اتفضل يا استاذ. شغل الفيديو اللي انا لسه بعته لك. في واحد بعت لي فيديو خطير جدا هيثبت لك حجم الكارثه اللي في مصر دلوقتي يا استاذ بهجت. اعرضه عندك دلوقتي. ده فيديو ايه ده يا فندم؟ مفيش اكسجين في المستشفيات خالص يا استاذ بهجت. والانابيب بتاعه الاكسجين عربيات. شفته؟ هنشوفه. اعرضه كده. عربيات يا استاذ بهجت عايزه تملا انابيب اكسجين، عربيات من النقل الكبيره واقفه على الشاميات بتاعه التعبئه ومستنيين الدور بتاعهم عشان تتملى.
كل عربية ديت كل عربية من ديت يا سيد بهجت عايزة مستشفى. شوف بقى كم عربية وكم مستشفى في البلد نفسه. هم بيعرض لك أسباب أزمة الأكسجين إيه؟ مش ممكن يعني أصل الأكسجين ده ممكن يعملوا مصنع بين يوم وليلة يعني. هل الأزمة دي مفتعلة ولا هل فعلا في مرضى بالعبيط بقى دلوقتي مصر بقى مصر مصر فيها ملايين الناس مصابة بالكورونا بتتعالج بقى يعني الدنيا مش. طب انا عايزك تتخيل ان ده مصنع واحد في مصر واقف عليه قدام العربيات دي كلها. انت متخيل مصنع واحد؟ انت عندك احصائيه مصر فيها كم مصنع اكسجين ومال باقي المصانع اللي بتاعت القوات المسلحه والمصانع اللي بتاعت رجال الاعمال الخاصه العربيات اللي واقفه قدامها كام؟ انا في دكتوره بعتلي دلوقتي الرساله الفيديو ده هي بتنشر فيديوهات كلها عندي على قناتي اسمها ست الدكتورة يعني. في فيديو كمان عايزك تعرضه ست الدكتورة وتعرف هبعتهولك ثواني بس خليك معايا. شايفين يا جماعة المصيبة اللي احنا بنعانوا منها؟ في فيديو مهم جدا لازم انت تشوفه برضو بعد الدرس هجيبه لك. يعني ده في واحد كان عارض فيديو من كام يوم بيقول بقاله 4 أيام في الطابور. واحد كان بيقول بقاله 4 أيام في الطابور. فين يعني ما يكون واحد بقاله 4 أيام في الطابور عشان ياخد اكسجين مع عربية نص نقل؟ العربيات دي بتخلص في نفس اليوم ولا بتاخد ست أيام؟ ست الدكتورة لو عندك حاجة قوليها لي. بص اعرض برضه عندك يا بهجت. اعرض ده برضو اللي انا بعته لك بس سمع صوته. لو الصوت مش شغال لا شغله عندي. الصوت شغال بس انت وطي صوتك واخلع انت والصوت شغال. ده في مستشفى في دمنهور. لحظة مستشفى في دمنهور بيصرخ لسه احنا بتعرف بلك ادواء بلك ايام بتطلع على الناس بلك ايام ثلاث ايام. يا نهار اسود بقاله 3 أيام. 3 أيام بقاله 3 أيام يا جدعان الراجل واقف. طب نجيب بقى الفيديو ده. شوف الفيديو ده بتاع احنا في مستشفى دمنهور الاكسجين ناقص علينا الاكسجين ناقص علينا الاكسجين ناقص علينا. الأكسجين يا ناس الناس بتموت. لحظة محمد الأكسجين بيروح علينا. اسمعوا الناس كلها بتزرع يا ناس يا ناس يا سيادة الوزيرة يا وكيل وزارة الصحة يا رب الناس بتموت يا اخوان. معانا شاطر وزير انجلينا شاطر وزير اهو انجلينا شاطر وزير حيينا في خلاص يا شاطر وزير. الناس بتموت يا ناس في خلاص. المستشفى يا شاطر وزير مستشفى حماه الصدر دمنهور يا شاطر وزير. تعرف حصل له ايه؟ اقول لك المصيبه. اقرا الخبر ده المصدر اهو بعته لك في الرساله. وكيل الصحه بالبحيره بينفي نقص الاكسجين بصدر في دمنهور. واللي صور الفيديو اعتقلوه. اللي صور الفيديو ده اعتقلوه يا استاذ بهجت. بنموت يا سياده الوزير الحقيقه. صراخ مرضى كورونا من داخل مستشفى الصدر بدمنهور من نقص الاكسجين. قناة الجزيرة. والدكتورة متواصلة معي بتقول لي مستشفيات الكرة والمراكز كلها اللي في مصر الكرة والمراكز منقطع عنها الأكسجين تماما. أمال بقى المدن؟
هو بقى عمل هو عمل غرامات معديه دلوقتي كام؟ عمل غرامات على اللي مش بيلبس كمامات. استنى اجيب لك الخبر برضه. مش عارف كم مسجل كم الف غرامه في يوم واحد معديه داخلين اهو في المليون جنيه. صح يا دكتوره ولا لا؟ اهو 980 يا ست الدكتوره معاك؟ بتكلمني على الخاص يعني. طب ما تخليها تتصل، خليها تتصل ولا تتصل على التليفون العادي بتاعه، لان انا مش معايا الرقم بتاعها. مش معايا قبض الامنيه منعها. ايه ده، هي مش عايشه بره مصر؟ عايشه معايا في مصر. دي في مصر. طب ماشي، بتكلم على الست الدكتور بتاع كندا. طب التليفوني ضاع بتاعها. 19600 19000. اعرض الخبر ده، هعرضه لك اهو. مش بيظهر عندك؟ انا ما شفتش منه. ما بصيتش يا محمد والله، ما بصيتش يا محمد. بص، 19000 مخالفه في يوم واحد، في يوم واحد 19000 مخالفه لعدم لبس الكمامه. وهو عامل غرامه عليها. تعرف تجمع في يوم واحد كام يا استاذ مب؟ مليون جنيه في يوم واحد. 19614 مخالفه لموا منها 980700 جنيه. الموضوع مش لمك يا جدعان، يا جدعان الله يكرمكم. الموضوع مش مليون جنيه و10 مليون جنيه ومليار جنيه يا جدعان. دي دوله عدد سكانها 120 مليون. انت المليار جنيه ده ولا حاجه. ما هو لما ياخد قروض ب 140 مليار دولار وتجيله مساعدات تتعدى ال 175 مليار دولار، لما تضربهم في 16 18، وايام كان الدولار ب 18 جنيه في معظم القروض اللي خدها، انت بتتكلم على ايه؟ ده دخل ولا مال قارون. ودى الفلوس فين؟ حق الجزر اللي باعها وداهم فين؟ مش قال انه اكتشف حقول غاز ومش حقول غاز وحق الغاز هيخلينا اغنياء طب بيثوره غاز من اسرائيل ليه؟ حق الاثار اللي فرط فيها وباعها وداها فين؟ حق الجزر وداها فين؟ مقابل التنازل عن ميه النيل وداها فين؟ الـ 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 القطاع العام اللي عمال بيبيعه، الاراضي اللي عمال بيستولي عليها من المواطنين، المخالفات والمصالحات اللي الناس بتدفعها بيوديها فين؟ فرق الدعم بتاع الكهرباء لما غلى سعر الكهرباء وصله السما دلوقتي، بيودي الفلوس دي فين؟ ما ده دخل جاي للحكومه، كانت الاول بتصرفه. فرق البترول والبنزين والغاز وداه فين؟ الفلوس اللي بيحصلها من الطلبه، المصروفات اللي رفعها وطيرها السما وداهم فين؟ الضرائب الزياده اللي فرضها على كل الناس وداهم فين؟ الناس اللي مشغلينهم مخالفات على المحلات وعلى التجار بيودي الفلوس دي كلها فين يا جدعان؟ حد يقول لنا بيودي ابن الشرموطه ده بيودي الفلوس دي كلها فين يا جدعان؟ البلد مش محتاجه فلوس، البلد فيها فلوس الله، بس كلها بتتنهب يعني. بتتنهب يعني. انا كانوا بيرقصوا. انا عايزك تشوف اللي كانوا بيرقصوا له في اللجان. شغل الفيديو ده، شغل الفيديو ده مهم جدا. اللي كانوا بينزلوا يرقصوا له في اللجان، شوف ربنا عمل فيهم ايه. يا ولاد الكلب بالله عليك شغله. انا عايز كل سيساوي وكل معزه تشوف الفيديو ده عشان تعرف مصيرها يا ريس. يا ريس، يا ريس اللي بتعمل انجازات. يا ريس، يا ريس اللي بتعمل انجازات وبتعمل مشاريع وسايبني تعبانه وسايب الناس تعبانه. ارحمني، ارحمني مستشفى عشان اتحجز بعد كده. اجيب منين؟ انتوا عايزين ايه عشان تقفوا جنبي؟ انا تعبت، انا تعبت، ما بنامش، ما بنامش من المرض. فين السيسي؟ فين السيسي؟ فين رئيس الجمهوريه؟ قاعد ياكل كافيار وسايبنا، قاعد سايبني بموت، سايبني بشحت العلاج، واروح فين؟ اتعالج منين؟ اجيب منين؟ اقوم ارمي نفسي من البلكونه؟ اعمل ايه؟ اقتل نفسي واقتل عيالي؟ اقتل نفسي واقتل عيالي وارتاح من الدنيا اللي انا فيها دي؟ السيسي رمانا كلنا تحت الجزم، تحت الجزم، عمال يعمل مشاريع 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 مشاريع. طب واللي عيان بيموت؟ واللي عيان بيموت؟ واللي عيان بيموت فين؟
ايه رد. اظن معظمهم استاذ بهجت بالله جديد دلوقتي كله بالله جديد دلوقتي. انت فين يا سيسي؟ انجدني يا سيسي. انا بس عاوز اسال سؤال يعني. العيال ولاد الوسخه اللي بتطلع تستظرف يقول لك انا عاوز دليفري وانا عاوز كده وتعالى لي عشان انا سخن وعاوز حاجه في تيزي. ولاد المتناكه دول يعني ما شافوش الحاجات دي يا محمد؟ ما شافوش الحالات دي حواليهم؟ يعني انت لجنه ابن متناكه او انت طالع تهرج او انت ابوك ظابط او ابوك يا ابن الشرموطه يا ابن الوسخه يا ابن المره المفتوحه من ورا وقدام هيطولك الضرر هيطولك. لو ما طلقش في نفسك هيطولك في ابوك في جدك في امك في عزيز عليك هيطولك في زميلك. حتى لو زميلك وحبيبك اللي انت بتسهر معاه ومقضيها يا ابن الشرموطة معاه وبينيكك حتى هتلاقيه حزن لفراق ابوه ولا جده ولا عمه ولا ابنه ولا خالته ولا حتى جاره ولا صديقه برضك. هو انتم ما بقاش في عندكم دم يا اولاد الكلب يا اوساخ الى هذه الدرجة وصلتوا؟ يعني ما بقاش في اخلاق خالص حتى على انفسكم يا اولاد الكلب؟ شايفين الخراب محاوط ليكم من كل من فوقكم ومن تحتكم وعن يمينكم وعن شمالكم؟ مستقبلكم كله ضلمة يا اولاد الكلب ولسه بتهرجوا وبتمزحوا؟ مش عارف مش عارف مش عارف والله مش عارف لكم حاجه يا اولاد الكلب مش عارف لكم حاجه. هل لازم اتخلص منكم كلكم؟ لازم اتخلص من يعني هل انتوا بقى كلكم فاسقين مفيش امل فيكم بقى كده؟ لازم لازم يعني نجزركم كلكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب بالنسبه بقى اللي هو ماشي في الحيط اللي هو ماشي تحت الحيط بقى شوف مصيره يا استاذ بهجت مصيره في البلد عامل ازاي؟ اللي ماشي شغله برضه الفيديو اللي ماشي جنب الحيط يا سيدي لازم هيطوله يا جماعه. اظلموا الظالمين اظلموا الظالمين من راى كل الفساد ده والظلم يطول دينه وعرضه ومستقبله وفي لقمه عيشه ولسه ساكت. انت خايف عليها ليه؟ هفترض ان انت هتموت وتروح في 60 داهيه من دواهي الدنيا خايف عليها ليه؟ انت مش مؤمن ان هناك اله وان في اخره وفي جنه وفي فردوس وفي الفردوس الاعلى وفي الحوض والنبي هيشربك منه؟ هو انت لما تموت مذلول؟ انت كده بتموت منتحر. لازم تسعى للتغيير. انزل ولو قتلوك وذبحوك فانت شهيد. امال صلاه ايه اللي بتصليها وصوم ايه اللي صمته وزكاه ايه اللي بتدفعها وحج ايه اللي حجيته وقران ايه اللي بتقراه ليه لهذه الدرجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شغل الفيديو ده شغل الفيديو بعته لك ده قال لنا فك الحاجه كنا هنفك الحاجه ونحط قال لنا فك الحاجه كنا هنفك الحاجه ونحطها في اي مكان لكن اللي حصل فينا ده ما ينفعش يعني اهو اللي حصل ده كده ما يرضيش ربنا ده ما يرضيش ربنا اما في حته عايز صغيره كده اهو تمام ولا بقى بنقول بقى نبيع مخدرات ونقول الكلام اللي هو اللي ملوش لازمه ده ده ما يرضيش ربنا. كل الشباب دي كل الشباب دي كده شباب محترمه كلها كده شباب محترمه ولا ضارين ولا عاملين اي حاجه اهو اهي حد بضاعه وفلوس ده في الارض اهي فلوس دي جايه بفلوس ناس اهي بضاعه دي بتاعت ايه فلوس ناس اهي اهو اهو يا عم غاز اللي خايف يقول حزب والله على كلمه ما يقولش عادي بس اللي انا عايز اقوله يعني لو كان حد ولعنا كنا فكينا تمام كنا هنفك والله العظيم يا عم الفرق معانا لو لو ده كده عملنا البلد وخلاص احنا تمام 100% تمام بس يا رب تنضف كلها بقى كده اه يا رب تنضف خلاص ربنا يعوض علينا حسبي الله ونعم الوكيل حتى الكشك بتاع عم جمال حسبي الله ونعم الوكيل اللي جه عليه يضرب جنب الناس الغلابه وما يكونش عامل اي حاجه. بص اهو حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا عم جمال مش عارفين نقول ايه تاني. بالنسبه بقى للعسكري الغلباني يا استاذ بهجت في واحد طالع اسمه باشمهندس علي مهدي من فيديوهاته كده بحس اللي هو يعني ايه عايز يفهمنا كده ان العسكري الغلبان ده المفروض اللي احنا ما نظهروش له العداوه ولا نعرضوه. لسه هو لسه بس يعني فاهمني؟ لا غلطان طبعا لان لولاه ما ظلم الفرعون. ولازم يفهم بص حبيبي اصل انت احيانا
السوشيال ميديا لها لها سكينة بتسرقك كده عاملة زي المخدرات، فكل ما الفيور زاد عندك بتبقى عايز تزوده أكتر. يعني حرصك على الفيور وعلى لمة الناس خير، بتوصل رسالتك لعدد أكبر، لكن حرصك على زيادة العدد على حساب الرسالة الحقيقية ده معناها سقوطك إن أجلا أو عاجلا، أو معنى صح بتتحول إلى بغبغان بيضر نفسه، بدل ما بينقر يأكل في الحب لأ بيأكل في جسمه. لأن العسكري الغلبان اللي حضرتك يعني عاوز الناس تستعطيفه وتقول لك مش قادر، هو ده اللي بيهد، هو ده اللي هد الحاجات بتاعت الناس، وهو ده اللي بيقبض على الناس لما بتيجي تتكلم، وهو ده اللي بيعذبهم، وهو ده اللي بيعدمهم، وهو ده اللي بيضربهم بالنار، وهو ده اللي بيغتصبهم. لا سيسي بيعرف لما مؤاخذة يعمل حاجة، ولا انتصار بتعرف تعمل حاجة، ولا اللواءات اللي انت شايفهم والضباط دول بيعملوا حاجة غير بالعسكري. العسكري الغلبان هو ايديهم ورجليهم وعنيهم ولسانهم وكل حاجة. فهي قول فاصل كده. لو العسكري الغلبان ده يا أستاذ مش عارف تقول لي اسمه ايه، لو دخل على أهلك وفشخهم مش هتقول العسكري الغلبان، خلاص انتهت يا جماعة. احنا قعدنا بقالنا سنين طويلة، الأول كنا بنقول المجلس العسكري وشوية اللواءات النصابين، وبعدين قلنا بعد كده الضباط، وبعدين نزلنا تحت للضباط الصغيرين، وبعد كده صف الضباط، وبعد كده العسكري الغلبان لازم يفهم اني لولاه ما ظلم وما قتل وما سرق السيسي. لو العسكري الغلبان ده امتنع خلصت، السيسي وقع في 5 دقايق حتى مش هيلاقي طيارة ياخدها ويهرب بيها، هو العسكري الغلبان نفسه هيضربه بالنار. لكن كل ما تقول العسكري الغلبان كل ما بتدي فرصة للعسكري الغلبان انه يظلم. ودائما الفيديوهات المتسربة للعسكري الغلبان بتلاقيه فاجر ابن وسخ، فاجر لما بيقدر ما بيعفيش، مريض نفسي عاوز يمارس السلطة على الأضعف منه أو أي واحد في موقف ضعف. إلا من رحم ربي بقى قليل من العساكر الغلابة دول بتلاقيهم تعبان. لكن لو حصل مثلا واعتديت أنت أو رضيت اعتداء العسكري الغلبان فقتلته، وفيهم واحد يعني ما كانش ناوي وكاتم إيمانه ومش ضدنا ومش ضد الحريات، لو قتل على ذلك ربنا يبعثه على نيته بقى، هو كان نيته خير بس مش قادر، هو ربنا يحاسبه. لكن انت موقفك اللي يمس شرفك اذبحه، اللي يتعدى عليك على خلاف القانون والدستور ادافع عن نفسي ولو اقتضى الامر قطع رقبته. اظن السيسي ما فهم السيسي ونظامه وعسكري الغلبان بتاعه ما سابوش حاجه ما عملوهاش، فخلاص فيعني حق علينا التخلص منهم كلهم. استاذ انت شغل بس الفيديو اللي بعته لك ده هيقول نفس الكلام اللي انت بيقوله من الشيخ طلع على المنبر، عشان بس الناس اللي هما بيقولوا احنا ليه من عارف عسكري الغلبان. يقول لك الجندي المسكين الغلبان، عارف الجندي الغلبان ده؟ القرآن، الجندي بتاع فرعون. الناس يقول لك الجندي المسكين الغلبان، عارف الجندي الغلبان ده؟ القرآن، الجندي بتاع فرعون اللي كان مع سيدنا موسى، هو الجندي هو. اسمع كده القرآن يقول ايه؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون وهامان ومين؟ والجنود. طب الجنود ليه؟ أحمد بن حنبل الجندي بيقول له يا إمام سامحني، هو بيجلد أحمد بن حنبل. المجرم الجندي المجرم، مش الجندي الغلبان، الجندي المجرم اللي بيجلد أحمد بن حنبل بيقول له أم سوري والله قصدي تعليمات I have to do. قال له أحمد بن حنبل، قال له أنت أول واحد ربنا حيولع فيك، لأن اللي جلدني مش الحاكم الظالم، اللي جلدني أنت، واللي قتلني أنت، واللي فتني في ديني أنت. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. بل خد أكبر من كده كمان، سورة القصص، اسمع الآيات دي رائعة والله رائعة. سورة القصص تتكلم عن فرعون إليه، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. أنا كنت والله مع إن أنا كنت جندي كنت أفكر إن الجندي يعني مسكين وغلبان وكده وينفذ تعليمات ربنا. المشكلة أنا الجندي مستكبر، الجندي مستكبر هو كمان، الجندي عايش الدور هو كمان، الجندي بيتفنن في تنفيذ الظلم للعباد في كل مكان في كل أوطاننا العربية والمسلمة. الجندي هو المجرم المنفذ. اوعى تفكروا انه بريء او بعيد عن الظلم. راح واحد بيسأل بشر الحافي بقوله يا إمام خد بالك، قال له نعم، كان عالم كبير، قال له انا شغال ترزي، عارف الترزي الخياط اللي بيخيط. قال يا إمام أنا إني أخيط ثوبا لظالم، أنا شغال خياط وبيجيني واحد ظالم يفصل عندي عباية زي كده ولا جاكيت يلبسه، أنا بنفصل بس أنا أكل عيشي بنفصل، فبنخيط ونفصل بدلة للظالم، وأنا خايف أكون من اللي ربنا قال فيهم
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. أنا كده ركنت للذين ظلموا، قالوا لا، إن الذي يبيع لك الخيط، اللي يبيع لك الخيط هو قد ركن إلى الذين ظلموا. قالوا أنا، قالوا أنت من الظالمين. يا الله، أنت من ليه؟ من الظالمين. ده اللي بيلبسوا البدلة بس، مش اللي بيحرسوا، ولا اللي بيأيده، ولا اللي بيبررنه، ولا اللي بيدافع عنه، ولا اللي بينفذ تعليماته، ولا اللي بيحبه. يحب تكره سيدنا عبد الله بن مسعود، شاف ناس ظالمين كده متعلقين بأستار الكعبة، فقال كلمة والله رائعة، بيقول ايه؟ لو أن رجلا، خد بالك، لو أن رجلا عاش 70 سنة، وحياة ربك تسمحها بقلبك يا رجل، ابن مسعود، مش أنا اللي بقوله عشان محدش يعترض، قال لو أن رجلا عبد الله 70 سنة، 70 سنة عبادة، ما بين الركن والمقام، عارف الركن والمقام يعني فين؟ يعني أمام الملتزم عند باب الكعبة وعند الحجر الأسود، 70 سنة، ثم مات وهو يحب ظالم، كبه الله على وجهه في النار معه في يوم القيامة. اوعى تحب ظالم، اوعى تأيد ظالم. والكلمة دي أنا بحذر منها إخواني، لأني بحبكم والله، أمال شغلتي إيه؟ أنا أحب الناس والناس تحبني وننصح للناس. اوعى تحب ظالم حتى لو اختلفت مع المظلوم، بس اوعى تحب الظالم حتى لا يحشرك الله معه. انت مسكين، ليه تخش معاه جهنم؟ ليه انت عملت ايه؟ ليه تروح معاه جهنم؟ اياك، دي مهمه جدا الحته دي. فقال له اني اخيط صوبا لظالم اكون ركن للذين ظلموا. قال له لا، انت من الظالمين. يجي بقى ربنا يقول ايه عن جنود فرعون بقى في سوره القصص، اسمع كده، واستكبر هو وجنوده مع بعض، بقى زي بعض، الجندي المسكين الغلبان زيه زي الرئيس من فوق، الاثنين مع بعض في جهنم. ويوم القيامة بقى يسبوا بعض ويلعنوا بعض، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومآكم النار. ربنا يقول ايه بقى في القصص، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. مش هيموتوا دول؟ هم الفجر الفسقة دول اللي بيعملوا كده في الناس، اللي بيظلموا الناس ويقبضوا أرواح الناس ويقتلوا حلم الشباب ويقتلوا حلم التغيير ويقتلوا مش كفاية أفسدوا علينا الحاضر، مش كفاية أفسدوا على أبائنا الماضي، يريدون أن يفسدوا على أولادنا المستقبل المشرق، حتى المستقبل يريدون أن يقتلوه، وإن شاء الله لن يكون. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ربنا عمل إيه بقى؟ فأخذناه هو لوحده وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وكمان وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أئمة يدعون إلى النار، آه طبعا، أمال إيه؟ في أئمة يدعو للجنة، ربنا يجعلنا جميعا منهم، وفي أئمة يدعو للنار، طبعا ياخذ ناس وراء للنار. يعني هو إمام ياخذني للنار، آه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الله، ما انت مشيت وراه، ما انت بيت عملوا قدوة، آه. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. يموت الرجل الشهيد بإذن الله الدكتور الرئيس محمد مرسي، وعليه رحمات الله من العالم كله، العالم كله يدعو له بالرحمة. يا الله. الشيخ سعيد معانا من عندنا، من هنا من أمريكا، ومن الناس الطيبين، يعني كان يحضر معانا المظاهرات والفعاليات وكده، يعني أعرفه شخصيا، راجل محترم جدا، أسأل الله له السلام يا رب. طيب محمد، لو ليك تعليق قول يا حبيبي. والله أنا حوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، عباد الله، يوماً. صوتك قطع يا محمد، صوتك بيقطع يا حبيبي، صوتك بيقطع. أيوة أستاذ بهجت، اتفضل قول من تاني بقى عشان صوتك كان بيقطع وحش أوي، اتفضل. لا أنا هكتب بس اللي أنا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويكشف المستور، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر،
وتكشف ما في الضمائر وتقيم البر من الفاجر. ماشي يا استاذ هختم على كده والسلام ختام. السلام عليكم. اشوفك بيض. ماشي عليكم السلام. شكرا يا فندم. معنا مين يا استاذ؟ معنا مين يا استاذ؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. احمد معاك يا استاذ باحمد. اهلا استاذ احمد. كنت بتصل بيك بس نطمن عليك الفتره الاخيره ونحاول ندعم البث وندعم القناه الجديده برضو. بننصح الناس تاني عشان حضرتك ان شاء الله تقدر تطلع بس بكره، لان والله العظيم اليوم اللي بيعدي من غير ما بيطلع بس بيفرق قوي والله العظيم، وهم فرحانين بكده. عايز اقول لك انت مؤثر جدا، وخصوصا لما كان البث اللي قبل الاخير دليل على كده، لما انت حصل دعوه اللي هي كورونا الكل ظالم. لو تاخد بالك بعدها ب10 دقائق على طول البث بتاع حضرتك سقط. لو انت تاخد بالك. نعم. فاكر انت والله بس فاكر يعني هو اي حاجه بتعور النظام وبتتكلم بالكلام الجد اللي يحبل زي ما بيقول يعني. ايوه بتلاقي بس وقع مع القمر بتاع حذر يعني. عايز اقول لك ان هم اليوم كمان مش بعيد يقولوا مين الكلب اللي عمل فينا كده ده، اللي هو طبعا حاجه زي دي لو انتشرت والناس سمعت بيها وعجبتها ايه اللي هيحصل؟ هم ساعتها هيندموا. هو في الوقت ده انا بقول للناس يعني، حتى لو انت سيساوي وخايف من كورونا وعارف ان الحكومة متقاعسة في الكورونا، روح لهم هم بقى. فهو لما يلاقي جنود ان فرعون وجنود، يعني لما يجي فرعون وجنوده هيتساقطوا، طب مين اللي هيدافع عن فرعون؟ فهو لازم يحافظ على جنود. هو في الوقت ده هيتخذ الاجراءات اللي هتمنع انتشار كورونا ويوفر المستشفيات ويوفر ده ويوفر، لان هو لو ما يقدرش ياخد العساكر والجنود ويحفظهم في معسكرات، ما هم ليهم اسر وليهم اولاد وليهم اباء وامهات وزوجات واخوال واصدقاء، لازم ينزلوا اجازات ولازم هيتصابوا. الجيش مثلا ده اللي زي ابن عمتي بيقوم عامل ايه؟ بيعمل مثلا امه لو تعبت بيوديها المستشفيات عندهم القوات المسلحه بتتعالج هناك وخلاص، او هو وابنه ومراته. هو في عندنا مشكله، هو احيانا يعني معتبرين كانهم من العبيد او الحقراء. ده هو ما هو الغبي لو بيفكر بهذا المنطق الحيوان، في امريكا هنا ما بيوفروا علاج لكل الناس وعلاج على اعلى مستوى، والناس بتموت والناس بتموت بكورونا برضه. فهو انت يعني ممكن توفر لامك اعلى وافضل علاج في الدنيا كلها وهتموت، جسمها مش قادر استحملش، عندها امراض عندها ده. مهما هتعمل مع السلامة مع السلامة، أمر الله نافذ. فالأصل فيها إيه؟ إن أنت بتحمي المجتمع من انتشار الكورونا. هيجي يقول لك ما أنت بتقول روحوا للظالمين، ما أنا بقول له أنا بخوف الظالم عشان يدور لي على حلول، ما يقعدش هو في الأمان. هو متخيل إنه في الأمان ويسيبني أنا أكل خرا. ما لهمش لازمة عنده. اللي هو اللي هيتكلم إن ما فيش أكسجين هنقول عليه إخوان. الممرضة اللي منظرها كانت مرعوبة مصدومة تحولت للتحقيق. الراجل اللي صور اتحبس. طب فاضل ايه تاني يا جماعه؟ ممنوع التصوير. فاضل ممنوع التصوير بس، هي دي مشكله التصوير. تصورته يا اولاد الكلب، انتوا عاوزين تفضحونا؟ انت بتصورني وانا عريان؟ بتصور طيزي؟ بتصورني وانا بنفخ الشعب المصري وانا بلعب في طيزه وانا بلعب في عمره وفي عداد عمره في مستقبله وانا بقتله؟ ما هو ده قتل مع سبق الاثاره والتراث. ايه موتوا في صمت يعني؟ هو يا فندم هو من صنع ازمه الاكسجين. هم العساكر معروفين، اولا هيعملوا سبوبه زي الفل، الاسطوانه اللي بتتباع بكلام فاضي هيبقى حالك بالافات الدولارات زياده، فلوس داخله جيوبهم، وفي النهايه اللي معهوش فلوس يموت. وفي النهايه يجيب له تربه، هيلم فلوسك ومش هيدي لك العلاج المناسب. وفي نفس الوقت بيخوف الناس من المستشفيات. يعني انت لما تيجي تخش المستشفى تقول لا ده الناس بتموت في غرفه المعالج بيقفلوا عليهم الاكسجين، لا يا عم اتعالج في بيتك. فانت هتتعالج في بيتك محتاج انابيب اكسجين، هتضطر هيكون في اقبال اكتر. بص الاصل فيها ايه؟ لو المريض فينا اللي محتاج اكسجين راح المستشفى هتوفره له، لكن لو كل بيت فيه مريض وجاب خد انابيب اكسجين، طب ما انا محتاجين، لكن انبوبه الاكسجين في المستشفى ممكن تتفتح لاكثر من مريض، لكن في ناس هتيجي تقول لك اوبا في ازمه اكسجين انا هشتري واركن لربما حد من عيالي، ربما ابويا، ربما حد من اهلي يوصل، بيعمل اقبال اكثر. ارتفعت الانبوبه اللي كانت في بداية كورونا الأزمة الأولانية من 1700 جنيه
تخطت ال 5000 جنيه وفي طريقها لل 10000 جنيه قريبا. ما تقلقوش يعني، استغلال الناس، ما هو بورصة، بورصة الأعمار، بورصة الأعمار كل الطرق نجاسة، نجاسة في بورصة الأعمار، ان هو هيستغل الناس وهفضي جيوبهم بكل مشات الطرق، مش حاسبهم. بورصة الأعمار. أنا يا جماعة بس نقف دقيقة كده ونقول إن بس معايا صديقي عايز يسلم على حضرتك شريف، بس كان عايز يتكلم معاك في نقاط مهمة. اتفضل يا أستاذ شريف. بس قبل ما أكلم مع الأستاذ شريف، يا ريت الناس تروح على بهجة صابر نافخ السيسي، بهجة صابر نافخ السيسي، وتكتب بهجة صابر بالإنجليش، دي القناة الجديدة على اليوتيوب عشان نعرف نطلع لكم بكرة. دي عليها دلوقتي 604 سبسكرايب، وعليها فيديو اللي شافوا 1232 واحد. لو سمحت خش شوف الفيديو دقيقة ولا دقيقتين، هو 8 دقايق الفيديو، عاوز تشوفه لو انت بتتفرج من الكمبيوتر شغاله، وطي الصوت او اقفل الصوت واعمل اللايك واعمل 2 3 كومنت وشير الفيديو. لو عندك قناة على اليوتيوب شيره عليها، شيره على الفيسبوك، شيره على اليوتيوب، عايزين نلم الناس. مش معقولة كل كام يوم يقفلوا لنا القنوات، لان القنوات بدايتها مش قوية فبيشتغلوا علينا. يعني ارحموني انا عشان اعرف اطلع لكم، انا طالع عامل زي العبيط، لا عارف اخبار ولا عارف مين، عمال اتخانق عشان اعرف اطلع لكم، ودي مصيبه ان انا يعني بعد ما عندي الوسيله ان انا اقدر اطلع على 150 قناه وصفحه في نفس الوقت. يعني يعني لو عملناها انت ممكن يعني تصيب النظام كله بالقضيه. الناس موجوده على السوشيال ميديا، مش موجوده، وعندنا القدره دلوقتي، محتاجه بس تظبيطات نهائيه ونقدر. اديكم شفتم الفيديوهات اللي احنا بنعرضها قدامكم دلوقتي على البث. يعني يعني انا يعني مش عارف اقول لكم ايه. اهو بص اهو، يعني اهي خليني اقول لك، الجندي المسكين الغلبان، عارف الجندي الغلبان القرآن، الجندي بتاع فرعون اللي كان مع سيدنا موسى، هو الجندي، فاهمني؟ يعني قصدي اقول لكم الكلام ده اقدر اعمله كمان على التليفون نفسه، التليفونات نفسها اقدر اطلع على التليفون نفسه. يعني انا عندي اكتر من ببث باكتر من تليفون، يعني هبث مثلا في حدود 14 من 14 ل 20 تليفون مع اثنين كمبيوتر او ثلاثه كمبيوتر، مع جهاز مخصوص للبث، مع في برامج بتدفع لها فلوس عشان تبث في اكتر من مكان. فانت بتتكلم عشان اوصل لل 150 دولت عشان اعرض عليه صوت الراجل الطيب المتصل ده، يتعرض على كل المنصات، عشان في بعض المنصات زي الفيسبوك ممكن نبث بث اورجانيك، ممكن واحد يعمل مداخلة من الفيسبوك، ممكن ناس ناخدها مداخلات صوت وصورة ونعرضها. كل الشغل ده انا استطيع ان انا اعمله، وهو ده ال بيسموه فيرست انيمال، المخلوق الاول، محدش عملها قبل كده من زمان، واحنا متقدمين في الحتة دي. بس للأسف الدعم اللي بيجي من عندكم دعم متكاسل بطريقة يعني يا الحمد لله. اتفضل يا فندم، انا مش عاوز اتكلم عشان الله يبارك لك. الله يبارك لك، جزاك الله خير، ربنا يتقبل منك درجة حسناتك. الله يبارك لك يا مولانا. انا بس كنت عايز اتكلم كده في عده نقاط بسيطه، بس كنقاش يعني، مش هتكلم ان انا بتناقش كده، لان احنا نطلع من حاله الدوخه والتيه اللي احنا فيها، اللي هو مش عارفين يعني، عارف انت اللي هو ايه، المخلوق الاول اللي حضرتك بتتكلم عليه بقى موجود، يعني موجود بس هو مش عارف، يعني مخلوق الثوره اجسام موجود من زمان بس هو مش عارف يتعامل، مش عارف يتكلم، مش عارف يمشي، مش عارف يحبي، هو تايه دايخ، مش عارف يفكر. تمام، بس بيني وبينك يا مولانا، يعني احنا استفدنا الثورة، أظهرت لنا أو أسقطت رموز كانت في عيوننا كبيرة، كان عندنا كده شوية رموز كنا نظن فيهم العزة والكرامة، ونظن فيهم لا نزكيهم الله. فيسبوك مش عاوز يبعت الحساب، مش عاوز يبعت تفضل كنا بنظن فيهم إن هم دولت مستقبل مصر، إن هم دول الكوادر، إن هم دول يقدروا يروحوا بمصر البر الأمان، ولكن الحمد لله بسبب التقاعس بتاعهم وتخاذلهم تمت ان الثوره حرقتهم واسقطتهم يعني، وبعدتهم عن نظرنا الحمد لله. واذا ان شاء الله يعني تعود بينا الكره مره اخرى، ما نجيبش الناس دي تاني ولا نفكر فيها كحلول لا في المستقبل ولا دلوقتي، لان هم لا يعني ما يستاهلوش ان هم يمثلوا مصر ولا يمثلوا ثوره مصر. كنت يا استاذ بقى كنت عايز اتكلم معاك في نقطه، كان في كده روائي اسمه جورج اوريل، جورج أوريل ده كان عامل كده رواية اسمها مزرعة الحيوانات، اسم الرواية كده. فكان فيها معناها يعني، في ملخصها كان فيها موقف جميل جدا، هو مثل الثورات اللي حصلت، الثورة الفرنسية، الثورة بتاعت اللي هي البلشفية، الثورة الإنجليزية، يعني شبههم بأن هم إيه زي حيوانات في حظيرة. تمام، مع اختلاف طبعا تشبيهنا إن شاء الله إحنا مش حيوانات، بس أنا هو صورهم التصوير ده يعني.
وكانوا الحيوانات دولت كان مثلا بيقدم لهم الاكل مثلا بصوره غير منتظمه، بدل مثلا 3 وجبات لا تبقى وجبه واحده، بدل ما ياكلوا بالنهار وبالليل لا ياكلوا بالليل بس. فكانوا يعني النظام اللي بيدير المزرعه كان بيتعامل معاهم باسلوب مش كويس. فالحيوانات دول جم وقت وصاروا وكسروا المزرعه وطلعوا براها وصاروا على النظام واسقطوا النظام. تمام؟ فاهم ايه اللي حصل بعد ما حصل باسقاط النظام اللي كانوا قانطين عليه؟ تمام؟ حصل ان هم لما طلعوا بره المزرعه واسقطوا النظام ان هم مش عارفين يعملوا ايه. نفس اللي احنا عملناه في ثوره يناير. احنا عملنا ايه؟ احنا صرنا وقلنا مش عاوزين ومش عاوزين ومش مش عاوزين، وجات لنا جراءه وجات لنا قلب، والناس وقفت قدام مدرعات وقدام دبابات واخدوا حقهم، ويعني مش اخدوا حقهم، نزعوا حقهم، نزعوه اخدوه بالقوه حقهم اللي هو سان كانت بلدهم ودولتهم بس كانت مسلوبه ومسروقه منهم، ولكن ما كانوش عارفين بعد كده يعملوا ايه. دوت اللي وصلنا في حاله التيه اللي احنا فيها. يعني مثلا افترضنا جدلا، وطبعا السؤال ده يعني المفروض يتسال بعدين بس انا افكر فيه من دلوقتي، احنا ما بعد سقوط السيسي، ما انا مش هسلمها تاني الجيش ولا هسلمها تاني للمعارضه او ناس كانوا سائرين او يقال عليهم سائرين ويتخاذلوا ويسلموها تاني للجيش، ولا يسلموها تاني لشويه علمانيين يعملوا تفريغ ثقافي للشعب ويجرفوا لي الهويه. يعني لما كان السيسي كان بيتكلم من فتره كده، هو كذوب طبعا ولكن صدق في نقطه واحده بس، قال لك ان مصر اتعرت. هي فعلا مصر اتعرت بعدم وجود الاسلاميين فيها. انا مش عشان اسلامي او بدافع عن الاسلاميين خالص والله، ولكن كان وجود الاسلاميين كان مسبب غطاء لمصر، كانوا قادرين يحافظوا. مصر دلوقتي مصر مش اتعرت، ايا كان اختلفنا او اتفقنا مع الاسماء اللي انا هقولها، بس كانت ساعتها كانت شويه يعني كانت رموز او متصدره منابر اعلاميه او منابر في المساجد، ووصل كل واحد فيهم كان وصل لشريحه من الناس، فكان مغطي مصر. ما كانش وصلنا لمرحله الانحطاط الاخلاقي اللي احنا فيه ده. تمام؟ هو البعد عن المنهج يؤدي لانحطاط اخلاقي، يؤدي ان الناس تبقى عندها تفريغ ثقافي، يؤدي ان هم ما يكونش عندهم حلول، ولا هم بيفكروا في ان هم يقوموا بثوره ولا يجيبوا حقهم. الناس خلاص عقلها وتفكيرها بقى قاصر على الموضه، على الشباب بقى عقلها قاصر على التهريج والهزار. تمام؟ مش عارف ان في المستقبل الوضع هيبقى اسوأ واسوأ واسوأ. فاحنا مش عاوزين نجرف الهويه، عاوزين الناس ترجع تاني تفكر في نرجع للمنهج بتاعنا تاني. ما بقاش عندنا عدم اتزان، ما بقاش عندنا الدوخه والتيه بتاع بني اسرائيل اللي احنا فيه دلوقتي. احنا حرام، احنا ديننا واسلامنا ما امرناش بكده. دي كانت نقطه اللي هو نعمل ايه في المستقبل. يعني خلاص افترضنا السيسي سقط بكره، المستقبل ايه؟ المستقبل ايه؟ هنجيب شويه كنا بنشوفهم صوار طلعوا لصوص نجيبهم يمسكوا تاني ونتخانق على الكراسي تاني، ولا نجيب واحد عبده ومشتاق عاوز يقعد على كرسي، ولا عاوز ياخد منصب في الدوله، ولا نجيب مين بالظبط؟ لازم نبقى عارفين الخطوه ما بعد السيسي، نبقى عارفينها من دلوقتي، حتى لو مش يعني بس تبقى اخد حيز من تفكيرنا، حتى لو مش هنفكر فيها بشكل كامل دلوقتي بس يبقى ليها جزء من تفكيرنا يعني. تمام؟ موقف الاسير في الاسلام. ايه هو موقف الاسير في الاسلام يا سيدنا؟ يعني الاسلام قال لك ان الناس اللي هتقصرهم او الناس اللي هتقتص منهم في حرب من الحروب او ثوره من الثورات، ايه موقفهم؟ ليهم 3 مواقف في الاسلام. انا كنت تجادلت او بلاش تجادل، تحاورت مع حد ودخلنا في النقطه دي وخبطنا شويه، بس الاسلام دين واضح، ودين النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجه البيضاء. تمام؟ والدين كامل، والله عز وجل كمل لنا الدين وجمله لنا عشان نشوفه بالعين اللي الله عز وجل بيوريها لرسوله، ما نشوفوش بعين اي حد تاني، ما نشوفوش بعين دجالين ومش عاوزين بيضحكوا علينا، وعاوزيننا نستعر من ديننا ونبعد بعيد عنه. فالدين الله عز وجل قال ان حكم الاسير في الاسلام المن والفداء او القتل، ان احنا نعفو او نسترق نستعبده يعني. تمام؟ او ان احنا نقتله، ده حد الاسير. يعني مثلا لو عباس كامل ده وقع تحت ايدي اسير مثلا، تمام، حده في الاسلام ايه؟ يرجع للمصلحه العامه، يرجع لمصلحه مين؟ لمصلحه الامه، اللي ينظر فيه مصلحه الامه. مصلحه الامه في واحد شبه عباس كامل او واحد شبه ابن السيسي محمود السيسي او واحد شبه احمد موسى او واحد شبه وائل ابراشي او ايا كان، المصلحه العامه ليهم فين؟ ان انا من عليهم واسيبهم، ولا اللي انا مثلا يعني بقول كحل يعني اخد فلوسهم واتركهم انفيهم بره البلد، ولا انا اقتلهم وابتر بذرتهم خالص ما بقاش ليهم اصلا وتواجد في مصر. فدي كده لازم سؤال، يعني لازم نقطه شبه دي تبقى مثاره ومعروفه للناس والناس بتفكر فيها، ان احنا عشان ما احنا كده هنيجي نتخانق برضه، نيجي مثلا ساعه ما تقوم الثوره وبتاع
ونمسك الناس ديت نتمكن منهم نرجع تاني يعفو وصفح. لا يا عم عفو وصفح عن مين؟ انت بتتكلم على ايه؟ ايه العفو والصفح هنا؟ طب ما الدين اجاز لي، انت ليه بتتبرى؟ هتقول لي وان عفوت واصلح فهو خير لك. يا عم ماشي هو خير تمام، بس التاني برضو خير الله جل امر بيه. ما بلاش الانبطاح، ما بلاش الانجراف للهويه، ما بلاش ان احنا ننام على بطننا، ما لازم نشفي صدور قوم المؤمنين اللي تعذبوا وتبهدلوا. ما بلاش تقول لي طاطي الموجه عشان تعدي. انا هقف قصاد الموجه، انا هخرج من الموجه واعدي منها. انا مسلم قوي مش ضعيف، انا ربنا خلقني قوي، ربنا خلقني صاحب اراده، صاحب عقل افكر فيه، هو اللي امرني بالتدبر والتفكر والتعقل. ما تبقاش بتجرفني الحاجه الله جل ما امرنيش بيها، عكس الفطره تماما. الفطره تقول لي ان الامريكان اللي عملوه امبارح ايا كان غلط او صح هو ده الصح، ايا كان اقصد يعني بيعملوا له وازع ايه، بس الصح ان انا اروح اخد حقي بايدي. الفطره بتقول لي ان اللي يجي ياخد بيتي هقوم ماسكه قتله قدام بيتي، مش لسه طبطب عليه واقول اساله اقول له انت حضرتك حرامي ولا جاي تغتصبني ولا جاي تسرقني ولا جاي تهتك عرضي، انت عاوز ايه بالظبط؟ مش هساله كده. واحد بيخبط على بيتي وانا ما اعرفوش وعاوز يتهجم على بيتي هقوم قتله قدام بيتي. دي الفطره بتقول كده. الفطره بتقول ان واحد حرض عليا وحرض على قتلي وحرض على سبي وعلى شتمي وقعد يسب في دعوه ربنا ويسب في دين ربنا. حتى النصارى، ما في من النصارى ناس كويسين، احنا مش بنعادي النصارى ولا نعاد معاهم، ولا بنعادي حتى اليهود اللي هم مش اهل حرب، مش اهل حرب، احنا بنعاديش الناس. الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين اوتوا الكتاب ان تبروهم وتقسطوا اليهم، تبروهم وتعدلوا معاهم تقسطوا اليهم. هملناش دعوه الناس المحاربين لينا او اللي كانوا بيحرضوا علينا دول، يجب علينا ان احنا نقتص منهم، لكن اللي ما لهمش دعوه ولا كان ليهم علاقه بدول ولا سكتوا، احنا عاوزين مصالحه مجتمعيه. انا مش هقتل كل المصريين، مش هقتل الجار اللي قاعد جنبي، انا مش هقتله، بس اللي حرض عليا واللي ساعد في قتلي واللي سبني واللي حرض على سبي واللي فرح في قتلي واللي شمت، ما في حاجات كتيره حصلت تمام. الحاجه الثالثه يا عم بهجت انا مش عاوز اطول تمام، مين اللي هيغير الوضع في مصر؟ مين اللي يستطيع تغيير الوضع في مصر؟ لازم نعقلها. الشعب الوحيد هو اللي يقدر يغير الوضع في مصر، الوحيد. ما فيش ثوره قام بها شعب تمام. طبعا انا اقصد مش الشعب هنا اللي هم ال 100 مليون، يا ريت يكونوا 100 مليون، بس على طول اللي بيغير هم سله من الشعب، قله قليله عاوزه حريتها مش عاوزه تستعبد تمام، هم اللي بيغيروا دايما على طول. سله من اول سوره اتلاقي القران على طول بيتكلم عن القليل، حتى سيدنا عمر كان يدعو دعاء شهير جدا، كان يقول لك اللهم اجعلني من القليلين، لان القليل دايما يذكر في القران هم اهل الخير، هم اللي بيدخلوا الجنه، هم الكويسين. فالسله هي اللي بتغير مش الشعب كله. 25 يناير بدا بسله تمام، اي ثوره من الثورات بدات بمجموعه من الناس بدات تتحرك، هي اللي تاخد المسار وهي اللي تحرك الناس والناس تمشي على الخريطه بتاعتها، تمشي على البوصله بتاعتها. فانا اقصد هنا بالشعب، السله اللي اتغيرت تكون من الشعب، مش هيغير لمجموعه معارضين ولا مجموعه بطخيين ولا مجموعه رموز ومجموعه كوادر، كل واحد قاعد لي فين في مكان، هو لا يفقه ولا يعلم حاجه عن الشعب المصري. لا انا بقول لك حرض المؤمنين على القتال، يعني بيعملوا زي بهجت قاعد على منبر ما بيقولش ايه لا انا معارض ولا انا بتاع ولا اي حاجه، كل اللي بيقوله يلا يا شباب قوموا صوروا صوروا تصحوا تمام، قوموا خدوا حقكم من الظالم، قوموا وقفوا ضده ادوله على دماغه وقولوا له انت ظالم، ويبين الحقيقة للناس. ده انا شايف ده دور جزاك الله خير وربنا يعينك ويحفظك عليه. اما اللي عاوز يتصدر المشهد تاني ويعيد نفسه تاني للمشهد ان هو زعيم ولا ان هو قائد، واحنا اصل احنا برضو كشعب مش عاوز اجمع، بس احنا كمصريين عندنا نقطه اللهفه دي، ونقطه ايه، ونقطه اللي احنا والعياذ بالله يعني بنقدس اشخاص، بنحب قوي النقطه دي قوي احنا كمصريين، اللي هو نرمز ناس ونقدسهم كده ونقف ايه تحتيهم نسجد لهم نقول لهم معاكم بتاع. لا يا عم، اللي ولد بهجت صابر واللي جاب بهجت صابر يقدر يجيب غيره تمام، واللي جاب شريف يقدر يجيب غيره، واللي خلق سين يقدر يخلق غيره تمام. احنا مش هنفضل على دول يعني، لان دول اخطائهم في التفكير هي اللي وصلتنا اللي احنا فيه، اخطائهم في الاداره هي اللي وصلتنا اللي احنا فيه. مش عاوزين نخبط في حته سد تاني. ثوره مصر اللي جايه دي ثوره ان شاء الله لن يشهد العالم ثوره مثلها ان شاء الله، لان ثوره هتبقى مطهره خلاص. الثوره دي ان شاء الله هي الثوره لانتصار الامه العربيه، الامه العربيه المدهوسه المدعوكه اللي مستنيه مصر تقوم وترفع راسها عشان كله يتلم حواليها، الامه العربيه اللي مطحونه، الامه العربيه اللي مش عارفين يفكروا عشان العقل المدبر اللي هو مصر القلب النابض للامه العربيه وللثوره العربيه، العقل دوت حصل له ضمور، العقل دوت حصل له ان هو وقف، القلب ده بطل ينبض،
فالقلب ده لازم يرجع له الحياه تاني. مصر شلون الحياه الامه العربيه، مش عشان انا مصري ولا بتكلم بلسان مصري، لا والله ابدا ربنا يعلم، ولكن مصر التاريخ، مصر الحضاره، مصر مصر شاله الدعوه، مصر فيها الازهر، مصر الدين، مصر العلم، مصر المنبر، منبر الامه العربيه، منبر للشرق الاوسط كله. مصر لو في مكانتها دلوقتي هي الرائده في المنطقه. مصر دوله مش صغيره، وجيش مصر النظيف اللي احنا المفروض نبقى فيه دلوقتي وبندافع عن ارضنا من اي عدو خارجي، تمام؟ مش هو الجيش ده ومش هو الناس دي. جيش مصر طاهر وجيش مصر قوي، الجيش اللي المفروض نبقى احنا فيه دلوقتي في ارضنا وفي بلدنا، بندافع عن اي حد ياخد قطره من تراب مصر، وبندافع عن ارضنا المحتله فلسطين، وبندافع عن اخواتنا السوريين اللي بموتوا، وبندافع عن اخواتنا الليبيين اللي الروس وحفتر والعصابه الانقلابيه بتقتل فيه. ده مش جيش مصر، تمام؟ وهي دي قيمه مصر. قيمه مصر دوله كبيره صاحبه الحضاره وصاحبه التاريخ. فعيب انها تبقى العوبه في ايد ماسخ وايد عبد وايد كلب يلعب فيها، تمام؟ وشويه ناس يدعوا الثوره والحريه هم بعيدين كل البعد عن الثوره والحريه، تمام؟ فاحنا عاوزين نحط الـ 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 الامور في نصابها، يعني في مكانها، تمام؟ الحاجه الاخيره اللي عاوز اتكلم فيها يا عم بهجت، ربنا يجزيك خير على رحاب صدرك وان انت سمعتني، تمام؟ ان النظام عمل استئصال وبتر، استئصال الثوره وبتر المعارضه. يعني هو استأصل الثوره خلاص، شالها من وجهه نظره، يعني من قلوب المصريين وازالها من الشوارع، يعني خلاص الشوارع سكنات عسكريه، حتى البيوت ممكن تلاقي مرشد جوه البيت، تلاقي ابنك مثلا لو انت جوه البيت يرشد عليك، انت فاهم؟ عمك قريبك بيرشد عليك، عشان مش بيرشد بان هو شغال مع الحكومه، في منهم جزء شغال مع الحكومه، تمام؟ وفي منهم جزء بيرشد، لان هو برضو ما تنساش ان الشعب المصري اتربى ان الامن اولا، ان انا اكون امن ده اول شيء بالنسبه له، يهمه اول الاستقرار والامن قبل كل شيء. يعني ممكن، يعني في ناس من الشعب، انا مش اقول لك تجهيل، هو تم تجهيلهم، تم تجهيلهم وتفريغ عقولهم من التفكير، تمام؟ ولكن ده طبعا ما فيش حد جاهل، الحقائق بينه وكله شايف مين الظالم ومين المظلوم، ودي مش فتنه علي ومعاويه رضوان الله عليهم، ده كان التباس حق بحق، لا ده دلوقتي حق وباطل، دي مش فتنه، ده حق وباطل، الطريقين بينين قوي، طريق الحق انت ماشي رايح فين عارف اخره فين، وطريق الباطل واضح جدا، ومين اللي فيه ومين اللي بيعرقلك ومين اللي بيمنع تقدمك ومين اللي بيوقف الدوله محلك سر ومين اللي بيهدم الدوله ومين اللي بياخد فلوس يرميها في الميه، بيرميها في البحر، ياخد فلوس يرميها في تراب عشان تبقى ديون يسددها اجيال ورا اجيال، من يعني بص يعني ال 30 40 جيل قدام تاني، عاوز يسلم، ده ان سلم مصر يعني بدون مقاومه او بدون ان الشعب يقاومه كمقاومه الانجليز او مقاومه الفرنسيين، يسلمها مديونه، مش مديونه، يسلمها بلد متهلهله، يسلمها بلد اسيره عند صندوق النقد الدولي، بلد اسيره عند الخليج اللي كنت يعني موقفهم مخزي وخذلونا وخذلوا شعوبنا من زمان جدا، وهم متخاذلين شعوب الخليج. اتكلم عن الشعب وعن الحكومه، ما تقوليش ان الشعب مجبور على امره، احنا مجبورين على امرنا ونزلنا واتحبسنا وتظاهرنا، وحتى الان الثوره في قلوبنا، لكن احنا ما بنشوفش حتى الشعوب الخليجيه بتتكلم عن ثوره، ما بنشوفش الشعوب الخليجيه بتنقد الحكام بتوعتها، ما بنشوفش الكلام ده، ما بيتكلموش عن اي حاجه من دي، تمام؟ ده من دلوقتي ولا من 10 سنين ولا من 30 سنه حتى، تمام؟ انا مش في صدى او في حاله ان انا اهاجم شعب او ان انا كده خالص، لا والله، بس انا عاوز ابين حقيقه، تمام؟ ان الناس دي خذلونا، الناس دي ورطونا، يعني انا كايا كان انتمائي بقى، انا درزي، انا مسلم، انا نصراني، انا كردي، المهم ان انا في الاخر عربي، تمام؟ يجب ان احنا ندافع عن بعض، احنا ملناش غير بعض في الاخر، الحكام ان شاء الله ربنا يجمعهم في جهنم سويا جميعا مع بعض، يكونوا هناك في جهنم، تمام؟ احنا ملناش غير بعض كشعوب عربيه، احنا ملناش غير بعض، احنا يجمعنا رباط، لو ما كانش رباط عقائدي، لو ما كانش رباط عقائدي رباط ديني بدين الاسلام، فاجمعنا رباط العروبه، يجمعنا رباط العروبه، تمام؟ مش هقول لك، انا مش هكلمك عن لونك ولا على دينك ولا عن جنسك، كنت راجل ولا ست، ولا هكلمك حتى عن تصرفاتك، بس اكلمك عن الانسانيه اللي انت كنت بتنادي بيها، اكلمك عن التحضر اللي انت بتقول موجود في اوروبا، التحضر مش انا اعمل شبك مصطفى كمال اتاتورك، اشيل الطربوش العثماني والبس القبعه الفرنسيه او القبعه الغربيه، التحضر مش ان هي تبقى لابسه حجاب وتقلع الحجاب فتبين شعرها، ده مش التحضر، ده مش تحضر الغرب،
يعني لو انت بقى بتنقل علمانية الغرب اللي انت بتتكلم وبتتشدق بيها وبقى تتنفسها لي وتدافع عنها، فانت علماني ظالم، علماني مكحف للحقيقة. ليه بقى؟ لان العلمانية بتقول لك كل واحد ليه حريته، اللي هي دلوقتي بتطبقها تركيا وبتطبقها بعض حكومات اللي موجودة في الغرب، يعني بعض الدول المحترمة في الغرب. العلمانية ان كل واحد ليه ديانته، لكل واحد انا يا عم ليست عليهم بمسيطر، لكم دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم اقر في سوره الكافرون ان الكافرون دول لهم دين، لكم دينكم ولي دينك، ماليش دعوه بدينك ولا لونك ولا جنسك ولا انت مين ولا اسمك ايه، انا لا دعوه يجمعني بيك رباط الانسانيه، انا احترمك وانت تحترمني في محيطنا، في محيطنا انا لا احاسبك ولا انا مسؤول عن تصرفاتك، بس في قانون يحكم تصرفاتك، في قانون يحكم ان انت ما تسرقنيش، في قانون يحكم ان انت ما تتعداش عليا، في قانون ان حريتك اخرها عندما تتعارض مع حريه اي حد اخر من اي جنس او من اي لون اخر. فانا بتكلم بنادي الناس دي من الوازع ده، انتوا فين يا عم؟ انا مش بكلمك ان انت راضي بالحكام بتوعك، تمام، انت راضي بحكامك، راضي بادائهم عن دولكم، عن سياسه واداره دولكم، وان انتوا تبقوا تدفعوا الجزيه عن يد وانتم صاغرون لحكام الغرب، انا ما عنديش مانع، براحتكم، دي حاجه لا تعنيني، تمام. ولكن يجب يكون عندك ذره انصاف ان انت تعرف حكامك دول ان ما لهمش علاقه بمصر وبشعب مصر، ما لهمش علاقه انا مش عاوز طبعا يعني مش عاوز اتكلم في النقط دي كتير، ومش عاوز اذكر عشان انا مصري فتبقى شهادتي مجروحه ان انا بتكلم عن مصر، لا، بس مصر دوله كبيره، ولو قعدنا نستعرض في تاريخها ولا نستعرض مواطن قوه مصر ولا حتى الموارد اللي عندها هناخد ايام يا عم بهجت، ايام وصحف. هو معظم المواطنين اللي انت بتحكي عنهم هم عارفين كده كويس، وعارفين ان اذا صلح حال مصر وانعدل حال مصر انعدلت الامه حواليها، خصوصا منطقه الشرق الاوسط، وهم بيشتغلوا مع الظالمين ويعلموا ذلك، فعشان كده هم عاوزينك تفضل فاشل على طول. عشان كده مثلا يعني انت قلما عمرك سمعت عن لجنه مصريه راحه في واحد بيهاجم آل سعود مثلا، راحت دافع ولا راحت هاجمه؟ ما فيش. لكن اللجان بتاع السعوديه، بتاعت الامارات، بتاعت اي دوله فيها ديكتاتور بتيجي تهاجمنا، احنا بتاعت بشار بتيجي تهاجمنا. صحيح. لانهم عارفين ان سقوط السيسي وانتصار الربيع العربي في مصر والثوره المصريه معناها زوال حكم الظلمه ده. صحيح. هو سقوط السيسي هو اقامه، هو بعث جديد بحرف الساء، بعث جديد، مش طيب. مش هقول لك بقى يعني طبعا انت عارف ان الشعب المصري سن يعني نلحق ناخد نستاذنك ونلحق ناخد حد تاني بسرعه كده، ان احنا البث بيتلعب فيه فهيقع بدري. تمام يا مولانا، تمام، ونكمل بكره ان شاء الله، ربنا يحفظك. بس انا ثاني عبال الناس ما تخش وناخد مداخله تاني لو سمحت. تمام يا مولانا. ما عملتش سبسكرايب للقناه الجديده بهجت بهجت صابر؟ يا ريت اي ادمن او اي حد من الناس احرار عارف القناه يحط اللينك بتاعها على البث. بهجت، حاضر، اسمها بهجت صابر ايه؟ اسمها بهجت صابر، يخرب بيت كده يا جدعان، اسمها بهجت صابر نافخ السيسي بالعربي، تكتب بهجت صابر نافخ السيسي وجنبها بهجت صابر بالانجلش. متهيألي لو كتبت بهجت صابر نافخ السيسي هتظهر لك القناه دلوقتي. اللي احنا عليها بس دلوقتي بهجت صابر مصارع الفرار. لا سيبك انت منها دلوقتي، لان هي دي قناه جديده بردك اصلا يعني. القناه الجديده الثانيه عليها 663 سبسكرايبر النهارده، يا معقوله بقى لها كام ساعه؟ هيقول لك 4 اورز اهي، حتى كمان الفيديو انا نزلته وما نزلتوش، يعني بقى لها زي 5 ساعات او 4 ساعات دلوقتي، بقى لها زي 3 ساعات او ساعتين ونص. طب معدل كويس جدا. معلش، ما اصل احنا يعني لو انت بتعمل قناه ما حدش بيهاجمك، ما حدش بيبلغ فيك، حلو وجميل قوي، لكن انت لو انت في ظروف طبيعيه يعني لكن انت الكام يوم الجايين دول ان القناه دي ما وصلتش ال 10,000 عشان تبدا تنطلق، احنا في مشاكل كبيره قوي، ما اعرفش هنقدر نعمل 25 يناير داخل علينا، وعاوزين يعني يكون عندنا 6 7 10 قنوات على اليوتيوب نبث عليهم يومي ان شاء الله، وعندنا القدره على ذلك، عارفين يعني ايه، هنحطها في كل الجروبات عندنا حتى كاصحاب، وهنحطها دلوقتي على البث، عملناها في كومنت على البث، كومنتات ورا بعضيها، وهنعملها ان شاء الله يعني. يلا بقينا 677 677، يلا على الاقل نوصلها ل 2000 ولا حاجه على نهايه البث. انا بشكرك يا فندم، او بعد البث. تمام، تحياتي ليك يا استاذ. تحياتي، السلام عليكم. مع السلامه. معنا مين يا استاذ؟ معنا مين يا فندم؟ الو، اهلا وسهلا.
يا بهجت ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ موضوع حلقتنا عن ايه النهارده؟ والله عن اي حاجه، عن اي قسميه يا السيسي، اي حاجه، عن الكورونا، عن الخرا اللي الناس عايشين فيه، عن البلد اللي ضايع، عن اي حاجه. ان احنا اصلا طالعين بس نحاول نطلع ببس، لان يعني كنا ممنوعين والدنيا ملخبطه يعني. فلو عندك اي حاجه اتفضل يا فندم. طيب كسمك يا بهجت. ماشي يا ابن المتناكه. وبعدك كسمك هتعمل ايه في الزبر العسكري اللي محطوط في كسها، في كسمك وفي كسم اللي خلفتك يا ابن المتناكه؟ حتى سيرتك في التربه العسكري بينكها يا ابن المره المتناكه، هتعمل معاه ايه؟ هتسيبه ينكها؟ ماشي يا كسمك، هتسيبه ينكها؟ لو انت معجب ان العسكري ينيك امك يا ابن المتناكه، انا ما عنديش مانع، قولها ما تتكسفش عادي. معجب. ليه انت معجب ان العسكري ينيك امك وينيكك وينيك ابوك وينيك مستقبلك؟ ليه مبسوط بكده؟ ما هو بينيكش امي انا بس، ما هو بينيك. ماشي يا كسومك، بس انا مش موافق يا خول ان ينيكني وينيك اهلي وينيك مستقبلي. انا مش موافق، على الاقل انا بقاوم، لكن انت ليه موافق ومستسلم للعسكري ينيكك وينيك مستقبلك يا فندم؟ انت موافق مش موافق، هو كده كده بينيكك يا ابن المتناكه. ما انا بسالك، انا بكلمك انت، خلاص انا بقاوم نكت العسكر ليه ولسه يعني ربنا يكرمني ان شاء الله واحطه من طيز العسكري اطلعه من بقه، لكن انت ليه مستسلم لنكت العسكري يا فندم؟ يا ريت تقول لنا لو سمحت. عشان قلت كسوم بهجه. طب انا كده كفايه يا ابن المتناكه، ما انت بتشتم بهجه ليه؟ هو بهجه يا كسومك كان جه جنبك؟ بهجه كان يعني لمؤاخذه شفتني تعديت على امك، اتعديت على طيزك، اتعديت على طيز ابوك يا خول يا متناكه يا ابو بزره يا علق. انا جاي بقول لك تعالى يا خول قول رايك، تعالى قول لنا هنعمل ايه، ونحط حط ايديك في ايدينا عشان نطلع كسومين ام العسكري اللي نايكك ونايك جده جد 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 ميتين امك، حتى القبور بينكهم وهم ميتين. نعمل انت صلى على النبي، صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، صلى الله عليه وسلم. ايدي في ايدك استقبال زب في ايدك نجيب عيال. وهو انت اللي زيك ابو بزره بيعرف يجيب عيال يا ابن المره المتناكه؟ ولا انت تعرف مين ابوك يا انت تعرف يا ابن المتناكه مين ابوك؟ يلا يلعن كسوم البطن اللي جابتك، كانت شرموطه بنت وسخه. معانا مين يا فندم؟ معانا مين من كسوميات السيسي ياد؟ والله اسمك ايه يا ابن الخول يا متناك؟ طبعا كل ده دولي، والله كل ده دولي. يلا يا ابن المره الزانيه يا خول، انا بس بوريكم الدنيا دي واخدانا على فين. معانا مين من كسوميات السيسي يا فندم؟ الو، يلا يا ابن المره المتناك، انت لسه موجود على الخط يا كسومك؟ وبعد العسكري ما يخلص نيك مع عمك يا ابن المتناك هتعمل معاه ايه؟ ولا حاجه. هو عاجبه العسكري نيكو، انا مبسوط بيك جدا والله، بس هو ما قالناش ليه عاجبه العسكري نيكو ليه؟ يعني ايه اللي احنا ايه اللي هيستفيده من العسكري؟ العسكري اصلا بيدور على حد ينيكو وينيك مراته ويكيفه وكيف يعني. العيال اللي موجودين مكتوبين في شهادات الميلاد مش لا مؤاخذه يعني مش عياله الحقيقيين يعني. هو العسكري اللي بينيكو، بس بينيكو بخياره، بينيكوا بمسله، بينيكوا بمصور الدبابه كده يعني. لكن يا ريته بينيكوا وكيفوا، يا ريتك كنت بتكافئ العسكري يا ابن المتناكه، ما كنتش جيت وقعدت على البث ده كله يا ابن الشرموطه يا خوي. معانا مين يا فندم؟ الو الو، معانا مين يا استاذ؟ مين على الواتساب يا استاذ؟ الو، طيب معانا مين يا استاذ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كسوم السيسي يا سيدي، وكسوم انتصار، وكسوم الجيش، وكسوم الشرطه، وبعد كل الكسوميات دي يا خول اقول لك كسومك يا ابن المره المتناكه؟ يلا يا ابن الوسخ، روح شوف مين بينيك امك دلوقتي، روح شيله من عليها يا ابن المتناكه. الساعه كام دلوقتي يا كسوم؟ بتعمل ايه يا خول وانت لسه سنك صغير يا ابن المتناكه بره في الشارع دلوقتي؟ معانا مين يا استاذ؟ الو. ايوه يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علي صوتك. ايوه كده حضرتك سامعني؟ تعلي صوتك على قد ما تقدر، صوتك مكتوم قوي، اتفضل يا استاذ. طب ثانية كده اشوف بس الصوت. كده احسن، كده احسن، اتفضل يا فندم. لا الصوت راح تاني، الصوت مكتوم برضه، كتم تاني. طب تمام كده؟ كده احسن، اتفضل يا فندم. هو حضرتك مش طالع النهارده بس ليه؟ محظورة يا فندم. علي صوتك يا فندم. ايوه ده هي صفحة جديدة أصلا ملهاش لازمة يعني.
لا لا استاذ ماجد، كانت عليها حوالي 18000. يعني هم لسه جايين، يعني احنا لسه بنبص عليها بقالنا اسبوعين ولا حاجه، ولا اقل من اسبوعين، لكن هنعمل غيرها ان شاء الله. ما تلاقيش شويه يعني، اللي خلاهم قفلوا الصفحات اللي عدت ال 100000 على اليوتيوب. المشاهدات صعبه خالص على اليوتيوب. ما هو عشان القناه جديده يا فندم، كل القناتين، القناه الوحيده اللي احنا بنبص عليها جديده لسه، ما لهاش حد. ده بالعكس، ده هي عظيمه جدا يعني. هي لما وصلت ل 1000 واحد كانوا عليها من شويه، يعني 1000 واحد كانوا بيتفرجوا في قناه اصلا ما فيهاش 2000 واحد على اليوتيوب، دي حاجه يعني فله شمعة منوره ان شاء الله. عشان كده احنا بنقول للناس القناه اللي احنا عاملينها جديد، بهجت صابر النافخ السيسي، بهجت صابر عليها دلوقتي 689 سبسكرايب. الناس اللي بتعمل سبسكرايب ما تنساش تعمل الجرس، تعلم على الجرس، ما تنساش تعمل كومنت، ما تنساش تعمل اللايك. يعني حضرتك عملت السبسكرايب وما عملتوش اللايك للفيديو اليتيم اللي عليها، وما اتفرجتوش على الفيديو وما شيرتوش الفيديو، طب لازمته ايه يعني؟ اتفضل يا استاذ. نعم، عشان نلحق البث ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي ليك. معنا مين يا استاذ؟ الو. بهجك امك يا بهجك. انت بتشتمني انا ولا بتشتم السيسي؟ يا خاوه بتشتمني انا يا متناك، يا ابن المتناك، ياكل سمك. يعني انت ما وراكش غير بهجت صابر عمال تتصل وتقرف الميتين امه؟ ما تشوف يا حد. والله يا انا ما بطلت انيك عيال، انا كنت بنيك اللي زيكم في البدايه يعني، بس بطلت يا اد والله، بطلت يا ابن المتناك. ما بتغسلش تيزك يا خاول يا ابن الشرموط، بدخله بيطلع بخرا يا ابن المتناك، يعني يطلع بيطلع بالخرا يرضيك يا خاول يا ابن المره المتناك، ان عضوي الخفيف الظريف الشريف اللي بيضحك وبيظبطك يا ابن المره المتناك، ويقعد لمؤاخذه يرش جوه حاجات ممزلقه ومزيقه وبتاع وبيظبطك ويرفع معنوياتك الى عنان السماء يا ابن المتناكة، يخرج بالخرة. طب اغسلها يا ابن المتناكة واعمل حقنة شرجية وابعت لي، وابعت لماما عشان ماما تسند لي الكورتين الكفر بتوعي يا ابن المرة الزانية يا خاوة. معنا مين يا فندم؟ خليكوا كده. دولي دولي يا ابن المتناكة، بنيكك على البث وبنيك اللي خلفوك ومستقبلك دولي يا ابن الوسخة، ادفع يا كسمك، ادفع سيسي. معنا مين يا استاذ؟ اباكر عاوز ياد يا خاول. معنا مين يا فندم؟ الو الو. معنا مين يا استاذ؟ معنا مين يا استاذ؟ الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم اهلا. ازيك يا ام فواز؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ بهجت، ازيك يا طيبه؟ كيف حالك؟ علي صوتك شوية يا أم فواز عشان صوتك يوصل للناس. تفضل يا أختي. معلش. تفضل. تحياتي لك ولجميع متابعينك على تكرمي يا طيبة. تكرمي. وربنا يقويك وإن شاء الله اللهم آمين يا رب، وتقدر تفتح المنصات اللي تقفل. الله أولاد الكلب دول ما أعرفش أعمل إيه، أنا صراحة اتخنقت يعني. يا ربنا كريم، ربنا كريم. اولا انا شويه تعبانه، مش هقول يعني كفاك الله وعافاك كده، الله يرضى عليك. بس اللي خلاني اتصل المكالمه الاخيره للاخ اللي وجه شوي كلام، يعني هو من حقه انه من قهره انه هو يتكلم الكلام ده على الحكام، وجاب حكام يعني جاب سيره الخليج والشعوب. ليه الناس بتجمع الشعوب مع حكامها؟ طيب ايش عرفك ان الشعوب راضية عن حكامها علشان تحكم عليها ان الشعوب والحكام تجمعهم في ميزان واحد؟ لو الشعب الوحيد اللي منبطح للحاكم بتاعه وهو بيقتل فيه بيموت فيه اللي هو الشعب المصري. اه صحيح. والله ما فيش اكتر شعب منبطح. والله يا استاذ بهجت، ليه احنا كشعوب عربيه قلبنا مع الشعب المصري وبنحاول يعني ومقهورين؟ والله اقسم لك بالله اخر حاجه النهارده يعني احنا ما فيش اجتماع نجتمعه كعيله يعني الا ونتكلم عن اللي بيحصل في مصر والمشاكل والكلام ده كله، واحنا شايلين هم مصر كبلد وكشعب. طيب هل معنى هذا انه هل انا الوحيده مثلا او انا وعيلتي الوحيدين اللي شايلين هم مصر وشعب المصري؟ ما هي اكيد كل الشعوب وكل شريف وكل حر
مش هيقبل على الشعب المصري واللي بيحصل للشعب المصري، صح ولا لا؟ صحيح. فيعني انا يعني رجاء يعني اللي انت عايز تتكلم في حكم معين مش عاجبك اتكلم عليك كحاكم في ذاته في حكومته في كده، بس ما تجمعش وتحط الشعب معاه في ميزان واحد. لا ده غلط، ده غلط. لو الكلام ده صحيح ما كنتش انا واحده من الشعب الخليجي، مش هقول بلدي يعني الخليجي اللي قلبي محروق، وانت عارف يا استاذ بهجت، عارف والله يا فؤاد، المشاركين معك في البث قد ايه انا محروقه عشان مصر والشعب المصري. عارف يا فؤاد والله، والله اقسم لك بالله احنا كعيله او كاصدقاء او كذا 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 ما فيش يعني حديثنا كله عن مصر واللي بيحصل في مصر والشعب المصري والمشاكل اللي بتحصل له وبندعي له وشايلين هم يعني لحد امتى، لحد امتى؟ فرجاء ارجو ارجو من كل الاخوان المصريين الشرفاء انهم يفصلوا بين الحكام وبين الشعوب. احنا كلنا اخوان، كلنا اخوان، كلنا يعني تجمعنا دم العروبة والدين الإسلامي وخوفنا على بعضنا. إذا إحنا ما ساندنا بعضنا حتى لو بالمشاعر حتى لو بالكلمة يعني زي ما أستاذ بهجت وغيره من اللي بيتكلموا على المنصات في إيدهم إيه بيعملوا غير إن هم بيتكلموا على المشاكل؟ بإيدك إيه أنت يا أستاذ بهجت أنت بتتكلم؟ الله يعني مش كتير والله، مش كتير يا فوز، مش كتير. طيب إحنا بنشاركك في الكلمة صح ولا؟ صحيح صحيح صحيح، بنشاركك في الكلمة ونوجه كلامنا للشعب المصري ونحاول إن إحنا ننبههم على حاجات يعني، وأنت عارف إنه أنا لي أصحاب كتير وبكلمهم وبنبههم بقول لهم صحيح. إحنا بنتابع الإعلام من برا، انتم مغيبين جوه، انتم تتابعوا الاخبار او الاعلام المصري فقط، شوفوا تابعوا الاخبار برا وانتم تعرفوا وضع مصر واللي فيها واللي بيحصل فيها. صحيح. فرجاء ما حدش يجمع ويحط الحكام مع الشعوب في ميزان واحد، ما حدش يحطهم في ميزان واحد، لان الشعوب العربيه والشريفه والحره كلها قلبها مع الشعب المصري وبتنتظر الفرج من ربنا سبحانه وتعالى، لأن لما يحصل الانفراج والنصرة للشعب المصري فهذه نصرة لجميع الشعوب العربية. وبس أنا حبيت والله وأتمنى أنه أنت تفتح منصات أكثر ونبقى مع بعض أكثر إن شاء الله في المكالمات أكثر، ولأن صراحة والله أنا الفترة اللي فاتت كان نفسي أشارك معك في البثات، ولكن أنا شايف المشاكل اللي بتحصل معك واللي بيحصل على المنصات بتاعتك يعني. فتحياتي ليك شخصيا يا أستاذ بهجت، وربنا يديك الصحة والقوة وربنا يوفقك يعني إن أنت تقدر تفتح منصات تبقى ثابتة ويبقى عليها إن شاء الله أعداد كثيرة متابعة لك. ربنا يوفقك الله المستعان يعني. وتحياتي لجميع الأحرار والشرفاء متابعينك على البث والمستمعين لنا كلهم، تحياتي لكم وقلبي وقلب الشعوب العربية. مش هتكلم أنا عن بلدي بس، أنا عارفة وفاهمة أن جميع الشعوب العربية الحرة هي مع مصر قلبا
معلش ماشي يا فندم، الصوت كده رجع. اتفضل. هو ايه بقاله قد ايه؟ بقاله كتير مش واضح الصوت. بتاع دقيقتين كده. معلش الحاجه مفوزه على طول. ما هو وانا بمسح بكرامه الخول المتناكل. الخول المتناكل ده اللي انا كنت بمسح بكرامه الارض. كان طالع بيقول انا ليا مش عارف انتقاد ونصيحه. الانتقاد انت مش بتشتم في سلمان؟ قلت له وعاوز انيكو وافشخ كصمه واللي جنب بتاعته والمؤيدين بتوعه كمان. قال لي اشمعنى لما فواز اتصلت بقيت عامل زي الفرخه؟ قلت له فواز دي متعاطفه معانا واقفه معانا والست يعني بتعمل اكتر يعني من المفروض تعمله، دي واحده ست في النهايه. فبيقول لي لا وعمال بيبرطن المتناك. قلت له ام فواز لو انا فكيتها ب 10 مليون واحد خول زيك هقول لهم افتح الله. ام فواز اقيم من 10 مليون خول متناك بياخد في تيزو زيك كده. هو عاوزني بقى لما ام فواز من الكويت او من السعوديه اي حد يتصل منك لازم انفخه. ده تلاقيه خول حد هناك من السعوديه ولا حاجه. ما هم بيحبوا الاتياز برضك هناك في السعوديه. هيطلع غلبه في الست المسكينه اللي زي حالتنا شايله همنا. حتى دي كمان خول ما يعرف. ما هو بيسمع من طيزه وياكل من طيزه وبياخد من طيزه وبيفكر من كل حاجه من طيزه. فهتتخيل منه ايه؟ مش هيطلع منه غير خرب. ابعد عنه. اخره كده. اتفضل يا فندم. زعلش نفسك. انا هزعل من ايه يا فندم؟ هي ست فم فواز ديت يعني الحاجه الله يبارك لها يعني طول عمرها واقفه في صفنا يعني. الله يكرمك يا فندم. تحيات. لو ليك رساله لاي خول من خولات النظم دي تقول لهم ايه يا فندم؟ انا سيادتك لما كنت بكلمك اخر مره لما كنا بنتكلم على الله يرحمه محمد مرسي ما كملناش الكلام حضرتك قمت برضه. قلت لك راجل طيب وقراراته وكده اهوت ما كملناش الكلام حضرتك قلت. ما هو انا مش عايز اتكلم كتير عن محمد مرسي ان الكلام لا يفيد في موضوع محمد مرسي. انا قلد احنا ما بنتكلموش عليه هو. انا خلينا كنا بنتكلموا على 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 يعني الشعب ذات نفسه برضك مش عايز يتحرك مش عايز يعمل اي حاجه محلك سر يعني صحيح يعني مش عايز جديد يعني. ما هو الشعب مش هيتحرك لانه خلص بح خلاص. في حاجات كتير قوي عشان الشعب ده يتحرك لازم احنا لازم نعملها مش هو اللي هيعملها. لان يعني الشعب ده مش متعود. فاهمني؟ النهارده مرتضى منصور طلع يقول لك نكسه 25 يناير. طب ما هو بيقول من زمان. طب ما هو بيقول من زمان كده يعني يعني بيقول لك بيقول لك عليها نكسه يعني. ماشي. ما هو مرتضى منصور الموجه الجايه من الثوره لو لسه عايش هيعدموه. لا هو اتدفن يعتبر خلاص يعني. لا سيبك انت هم دفنوه وخدوه من النادي وربوه واستخدموه. لا هيتعدم علق كده في حبل مشنقه واتضرب بالنار. ما هم دول الخونه اللي عملوا الانقلاب العسكري. يعني. الثوره هي اللي هتضربه بالنار. احنا الموضوع مش اي بص اي موجه ثوريه جايه لو تمكنت كل اللي كانوا اللي وقت في الجيش المصري هيعدموا. كل اللي وقت في الشرطه هيعدموا. كل البلطجية اللي كانوا يديروا أعمال البلطجة على الثورة هيعدموا. كل رجال الأعمال اللي مولوا الثورة المضادة هيعدموا. كل من شارك في أمن الدولة هيعدم. كل العساكر اللي بعتوهم عشان يقتلوا الناس ويهد البيوت وكده يا يسجنوا يا يعدموا. يا عم الدم هيكون للركب في الموجة الجاية. الدم هيكون في للركب. ربنا يستر والله أستاذ بحر. أمين يا رب. أمين يا رب. تحياتي ليك يا أستاذ. مع السلامة. حبيبي يا شباب. ألو؟ بودي. يا دي يا خاول يلا ما تخش اغسلها ونام يا دي يا خاول. أنت لسه قلوط الخرا واقف في زورك هتفطس لما ما كانش عباجة. أنت لسه على الخط يا متنك. روح اسحب قلوط الخرا خلي أمك تعمل لك حقنة شرجية يمكن مخك ينضف يا متنك وتعرف تفكر. بقى أنت بتقول لي مفاز يا كلب. بقى انت تعرف مين ام فواز دي يا كلب؟ يلا يا وسخ. مين معانا من مخور السيسي يا فندم؟ الله يا الخوالات صحيح. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ فكروا بتياس كنتوا على مولد. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني لا اسالك يا رب رد القضاء ولكني اسالك لطفي يا رب. يا رب يا رب توب علينا من عيال ولد الوسخ دول اللي فكروا بتيازهم يا رب. معنا مين يا استاذ؟ الو الو معنا مين يا استاذ؟ الو
معنا مين يا استاذ؟ هلو هلو، هي يعني مش معقوله يعني كل الابات دي ما فيش حاجه منها. معنا مين يا استاذ؟ اهلا استاذ باجي، اهلا بيك يا فندم. علي صوتك يا فندم، صوتك بيروح. تم من اسمه 5 مينت. صوتك بعيد يا استاذ، مش سامعينك كده. ماني كده صوتك وصل، اتفضل. والله استاذ بهجت يعني الواحد زهق وتعقد. صوتك برضك راح. اتفضل. الواحد زهق وتعقد من اللي بيشوفه، يعني من اللي بيحصل يعني كده. صوتك مش واصل يا فندم، صوتك مش واصل، عندك مشاكل في الصوت، عندك مشاكل في الصوت يا استاذ. ده انت المصيبه تبقى لجنه، تبقى لجنه. انا عبيط قوي، ممكن عندك مشاكل في الصوت. معنا مين يا استاذ؟ معنا مين يا فندم؟ معنا مين يا استاذ؟ الو؟ الو؟ ايوه يا استاذنا. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا عايزك مناقشه سريعه جدا. اتفضل يا فندم. والناس اللي على الشات كمان مهم انهم يسيبوا اللي في ايدهم وانصتوا اللي هنتكلم فيه. اتفضل. هو الشعب المصري ملوش كتالوج؟ ليه كتالوج يا فندم؟ انا ماليش اي كتالوج، لا بيفهم ولا وقليل ادب. وانا هو من اصل مصري اهو، بقول لك اهو يعني. لا يا فندم، الشعب المصري ليه كتالوج، وكتالوجه اساسه القوه. كل ما تديله على طيازه كلما استمع ونفذ المطلوب منه. شعب مطيع جدا، بس تظهر لازم تظهر له القوة. إذا لم تظهر، إذا لم تظهر له القوة ولا سياسة الحرافيش اللي اتكلمنا فيها زمان يا أستاذي، فاكرها؟ بالظبط. الشعب المصري كله حرافيش. هنتكلم بسرعة بقى في الجد شوية. إحنا عايزين، كنا اتكلمنا قبل كده عن الثورة، وإحنا عايزين نشرح للناس يعني ايه ثورة؟ والثورة دي ليها شقين، هدف ثوري، خلوا بالكم معايا، وحل ثوري، كيفية ان انا احقق الهدف المنشود من الثورة. هل انت معايا في الكلام ده؟ انا معاك. عشان انت رأيك مهم جدا عندي، والله العظيم. انا هسمعك، هسمعك على التليفون يا دكتور، بس هعمل حاجه مع ملوكه وهسمعك، هاخد التليفون معايا اسمعك عليه. اتكلم يا دكتور، انت واقف ليه؟ في حاجه في الثوره اسمها سرد السلبيات القائمه التي تستوجب قيام ثوره. زي ايه؟ الحكم العسكري، سلبيه موجوده دلوقتي قدامنا. تاني حاجة الانقلاب العسكري، ودي سلبية تانية موجودة قدامنا. فا ايه هي السلبيات بقى، وايه هي بقى سلبيات الانقلاب اللي كل الناس بقى لها 7-8 سنين بيكلموك فيها؟ وكل الناس يقول لك الصحة عندنا بايظة، والتعليم بايظ، وواحد يقول لك ما اعرفش، كلمنا عن التعليم، واحد يقول لك كلمنا عن وزير التعليم العالي، وزير التعليم الوطني. كل دي سلبيات للحكم العسكري اللي بقى له 70 سنه. وكمان يا دكتور انا سامعك، بس هعمل حاجه مع ملوكه واجي لك. انا سامعك زي ما انت عايز. فلازم يكون في تفريق بيننا،
يعني ايه مصطلح الثوره ويعني ايه الهدف من الثوره، الحلول على سبيل المثال لاحظ الناس بتقعد يا استاذ باجت تشكي وتبكي، كل واحد يجي يقول اللي بقالنا 7-8 سنين بنتكلم فيه وده قضى على العباد والبلاد والى اخره من ظلم حاصل على الارض والناس تجيلك تشكيلك ومش عارف ايه، فاكرينك مكتب شؤون اجتماعيه، واحد بيقول لك تاجيل الدراسه مش تاجيل الدراسه، يعني سوري ميتين امكم بقى. هي دي ثوره؟ دي كلها سرد لسلبيات الحكم العسكري وسلبيات الانقلاب اللي جعل لها بقت في يعني في وضع بائس جدا في الدولة. انت ما بتصدرش، لما تسمع ان تركيا بتصدر ب 170 مليار دولار في السنة، انت بتصدر بكام؟ بتصدر بكام منتجات خان خليلي وشوية بطاطس؟ هما ده، ما شفناكش بتصدر مصانع ولا بتصدر حاجات صناعية أو بتصدر أي خرى تصدره وتجيب فلوس للبلد، ما فيش. إحنا عاملين زي بلازم خليج اللي أنا بحترمهم كلهم، بس هما ما عندهمش ثورة صناعية لسه. فنرجع للموضوع ده بسرعة، إحنا ما بنعملش أي دخل قومي لمصر، ده الشركة اللي اتبعها سامسونج الكورية الجنوبية بتصدر ب 38 مليار دولار مجموعة صناعتها من تلفزيونات لتليفونات لكل حاجة. احنا اقل من شركة سامسونج يا مصري، احنا اقل من شركة سامسونج. لازم تكون متقلق وتعرف ايه المنحنى الخطير اللي رايحين فيه. المنحنى الخطير دي اللي انا بقول عليه اسمها سلبيات الثورة وسلبيات الانقلاب العسكري. ما بنصدرش، ما بنزرعش، ما بنعملش اي حاجة، وما فيش اي مية، حتى مية علشان نزرع اي منتج يتصدر للخارج. ما عندناش قطن طويل القطن طويل التيلة اللي كنا بيفتخروا بيه زمان، ما عندناش حاجات كتير. في زراعات 42 محصول دلوقتي ما ممنوع زراعتهم بسبب شح المياه، وده برضو من السلبيات. فانا بدي مثال عشان تعرفوا سلبيات الثورة. اما الهدف بقى، لما مثلا بسرعة كده، الهدف هو الاطاحة بالحكم العسكري، الرام على 70 سنة، القضاء على الانقلاب العسكري بهذا القزم اليهودي الصهيوني الاصلي. ده ازاي بقى؟ الناس تيجي عندك، ومع احترام للجميع، واحد جاي يقول لك انا عندي الحلول. انا افتكرت انه هيقول حل، لقيته يقول لك كامل الوزير عنده 7-8 مليار، روحوا جيبوه والشباب ياخد الفلوس 7-8 مليار ويتجوز ويجيب شقق. يا سيدي الفاضل، مين اللي هينفذ ده وازاي؟ اظن هو استاذ التاريخ هو اللي قال كده اعتقد يعني، وبيقول لك عايزين تامين شركات القوات المسلحه الى شركه مساهمه مصريه. انت فاكر نفسك تخد الجمال عبد الناصر؟ ما احترم ليك يا أستاذي،